بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي إن شاء الله هيكون النهاردة لمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واللي هي تقريبا مش تقريبا هي اتحسمت خلاص، وحتى اتحسم الترتيب العام، بقى سيمبا في المركز الأول والنادي الأهلي في المركز الثاني، والاثنين مع بعض اتأهلوا لدور الثمانية. قبل ما أتكلم على الماتش عايز أتكلم على حاجة معينة حصلت اليومين ثلاثة اللي فاتوا وحصل فيها لغط كتير جدا جدا جدا، اللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا، والكلام كتير ومحدش عارف حاجة. أنا عايز أتكلم عن حكم مباراة القمة اللي جاية بين الأهلي والزمالك، والمفروض إن هي هتتقام يوم 18 أبريل الحالي إن شاء الله. اتحاد الكرة خد قرار غريب شوية. اتحاد الكرة استقر إن يكون في الماتش ده تحكيم مصري، يعني تحكيم مصري هو اللي هيقود المباراة دي. بعديها مباشرة يعني محدش لسه اتكلم، شفنا هجوم كبير جدا وكأن النادي الأهلي هو المستفيد، وكأن النادي الأهلي متخطط له الموضوع ده، مع أن النادي الأهلي أعلن الموقف الرسمي بتاعه عن طريق الكابتن محمود الخطيب. يعني الكابتن محمود الخطيب قال حاجة إحنا كلنا متفقين عليها، إحنا بنثق وبنحترم التحكيم المصري، بنثق في التحكيم المصري وبنحترمه، ولكن الفترة دي، الفترة اللي إحنا فيها دي لازم يكون في تحكيم أجنبي، ما أنا لازم برضه أشغل دماغي. أنا شايف قلق، وشايف إن العملية يعني فيها شوية قلق بين جمهور الناديين، والوقت لسه بدري قوي قوي عشان حضرتك كمسؤول تقدر تخاطب الاتحادات الأوروبية الكبيرة عشان تجيب طاقم تحكيم متميز للماتش زي ده. لسه بدري، احنا بنتكلم مثلا، عارف لو قلت لي مثلا ان احنا الماتش مثلا كمان يومين ثلاثة ومش لاقيين حد، ماشي هنعذر، مش برضو تقليل من التحكيم المصري، لا، بس حضرتك عارف ان الماتش ده حتى لو مفيش منافسة على البطولة اصلا ماتش صعب شوية، ماتش الفرقتين وجمهور الفرقتين ما بيتقبلوش اي قرار من اي حكم مصري، واحنا عارفين ده من زمان، وفي قرار ان الماتشات دي ماتشات الاهلي والزمالك بيحكمها تحكيم اجنبي مهما كان وضع الفرقتين. طيب ده حضرتك انت بتتكلم عن ماتش الاهلي وزمالك جاي في ظروف غير طبيعيه، اقدم ديربي في الشرق الاوسط، لكن خلي بالكم رغم اعلان النادي الاهلي موقفه الرسمي بثقته في الحكام المصريين، ولكن النادي الاهلي برضه طلب حكام اجانب، وان ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري. وهقول لكم بالظبط تصريح الكابتن محمود الخطيب اللي قاله مع رئيس اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره احمد مجاهد. كابتن محمود الخطيب بالظبط قال كده: اولا اعرب عن تقديره الخاص جدا للتحكيم المصري، واكد ان المطالبه باسناد مباراه القمه يوم 18 ابريل الحالي لحكام اجانب ما تقللش ابدا من شان الحكام المصريين. وعايز اقول حاجه، لحظه بس نقف هنا في لحظه، بالرغم من ان النادي الاهلي يعني كم قرصه كده خدها من الحكام المصريين، ممكن تكون عن غير عمد، انا متاكد انها عن غير عمد، ولكن النادي الاهلي ابدا الثقه الكبيره جدا 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 في الحكام المصريين، بس مش ده وقته. لما الكابتن الخطيب قابل المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره قال له الكلام ده بالظبط، الكلام ده كان قبل كام يوم، قال له ان احنا بنثق في الحكام المصريين، ده كان في احتفال حتى احتفاليه اليوم الدولي للرياضه، يعني ما كانش بصفه رسميه، كانت قاعده وكان الوزير موجود، ولكن اللي اتقال ساعتها ان الكابتن محمود ما رفضش رفض تام، ولكن هو قال ان الفتره دي يفضل ان يدير المباراه حكم اجنبي، ولكن المهندس احمد مجاهد ابدى رغبته في منح الفرصه للتحكيم المصري في هذا اللقاء. انا اللي عايز اقوله قبل ما اقول لكم بقى رد الكابتن خطيب ايه، اللي عايز اقوله مش في التوقيت ده، يعني انا كمان لما باخد قرار انا كمسؤول وباخد قرار لازم برضو افكر شويه، ممكن تكون حاجه فاتت المهندس احمد مجاهد، ممكن، انا ما بقللش من شان ولا قيمه المهندس احمد مجاهد ابدا، انا بتكلم على القرار وتوقيت القرار
وتنفيذ القرار اللي هو هيبقى يوم 18 ده. هو رد رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ان الفتره الحاليه ما تحتملش كده، ما تحتملش المغامره انك تاخد القرار ان تحكيم مصري هو اللي يحكم الماتش ده. لازم تاخد قرار باختيار طاقم تحكيم اجنبي من التصنيف الاول على مستوى العالم، وكمان يكون صاحب خبرات دوليه كبيره. يعني ما تجيبليش واحد كمان من بره واسمه ضعيف وما عندوش خبرات، لا. تاني حاجه بقى واللي انا قلتها لحضراتكم قبل كده، لسه في وقت. احنا بنتكلم على تقريبا يعني 10 ايام او 9 ايام كمان. ماتش يوم 18، النهارده 9. ده انت لو خاطبت اي اتحاد دولي كبير بره هيقول لك اتحاد الكوره، يعني لو خاطب الاتحادات الاوروبيه هيقول لك في خلال 3 4 ايام ماشي انا عندي كذا 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 كذا. لو في الوقت دوت ما ردوش عليك وما لقيتش فعلا طاقم تحكيم دولي على مستوى عالي يحكم الماتش ده، ماشي نقدر نقول ماشي خلاص انت عندك الحق، ولكن مش في التوقيت ده. وده على فكره موقف رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن محمود الخطيب كان كلامه متوازن جدا، ولكن من الحكمه ان يكون التحكيم اجنبي. ومره اولى وثانيه وثالثه واخيره، ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري ابدا. عندنا الثقه كامله في الحكام المصريين، واحنا دايما داعمين ليهم، ونتمنى لهم دايما دايما باذن الله ان هم يرتقوا ويوصلوا لاعلى المراتب. نروح بقى الماتش النهارده. هو الماتش طبعا محسومه المجموعه كاول وتاني كمان، يعني سيمبا اول اهلي تاني، ولكن ماتش مهم جدا زي كل ماتشات الاهلي، رسمي او ودي. زي ما حضراتكم عارفين الماتش مهم لان النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز مهما كان حجم المنافس. يعني بنحترم المنافس مهما كان حجمه وما بنقللش منه ابدا، كويس، ولكن احنا بيبقى عيننا على المكسب وعلى البطوله اللي احنا بنلعب فيها. ممكن حد هيقول لي طب ما هي اصلا المجموعه محسومه. صح، محسومه. ممكن يكون حصل عدم توفيق في بعض المباريات. طبعا احنا كنا نتمنى ان الاهلي يبقى الاول، ولكن احنا بنلعب على حاجه اعلى برضه. احنا بنبص على البطوله. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت احنا تاهلنا من السودان زي الماتش اللي فات بالظبط، بس ده كان مع الهلال. الماتش بتاع السنه اللي فاتت كان مع الهلال، وبرضه تاهلنا كتاني، وبعدين حسمنا البطوله في الاخر وخدنا البطوله. مش معنى كده ان انا بقول مثلا ده فال حلو، لا لا بقولش كده. قد تكون بعض المباريات غاب عنا التوفيق، قد تكون بعض المباريات فيها اخطاء، وده وارد في الكوره، وارد. قد تكون بعض المباريات ما كانش يومك، وارد برضو. ولكن احنا بنلعب النهارده، مش عايز اقول طار بقى واقول الكلام اللي هو الكبير كده اللي بيتقال في المواقف اللي زي ديت، ولكن اقول لا، الاهلي بيلعب على المكسب علشان هي دي عاده النادي الاهلي سواء بره او جوه. لا رد اعتبار ولا ثار، لا، الاهلي هو اللي ان شاء الله هيلعب النهارده على المكسب وهيكسب المباراه ان شاء الله، ونبقى بعد المباراه نتقابل ونهني بعض باذن الله. لان انا يمكن الكلام اللي انا بقوله كمان يمكن قاله مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي امبارح، قال ان الاهلي ما بيلعبش حاجه، يعني ليس للانتقام من سيمبا ولا للطار من سيمبا، ولكن الاهلي هي دي طبيعته. نادي الاهلي بيلعب على المكسب وبس سواء بره او جوه، لان دي شخصيه الاهلي اللي احنا متعودين عليها واللي احنا نعرفها من زمان واللي جمهوره متعود عليها. مش محتاج بقى ان ينتقم من فرقه عشان مش عارف نتيجه الماتش الاولاني كانت صالح سيمبا، او مش عارف فريق الاهلي هيورث. لا، نادي الاهلي نادي كبير، نادي الاهلي ثالث عالم، نادي الاهلي بطل مصر وافريقيا. احنا النادي الاهلي. انا سمعته هو بيقول، مش عايز اقول ان فيها غرور، لا، بيتكلم بكل ثقه. احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي التاريخ، احنا النادي الاهلي الالقاب، احنا النادي الاهلي الحاضر والماضي والمستقبل ان شاء الله. الاهلي فريق كبير، واحنا زي ما قلنا ثالث عالم او ثالث افضل فريق في العالم بناء على كاس العالم للانديه اللي كانت من شهر. وان شاء الله
الحاجه الاكبر اللي احنا بنلعب عليها دلوقتي ان احنا بنسعى للقب العاشر افريقيا، وبنعمل على تطوير نفسنا بشكل مميز. ولما نتكلم مستر موسيماني على انه بيتكلم عن التطوير بشكل مميز، هو عايز يقول لحضراتكم برضو ان احنا اكيد احنا وقعنا في اخطاء وهنعالج الاخطاء ديت. اكيد كل الانديه بتقع في اخطاء، اكبر الانديه العالميه بتقع في اخطاء، ولكن بتطور، بتحسن، بتصلح، بتصحح الاخطاء. طبعا هو من ضمن الكلام اللي قاله زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو قال طبعا تمنيت ان الاهلي يبقى على راس المجموعه الاولى، لكن في حاجه انا عايز افكركم بيها. في بعض الحاجات بتحصل في بعض المباريات بينتج عنها انك انت ممكن تخسر نقطتين، خطا تحكيمي خسرك حاجه، وده حصل وشفناه لو افتكرتوا حضراتكم ماتش فيتا كلاب اللي هنا اللي كان في القاهره، وتعادلنا 2-2 من ضربه جزاء غير صحيحه على الاطلاق، ضيعت مننا نقطتين لو تفتكروا حضراتكم. ففي حاجات، في حاجات غير طبيعيه بتاثر في النتيجه، ولكن المهم ايه؟ المهم في الاخر التاهل. يعني التاهل زي ما قلنا لكم السنه اللي فاتت كان من خلال تاني المجموعه، كنا عايزين نقطه اخر ماتش قدام الهلال السوداني في السودان وحصلنا عليها وكملنا. الصداره طبعا مطلوبه، الصداره هي دي اللي الاهلي بيلعب عليها، ولكن اللي انا عايز اقول لحضراتكم تاني مش تقليل من شان سيمبا، الصداره مهمه لكنها ما تضمنلكش اللقب. احنا بعد كده بصوا اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. اللي جاي اصعب بقى، احنا بنتكلم على دور 8 مباراتين، الفايز بيكمل، الفايز مجموع اللقاءين بيكمل، والتاريخ بقى بيقول لك ايه؟ ان مش شرط الاول، اول المجموعه هو اللي ياخد البطوله في الاخر. وهو حتى مستر موسيماني يتكلم على حاجات معينه حصلت معاه في جنوب افريقيا، ولكن الاهلي جاهز ان شاء الله، واوائل المجموعات مؤخرا لو تفتكروا وضع البطوله من بدري. الاهلي جاهز ومستعد، وعشان نشوف الجاهزيه والاستعداد النهارده للنادي الاهلي ماتش سيمبا، تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ونشوف منه اخر استعدادات النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات قليله من تحرك فريق النادي الاهلي الى استاد الاهلي والسلام لمواجهه فريق سيمبا التنزاني في ختام مباريات دوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. نقدر نقول مباراه مش هتغير كتير في ترتيب المجموعه، بعدما حسم الاهلي وسيمبا التنزاني تذكرتي الصعود الى دور الثمانيه، سيمبا في المركز الاول والنادي الاهلي في المركز الثاني، لكن مباراه هتفضل ذات أهمية بالنسبة للنادي الأهلي. يعني على مدار الأيام الماضية كان في جلسات ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني طبعا لوضع خريطة المباراة المقبلة. عندنا تحديات كتير وعندنا مباراة صعبة جدا خلال الفترة القادمة، أبرز يعني مباراة سيمبا ثم مباراة النصر ثم مباراة الزمالك. مستر بيتسو موسيماني طبعا في المؤتمر الصحفي بالأمس كان يتكلم على المباراة واستعداد فريق النادي الأهلي، قال إحنا عندنا مجموعة من الغيابات ومجموعة من الإصابات، وكنت أتمنى إن أنا قابل سيمبا في ظروف افضل من كده وان الفريق يكون مكتمل. اتكلم طبعا على ان هو كان بيتمنى النادي الاهلي يكون في صداره المجموعه ويتصدر المجموعه، ولكن قال مش ضروري ان اللي يكون الاول في كل مجموعه هو اللي يفوز بالبطوله، وابرز مثال على ذلك هو بطوله العام الماضي ونسخه العام الماضي، النادي الاهلي كان الثاني في المجموعه ولكن استطاع ان هو يفوز باللقب. على الجانب الاخر ديدي جوميز المدير الفني الفرنسي لفريق سيمبا التنزاني كان اتكلم على المباراه وقال على النادي الاهلي، احنا احترمنا النادي الاهلي في المباراه الأولى وقدرنا نفوز على النادي الأهلي، ولكن إذا أردنا أن نذهب بعيدا في هذه البطولة فإحنا جايين عشان نحقق انتصار على الأهلي في القاهرة. طبعا النادي الأهلي بيعاني من مجموعة من الغيابات، غياب علي معلول اللي اتكلم عنه مستر بيتسو موسيماني وقال واحد من اللعيبة المؤثرة، ولكن علينا أن احنا نتعامل مع الظروف. أيضا غياب محمود وحيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم. مستر بيتسو موسيماني يعني كان في كلامه النهارده مع اللاعبين في المحاضره اللي كانت يعني قبل التحرك، في كلامه مع اللاعبين على اهميه اللقاء، اتكلم مستر بيتسو موسيماني ايضا مع لاعبي النادي الاهلي واتكلم مع سعد سمير، اتكلم مع رامي ربيعه، ويعني جلسات جمعت ما بينه وما بين افراد الجهاز المعاون سواء كابيلو او كيفن جونسون، كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وميكيلي يانكون. من المقرر ان هو يكون النهارده طاقم تحكيم اللي بيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقياده مصطفى غربال
حكم الساحة يعاونوا في هذا اللقاء، مكرن كوراي حكم مساعد أول، والمساعد الثاني عباس الزرهوني، والحكم الرابع نبيل بوخلفة. أيضا من المقرر كابتن أيمن أن النادي الأهلي النهاردة يظهر به طبعا بالزي التقليدي للنادي الأهلي، هو الزي والرداء الأحمر، بينما فريق سيمبا يكون ظهوره بالزي الرمادي. يوم النادي الأهلي كان تناول اللاعبين لوجبة الإفطار في تمام الساعة 10:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 2 ظهرا. طبعا كان صلاة الجمعة، يعني أدى اللاعبون صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة الموجودة في فندق إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. يعني عقب أداء اللاعبين لصلاة الجمعة كان جمعت بعض الاجتماعات ما بين الكابتن سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ مع محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير، اللعيبة الكبار في النادي الأهلي، تحدثوا على أهمية هذه المباراة وحسوا اللاعبين على ضرورة الفوز وضرورة إن احنا نختم دوري المجموعات بفوز إن شاء الله يكون كبير على فريق سيمبا قبل ما ندخل لمرحلة دور الثمانية. ثم كانت المحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعة 5:30، تحرك إن شاء الله خلال لحظات قليلة هيكون التحرك إلى استاد الأهلي والسلام. دي كل التفاصيل كل الكواليس من هنا من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي قبل التحرك إلى استاد الأهلي والسلام لمواجهة فريق سيمبا التنزاني. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوي، تفضل يا كابتن أيمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، واللي أنا عايز أقوله بالرغم الغيابات الكتيرة، والغيابات الكتيرة مش مبرر، احنا عندنا حالة من الغيابات غريبة جدا الفترة الأخيرة. يمكن احنا عندنا انا هسميها لعنة الظهير الأيسر، اللي بيلعب في المكان ده ورا بعض. شفنا الأول علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، حاجة غريبة جدا يعني. ولكن بالرغم من الإصابات والغيابات احنا عندنا ثقة في جميع لعيبة النادي الأهلي، والموقف ده ياما حصل لنا كتير، وياما شفنا النادي الأهلي بيغيب عنه نجوم كبار وبيعدي وبيكسب وبياخد بطولات ويعني مش هروح بعيد، قريب جدا كنا تالت عالم وكان عندنا نسبة غيابات رهيبة، علي معلول ووليد سليمان والفراودة، يعني كان عندنا نسبة كبيرة جدا من الغيابات. اللي عايز أتكلم عليه في الحتة دي بخاطب في جمهور النادي الأهلي، مش معنى إن الفرقة تخسر ماتش أو تتعادل ماتش أو تعمل عرض متوسط أو دون المتوسط يبقى دول اللعيبة دول ما عندهمش فكر والمدير الفني ما عندوش فكر، وبعدين ماتش نكسبه اللعيبة دي أعظم لعيبة في العالم. يعني إحنا لازم برضو نكون منطقيين في حكمنا على الأمور. يعني بننتقد، ولكن النقد يكون مش نقد هدام، نقد موضوعي ومش هدام، نقد بناء. والله احنا شايفين ان كان حصل كذا 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 كذا، انما ما اسلخش لعيبتي. خلي بالكم اللعيبه دي بشر زينا بالظبط، انت ممكن تخطئ وانت قاعد حاط رجل على رجل في البيت في شغلك وانت ماشي، ممكن تخطئ، اللعيب بشر، في حاجات بره انت ما تعرفش ايه اللي حاصل، درجه حراره، ملعب مش كويس، ظروف رطوبه، اللعيب مش في يومه، في اخطاء بتحصل، في اخطاء بتحصل، ولكن اللعيبه دي محتاجه الدعم، محتاجة الدعم الفترة دي. زي ما طول عمر جمهور النادي الأهلي بيدعم فريقته، اللعيبة دي جمهور النادي الأهلي محتاجة دعم الجمهور، محتاجة الفترة دي دعم. زي ما طول عمر جمهور النادي الأهلي بيقف ورا فرقته، اقف ورا فرقتك. احنا داخلين على معمعة، داخلين على كل 3 أيام ماتش، داخلين يا دوبك بعد ماتش النهاردة النصر في الكاس، وبعدين الزمالك، الزمالك هنقابله مرتين الفترة اللي جاية في وقت قصير، هنخش على معمعة الدوري كل 3 ايام، الدوري البطولة المفضلة للنادي الاهلي اللي الجمهور حاببها، والبطولة دي بتاعت النادي الاهلي مكتوبة باسم النادي الاهلي. اللي داخلين بعد كده على المعترك الافريقي مباراتين، الكسبان في المباراتين، ودي صعوبتها، هو اللي هيكمل. فانت ما تهمتش فرقتك، ده بالعكس اديهم الثقة، حفزهم، اقف وراهم، ده المطلوب مننا الفترة دي. حتى ولو في خطأ عادي، الخطأ هيتصلح، ما هو مفيش ماتش من غير اخطاء، مفيش فرقه حتى وانت بتكسب في اخطاء، بس احيانا المكسب بيداري شويه، ده كويس ان هو الاخطاء بتبان عشان النتيجه مش في صالحنا قوي، ده جرس انذار او جهاز انذار كده بيرن بدري علشان انت تحط ايدك على العيوب والاخطاء دي عشان تقدر تصلحها، عشان زي ما مستر موسيماني قال لك ان احنا هنطور من نفسنا الفتره دي، الفتره اللي جايه دي ماتشات كتير، بطولات كتير، وزي ما احنا متعودين ان النادي الاهلي بيلعب على البطوله،
البطولة وبس. وإن شاء الله إن شاء الله يكون المكسب النهاردة من نصيب النادي الأهلي، وإن شاء الله البطولة العاشرة تكون من نصيبنا. النهاردة بقى في مناسبة لجمهور النادي الأهلي. يمكن جمهور النادي الأهلي بيحب الموضوع ده قوي. ليه بقى؟ مناسبة النهاردة هي عيد ميلاد الساحر مانويل جوزيه، صائد البطولات اللي كان ليه بصمة كبيرة جدا وحقق بطولات عديدة مع المارد الأحمر، وفيها بطولات صعبة للغاية. طبعا هو محققش ده لوحده، ولكن كان معاه مجموعة كبيرة جدا 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 من لعيبة النادي الأهلي اللي هم يعني مش عايزين نقول فطاحل الكرة المصرية، وكان ليهم أثر كبير جدا جدا في ان هم جابوا، مش هنقول جابوا، بمساعدة زمايلهم، ثلاث بطولات أفريقية متتالية للمنتخب المصري. تعالوا نروح تقرير عن الساحر مانويل جوزيه ونقول له كل سنة وانت طيب يا ساحر. ليس مجرد مدرب تولى تدريب الأهلي وحصد بطولة أو اثنتين أو عشرة، ليس مجرد مدرب خاض تجارب كثيرة في عالم التدريب ومنها التجربة الأهلاوية، ليس مجرد مدرب ارتبط اسمه بالجماهير، إنه مدرب حفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي، ترك بصمة قلما تتكرر، استحوذ على قلوب وعقول الملايين من الأهلاوية. إنه الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي، الذي نحتفل اليوم 9 أبريل بعيد ميلاده 75. سيبقى مانويل جوزيه علامة مضيئة في تاريخ الأهلي بل والكرة الإفريقية، بعدما فرض سيطرته ونفوذه على الساحة التدريبية في مصر وإفريقيا سنوات طويلة عبر أكثر من ولاية. لم ولن تنسى جماهير الأهلي مانويل جوزيه، فرغم أنه رحل عن تدريب الفريق منذ سنوات، إلا أن سيرته الرائعة وإنجازاته التي سيكون من الصعب تكرارها جعلته خالدا في قلوب الأهلاوية. هو الساحر، هو قاهر إفريقيا، هو قائد الجيل الذهبي للأهلي، هو المدرب التاريخي الذي قاد الأهلي لفرض الأحكام الكروية في مصر وإفريقيا. عندما نتكلم عن جوزيه وإنجازاته سنحتاج وقتا طويلا من أجل منحه حقه بعدما خطف العقول والقلوب خلال سنوات عمله في الأهلي، والتي يراها كثيرون رحلة تاريخية صنعت المجد للمارد الأحمر في القارة السمراء. وضع جوزيه خلفاءه في مأزق بسبب حجم النجاحات الرائعة التي حققها مع الأهلي بفضل حنكته وحكمته التي جعلت منه أسطورة تمشي على الأرض وأجبرت الجميع على أن يرفع لها القبعة. وحصل جوزيه مع الأهلي على 20 لقبة، هي بطولة الدوري العام وفاز بها 6 مرات، بطولة كأس مصر وفاز بها 2 مرات، بطولة كأس السوبر المصري وفاز بها 4 مرات، بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقي وفاز بهما 4 مرات، فيما شارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس وفي الثانية على الميدالية البرونزية. وأطلقت جماهير الأهلي العديد من الألقاب على جوزيه، منها الساحر والعبقري والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو وش السعد، وأطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجا بكأس رابطة الأندية الأبطال الإفريقية بعد تخطي عقبة الصفاقسي التونسي على أرضه ووسط جماهيره عام 2006. كل سنة وانت طيب مستر مانويل، وكان علامة مضيئة في تاريخ النادي الأهلي. كمان النهاردة عندنا لعيب لازم نتكلم عنه، هو الجوكر أيمن أشرف، بيحتفل أيضا بعيد ميلاده 30. ويمكن أيمن
من اللعيبة المتميزة جدا اللي بيجيدوا اللعب في أكتر من مركز، وشفناه جوه بيأدي في القلب، في قلب الدفاع بيأدي، ناحية الشمال كظهير بيأدي، وبيأدي بكل رجولة، وبالرغم من قصر القامة إن هو مش طويل قوي، إنما في الحالتين سواء هنا أو هنا يعني أي مدير فني بيحب يشركه، لأنه بيلعب برجولة في الملعب، بيسد في أي مكان، بيعمل اللي عليه وزيادة، فبيعمل الدور بتاعه. أنت كمتفرج، أنت كمشاهد بتحس فعلا إن الراجل ده ليه دور في الملعب مهما كان، سواء في القلب أو على الخط. وأيمن أشرف يمكن لو حضراتكم ما تعرفوش أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. النادي الأهلي يا ما خرج لعيبة كبار على مستوى عالي جدا جدا جدا. يمكن حضراتكم تعرفوا الأسامي أكتر مني، وخرج إيه؟ يعني فطاحل. يمكن أيمن في فترة من فترات خرج كذا موسم، راح نادي سموحة، وبعدين رجع مرة تانية لبيته لأنه لعيب مميز، واكتسب خبرات كتير في اللعب مع نادي سموحة في الدوري الممتاز، اكتسب خبرات كتير جدا وتقل، وزي ما نقول كده في عالم الكرة اتطحن، ورجع لنا أيمن أشرف اللي احنا عارفينه. هنروح لكليب لأيمن أشرف نقول له كل سنة وانت طيب يا أيمن، وبعد كده فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال، والكابتن عادل مصطفى.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار جدا اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك يا ايمن، وكل سنه وانت طيب. طيب الصحه والسلامه يا كابتن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا وسهلا بيك يا ايمن، الله يخليك. ونجم نجوم وهداف النادي الاهلي في فتره من فترات، كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك، منورنا يا كابتن. هدافك يا كابتن ايمن، ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك طبعا، وان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتننا عادل مصطفى، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن، انت كابتننا ومبسوطنا انا موجود معاكم مع النجوم الكبار. ربنا يخليك كابتن عادل. في البدايه كابتن علاء، يمكن اتكلمنا في الانترو على عيد ميلاد مستر مانويل جوزيه 75، وانت ليك يعني جولات كتير مع مستر مانويل، عايزك تتكلم عن بعض هذه الجولات. اولا كل سنه طيب، ربنا يبارك في عمره. كبر مستر جوزيه برضه، هو دايما يقول لك انا كبرت اساسا. لكن شخصيه من شخصيات ايمن، مهما يعدي الوقت والسنين لا ما يتنسيش في كل حاجه على فكره. حتى قبل ما اشتغل يعني، كان شغال معايا بس بالصدفه واحنا موجودين في الاستوديو، كان اسامه هو اللي كان موجود قبلي. أيوه. مع مستر جوزيه، لكن كنت بحس دايما يعني انت لما جيت اسامه طار. لا امال ايه، ما انا هحكي لك القصه. المهم تحس ان مستر جوزيه لا انت عايز تقرب ليه، بتتفرج عليه تحس ان الراجل ده دايما في دماغه حاجه، بيعلمك حاجه. قصه بقى انا واسامه، اسامه هو اللي كان قبلي مع مستر جوزيه. ايوه انا عارف، اسامه هو اللي كلمنا على فكره. كان خد قرار ان هو عايز يمشي، هيمشي من النادي يعني، عايز يشوف حته ثانيه. فقال لي انا بفكر اعمل كذا كذا كذا، ايه رايك لو هكلم مستر جوزيه عليك. المهم حصل اسامه جات له حاجه بره، جات له حاجه بره. فاتكلم اسامه، اتكلم مستر جوزيه وكده، وكان الحمد لله هو كان عنده خلفيه عني وكده. كان اسامه مشي، انا طلعت مع اسامه. اشتغلت معاه من 2005 تقريبا. من 2005 الفتره دي كلها ايمن بصراحه تحس ان انت خبره التدريب سنين كبيره قوي مع الراجل ده في كل حاجه على فكره، مش جوه الملعب. أيه. هو بره الملعب كمان شخصيه محترمه جدا، مهذب جدا، دمه خفيف جدا. في ميزه كمان نادرا ما تلاقيها هنا مع اي مدرب اجنبي. اولا بيحب المصريين قوي، والمصريين بيحبوه بطريقه مش طبيعيه، خصوصا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لحد اللحظه كنت بتكلم فيها انت دي يا ايمن، هم بيعشقوا حاجه اسمها مانويل جوزيه مهما نجيب مدرب. بس هو ذكي جدا، عرف ازاي يتعامل مع الجمهور. ما انا بقول لك، هو بس مش مصطنع. هو يعني حتى اول ولايه لي كانت لسه الامور، عارف برضو مش عارف العقليه كويس. مظبوط. اللي حصل في الولايه الثانيه بقى الموضوع اختلف تماما معاه، هو مع العلاقه بينه وبين جماهير الاهلي، علاقه بينه وبين اللعيبه، كم البطولات الكبيره اللي ما شاء الله طبعا قدر يحصل عليها مع وجود لعيبه. لكن بس انا عايز بوضح نقطه بسرعه، في لعيبه كويسه قوي، بس حضرتك لازم لعيبه كويسه وقويه جدا مع مدير فني يعرف يسيطر على الجروب ده او المجموعه دي. هو كانت عنده الحته دي ايمن، كان عادي كمان اتمرن معاه فتره، وكان بلال كمان. لا هو عنده الحته دي مش طبيعيه، ما يحسس حد ان انت الاهم عندي، انت مش مهم عندي. وجملته الشهيره لحد اللحظه دي يقول لك انا النجم عندي هو الفريق. مش النجم حد خالص. أيوه. يعني يقول لك النجم عندي الفريق، عشان أيوه. كده تحس ان كان اي 10 اي 11 بيلعبوا كله عايز يبقى كويس، كله هو النجم، كله بيأدي اقصى حاجه. طبعا سيبك من كم البطولات اللي فاز بيها ما شاء الله، انا هحكي لك حاجه بسرعه بس كده. الماتش الصفاقيس اللي كسبناه هناك 1-0 بتاع ابو تريكه، كنا في القاهره هنا تعادلنا 1-1. طبعا احنا طالعين، كنت هو وكابتن حسام وكنت انا في الجهاز طالعين، طبعا كابتن احمد ناجي خلاص البطوله انتهت، راح لهم اوضه اللبس. لا قاعدين احنا في الاوضه، واللعيبه طبعا مش شايفه ومتضايقه جدا. لقينا واحد خارج ورايح على اوضه اللبس بتاعت الصفاقيسي، اتكلم للمدير الفني مبروك، بس انا هكسبك واخد البطوله منك هناك. بيقولها عن ثقه ولا بيقولها يعني تهديد؟ لا مش بيهدد. والله العظيم ايمن زي ما بحكي لك، دخل قال لك الكلمتين دول وراح مشي. مع ان الاجواء والاجواء وفريق الصفاقيسي في الوقت ده قوي جدا. أيوة. والاجواء في تونس، انا بسخن اللعيبه ايمن، الموضوع مرعب طبعا بجد، والله العظيم الموضوع مرعب بجد يعني طبعا. سبحان الله بقى، هو قالها ثقه في نفسه وثقه في فرقته ما تعرفش، لكن هو قالها في لحظه كده بسرعه. احنا قاعدين انا واحد خارج مبروك، بس انا هكسبك واخد منك البطوله هناك. انت يعني سبحان لو قلتها لو حكيتها لحد لا استحاله طبعا. وروحنا هناك طبعا، والهدف الشهير بتاع ابو تريجا، ورجعنا بالبطوله. لكن هو راجل كان اولا عنده شخصيته قويه جدا ايمن. عنده ثقه في نفسه، عن ثقة في فرقته كويس قوي، بيعرف يزرع فيك الثقة. يعني أول ما قعد معايا كنا في معسكر في الدنمارك، كنت أول مرة أروح، قعدنا هو خالص لوحدينا كده، تسلم عليا وأنا عارفك وعارف تاريخك وكده، بس حاول طول ما أنت موجود. أنت كنت سيبك من موضوع أنك لعيب، أنت الوقت مدرب، بتقول عايز أبقى مدرب. طول ما أنت موجود في الفترة دي لازم تستفاد من كل لحظة في الملعب أو بره الملعب. ثقف نفسك وعلم نفسك وكل حاجة، خليها خبراتها تنفعك.
صحيح. فهو معاملته كمان حاجه محترمه جدا وراجل شيك في كل حاجه على فكره، حتى كان شيك في لبسه وشيك في كلامه وشيك في اكله، حتى شيك في اكله فعلا مش تهريج، ان هو ما بياكلش اي حاجه يعني، مزاجه كمان مزاجان جاوه في الاكل، بيحب حته الاسماك والحاجات دي كلها، بيطلع رحلات صيد كتير قوي على فكره على طول. فهو شخصيه تفضل على طول معاك، ما تنساهوش خالص. بقول لك كل سنه طيب ودايما كده في صحه وسعاده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه، بالتاكيد كان ليك تعاملات مع مستر مانويل، وطبعا تابعت الفترات المزدهره اللي هو حقق فيها بطولات، ويمكن زي ما الكابتن علاء انت بدات معاه من البدايه. بس كنت عايز اتكلم على حاجه في الاول كده، كابتن علاء قال لك هو مستر مانويل كبر او عجز، يعني هل المسؤوليه كمدير فني اللي بيشتغل في مجال الكوره بتعجز؟ بتنوت. انا مش شايف كده. لا بتعجز الكره اللي بتعجز ولا هو مسؤوليه المدير الفني في الملعب؟ طبعا بتعجز طبعا. عليه ضغوط جامد. طبعا. يعني هكلمك في دي سريعا قبل ما نروح لكابتن مستر مان. مفيش شك المسؤوليه كبيره جدا، خاصه على المدير الفني، لانه كل الحساب في الاخر بيقع على عاتقه. صحيح معاه جهاز معاون ويبقى ليهم ادوار كبيره جدا، صحيح في مجلس اداره، صحيح في لاعبين، صحيح كل الكلام ده، ولكن في النهايه وبالذات كمان في المنطقه العربيه ومنها مصر، الجمهور اول ما بيحاسب او الاداره هيقول لك المدير الفني. يعني ممكن الفرقه تجيد جدا يبقى اللعيبه تتصيط قوي، لما المدير الفني بيخطا او اللعيبه ما تبقاش موفقه، مش عايز اقول المدير الفني بيخطا، اقصد لما اللعيبه تكونش موفقه النتائج او النتائج يقول لك المدير الفني هو اللي غلطان وهو اللي نزل التشكيل غلط وهو اللي كان المفروض يعمل كذا. فهو المسؤوليه الاولى بتقع على المدير الفني، وعلى ذلك هو بيبقى مضغوط، خاصه وانت لاعب مسؤوليتك بتبقى في ايدك انت قوي. يعني وانت لعيب ايمن بتبقى بتدريبك بجهدك، بتنام بدري، بتعرف انت هتبقى كويس امتى، بتركز لما تكون عايز تركز، كل الادوات يعني الادوات اللي تقدر تطلع بيها امكانياتك في ايدك انت. أيوة. لكن المدير الفني بيمرن بيعمل، لكن ما يعرفش اللعيب بره ممكن يكون بيعمل ايه، ممكن ما يكونش بيريح نفسه كويس، ممكن يكون ماشي مش مظبوط، ممكن يعني امور اخرى، ملعب وحش قوي، ممكن يكون ظروف ضده مع امكانيات لعيبه مش قويه قوي، يعني في عوامل كتيره جدا ما بيبقاش هو حاكمها 100%، ولكن المسؤوليه الكبيره بتقع على على عليه هو والنتائج. ولذلك بيبقى مضغوط نفسيا. أيوة. النتائج بالذات لما تكون مش موفق فيها بتبقى مضغوط جدا من الجماهير والاداره والاعلام، فطبعا هي شغلانه صعبه. تفرق شغلانه صعبه كمدير فني الفريق كبير او فريق صغير؟ طبعا تفرق. انت يعني الفريق الكبير بيريحك في حاجات كتيره جدا، لان بتبقى امكانيات ماديه ما فيهاش مشكله، اللعيبه بتاخد مرتباتها في وقتها، ما عندكش مشاكل. دي اول نقطه بتواجهك وانت ماسك الفرق اللي هي محدوده الامكانيات في النواحي الماديه، بس بيعمل عليك ضغوط برضه في الفريق. فريق كبير انت مطالب ببطولات. ما لسه ما انا بقول لك، انا هقارن لك بين الاثنين. الفريق الكبير فيه مميزات كتيره في ايه؟ زي ما قلت لك ماديا بيبقى غالبا بيبقى ماديا بيعرف يدي حقوق اللعيبه في مواعيدها، دي بتفرق معاك كتير جدا. لان انا اتعاملت كده واتعاملت في فرق صغيره امكانيات الماديه، لانها بتقع على عليك انت في دماغك في الاخر. اللعيبه بتيجي تكلمك انت على حقوقها الماديه وعلى يعني ضغوط كمان خارج موضوع الملعب. ايوه دي نقطه. اللعيبه النادي الكبير في امكانيات لعيبه عاليه، ما انت مش هتعمل كل حاجه في الملعب طبعا. في لعيب بيبتكر حاجه من عنده بيجيب لك جون انت وانت مزنوق في وقت معين، لان امكانياته الفنيه عاليه. فكل الامور ديت بتساعدك كمدير فني. أيوة. في نادي كبير، ولكن فيها مسؤوليه انك انت مطالب ببطولات، مطالب تحقق بطولات على طول، مطالب تعمل انجازات كبيره على طول، بتتعامل مع لعيبه منتخبات ولاعيبه دوليه ولاعيبه نجوميتها عاليه، فلازم طريقه معامله معينه تعرف ازاي تسيطر عليهم. دي النواحي المختلفه عن الفرقه الصغيره. الفرقه الصغيره امكانيات الفنيه ممكن تكون اقل، امكانيات الماديه تكون اقل، فبتبقى اصعب في حاجات معينه، لكن انت مش مطالب بنتائج غير عاديه، مطالب بحدود
ظروف الفرقه اللي انت ماسكها، فهنا في الاختلاف. بالنسبه بقى لمستر مانويل طبعا كل سنه وهو طيب وربنا يديله الصحه والعمر. علاء اتكلم كتير قوي، كل اللي علاء قاله مظبوط، شخصيته قويه جدا، بيعرف يدير الماتشات كويس قوي، عنده ثقه في نفسه عاليه جدا، بيعرف يتعامل مع النجوم بطريقه كويسه جدا، بيعرف امتى يضغط اللعيبه وامتى يهزر معاهم ويبقى زي اخوهم او ابوهم، وازاي يبقى مرح في وقت معين، وبيعرف يطلع من اللعيبه كل امكانياتها، ودي مش سهله في اي مدير فني. في اقصى قدراتها يعني. اقصى قدراتها. في مدير فني بيتعامل وخلاص وبينزل الماتش والدنيا، لكن هو بيعرف ياخد من كل واحد احسن ما فيه، وامتى يضغط عليه، امتى يريحه، امتى. فتعلمنا منه حاجات كتيره جدا. طبعا انا اول بطوله كان نجوم كتير لسه باديه، اللي هي معظم منتخب الناشئين، ويمكن بلال كان معانا، اعتقد عادل كان لسه ولا كان معانا 2001 خدنا بطوله افريقيا وسوبر افريقيا والسوبر، وبعد كده كملت معاه لغايه 2004 و2005 لغايه لما على جه. وطبعا اتعلمنا منه كتير، وهو علامه في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي، فربنا يديله الصحه يعني. كابتن احمد بلال، اكيد زمالك كابتن اسامه، مستر مانويل علامه مضيئه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. طبعا مستر مانويل، عايز اقول طبعا استكمالا لكلام الكباتن، بص كان عنده ثلاث مميزات مهمين جدا بالنسبه لاي مدير فني. رقم واحد ان هو كان مدير فني قوي الشخصيه، يعني لما تتعامل مع نجوم كتير وبقى عندك سوبر ستارز كتير جدا في النادي الاهلي وتقدر تسيطر عليهم وتسيطر على اوضه اللبس، ده دليل انك انت عندك مدير فني قوي جدا، قوي الشخصيه جدا، ما بتفلتش من اوضه اللبس. ما فيش لعيب بيقدر ان هو مثلا يتمرد، ما فيش لعيب بيقدر يجي يقول لك لا انا مش لاعب، انا مزاجي مش حلو. يعني احنا شفنا وسمعنا في انديه كتيره جدا جدا ان في لعيبه بتتحكم احيانا في تشكيل الفرق، ودي حقيقه يعني ما حدش يقدر ينكرها. لكن مع مانويل جوزيه الامر كان استحاله، مش صعب، لا استحاله. هو اللي كان مسيطر بشكل كبير جدا، فارض شخصيته على الفرقه. عايز اقول لك كمان هو كان نجم، يعني بيتعامل من الجمهور كنجم مش كمدير فني بس، هو بيحط التاكتكس وبيدير الفرقه وبيحط التشكيل، لا الجمهور كان بيعتبره نجم او سوبر ستار الفرقه. دي رقم واحد. رقم اتنين، كان شخصيه ذكيه جدا، بيعرف امتى يتعامل مع اللعيبه، بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه الكبار بشكل كويس، امتى يضغط عليهم. يعني في بعض المواقف يمكن يحضرني كابتن علي وكابتن اسامه، كان اللعيبه الكبار ما بين الشوطين كان اول حد بيتكلم او اول حد بيخش فيهم او هم اول ناس بيتكلم معاهم بشكل قاسي جدا جدا جدا، عشان كل اللعيبه الباقيه تاخد عزه وتبقى رساله بالنسبه لهم. فكان دي حاجه مميزه جدا بالنسبه لمانويل جوزيه. الماتشات كان بيتعامل فيها بذكاء شديد جدا جدا. يمكن انا في ماتشات كتيره جدا، لكن انا افتكر ماتش الاتحاد كابتن علاء كابتن اسامه 2-1 هناك، وائل جمعه بيلعب راس حربه وعلاء ابراهيم وفاروق، كنا في وقت من الاوقات بنلعب خمسه راس حربه. هو عنده حته لا انا هكسب الماتش، هكسب الماتش باي طريقه باي شكل. مجازف بشكل كبير جدا، ودي برده دي حاجه تحسب لمستر مانويل جوزيه. الاهم من كده كله والنقطه الاهم ان هو كان بيحب النادي الاهلي، هو بيعتبر ان النادي الاهلي مش نادي فقط انا بديره كمدير فني او انا محترف فيه كمدير فني، هو كان بيحب النادي الاهلي جدا جدا جدا. وهو اعتبر ان نجوميه مانويل جوزيه واسمه وتاريخه جه من خلال النادي الاهلي، فكان ده الرابط اللي ما بينه وما بين النادي. الحاجه الاهم طبعا ان كان مجلس اداره موفر كل الحاجات بالنسبه للمدير الفني، ودي ساعدت على نجاح مستر مانويل جوزيه. وهو كمان بشخصيته قدر ان هو يساعد النادي الاهلي كتير جدا جدا. الاهلي كان بياخد بطولات قبل مانويل جوزيه، ودي وهياخد وخد بعد مانويل جوزيه، وهيستمر النادي الاهلي ياخد بطولات. لكن انا بكلمك على ظروف جت، كانت النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه في الوقت ده، وقدر هو بشخصيته وبتعامله مع اللعيبه ان هو يخلق تيم كبير جدا، يحصد بطولات في وقت قليل جدا. يا كابتن علاء قدر ياخد بطوله افريقيا والدوري العام والسوبر. يمكن في ناس لا دخلت النادي الاهلي مع مانويل جوزيه خدت بطولات احنا ما نعرفش اساميها، صح؟ هو بجد يعني احنا نفسنا ما نعرفش اساميها. فهو طبعا كل سنه وهو طيب، مدير فني كبير، تاريخ جوه النادي الاهلي. صحيح. كابتن عادل، يمكن تعاملاتك مع مستر مانويل ما كانتش كتيره، ولكن اكيد اتعرفت على شخصيته وخصوصا في المواقف الصعبه اللي كان بتقابل الفريق. مستر مانويل هو السبب الرئيسي. يعني انا بدايتي، يعني لعبت ماتشات في 2000 و2001 قبل ما يجي مستر مانويل، بس ماتشات دقيقه دقيقتين بدخل ال 18، ولكن كان بدايتي الحقيقه مع مستر مانويل. الكباتن طبعا لخصوا يعني وقالوا كل حاجه على مستر مانويل. مستر مانويل من اول يوم جه فرض شخصيته. شويه البرتغاليين، شعب برتغالي والمصري شويه قريبين بعض، برتغال مصر
الارجنتين البرازيل تحسهم نفس الميول ونفس الطريقه مع اختلاف الثقافات شويه ولكن نفس نوعيه الطبيعه البشريه شويه. فدي برضو من الحاجات اللي نجحته جوه مصر من اول يوم فرض شخصيته على اللعيبه الكبار. كان بدايتي مع مستر مانويل برضو في واحنا راجعين من معسكر البرتغال قبل مباراه ريال مدريد بثلاث ايام. يعني احنا رجعنا من البرتغال على مباراه ريال مدريد واحنا راجعين في الطياره كنت انا وكام لعيب قاعدين جنبه فبيقول لنا كنا صغيرين كلهم كنا لسه راجعين منتخب الشباب وقال لنا انتوا متخيلين احنا ممكن نعمل ايه مع ريال مدريد فما حدش يعني ساكتين اللي هو احنا عايزين نشوف الرد يعني قال لنا بس احنا ممكن نكسبهم فبرضه احنا مش قال لنا طب في حد فيكم بيفكر يلعب فبرضه احنا عايزين انا يعني انا واحد من الناس قاعد عايز اعرف هو عايز يقول ايه قال لنا خدوا بالكم عشان ممكن اي حد تلاقيه بيلعب في المباراه دي فعلا كان لعيبه كتير جدا صغار لعبت المباراه دي ولعيبه كبار كتير علاقتهم انتهت بالنادي الاهلي قبل من المباراه دي هو عمل جيل جديد خد بالك مع مستر مانو الاول واحد اول ولايه كان مع لعيبه صغيرين كتير جدا في الفريق يعني اللعيبه الكبار في الفرقه كانوا يتعدوا على الصوابع وليد صلاح الدين هادي خشبه خالد بيبو وائل جمعه كان لسه جاي جديد وائل جمعه كان لسه ما كانش باللعيبه الكبار الحضري برده ما كانش عنده النجوميه اللي تمتع بيها بعد كده مستر مانويل بالنسبه لي المدرب الوحيد اللي قدر يبقى نجم في مصر بعد كابتن جوهري مظبوط يعني كابتن جوهري كان نجم مزبوط. كان جيل يقول لك جيل الجوهري 90 مزبوط. جيل الجوهري 98 جوزيه مستر مانويل جوزيه عمل ده عمل النجوميه مع ان معاه حاجه صعبه جدا ان يبقى معاه عندك كم نجوم توالت على الفتره دي بركات وابو تريكه وكل الناس ومتعب وكل الناس اللي كانت موجوده بما فيهم الجهاز الجهاز اللي معاك برضو كانوا نجوم يعني النجوم الناس اللي موجودين معاك في الجهاز كلهم لعبوا وكانوا نجوم في النادي صحيح. فلما تبقى انت النجم الاوحد في وسط دول وانك تبقى انت المسيطر على الناس دي كلها يعني امر صعب جدا والكباتن شرحوه بشكل كبير جدا هو واضح وبيأثر ما عندوش فكر المدربين اللي هو يقعد يعمل حسابات لحاجه ما بيعملش حسابات لحاجه هو شايف موقف انا هتعامل على الموقف ده ما بيقعدش يحسب حسابات انا دلوقتي يعني معظم المدربين بيقعد يحسب الحسابات لو انا اتعاملت مع اللعيب الكبير ده هيبقى عامل رد فعله ازاي هو بيتعامل بعفويه شديده جدا ما كانش عندي شويه عندي جدا ما ينفعش حد يبقى كده ما ينفعش حد يبقى احنا قلنا ده كله ومش عندي هو ده عشان عندي يعني هو عندي فبيعمل الحاجات دي بس هو في حاجه هو موهوب عنده بالفطره ذكاء شديد جدا جوه الملعب عايز اقول لك ان في حاجات هو اللي بدا يشتغل يعني مستر مانويل اول واحد مسك النادي الاهلي باللي انا شفته يلعب زون في ملعبه في فاينل افريقيا احنا لعبنا كاس سوبر افريقي قعدنا اسبوع نتمرن في اسماعيليه بنلعب زون ونص الملعب ما اعرفش اعتقد بلال كان موجود معانا في 2002 في في الاسماعيليه كان معسكر في اسماعيليه فعلا في مباراه كايزر تشيفز بنلعب انا وحسام غالي عاملين نقول احنا 4-1 عاملين نقول هو احنا نلعب زوم في استاد القاهره هنلعب بالفرقه دي زوم في استاد القاهره ايوه الفرقه كان عندها كم سرعات فبالحاجات اللي معلقه معاك طول الوقت هتفضل تتعلم منه لعبنا زون وكسبنا المباراه 4 اول ربع ساعه 2-0 ومباراه فيها كم فرص مش طبيعي كان خلق للناس يعني انا واحد من الناس كنت مركز معاه انت في حاجات جديده بتتعمل احنا طول عمرنا النادي الاهلي بيلعب في استاد القاهره لازم يلعب ضاغط على فرقه لازم يلعب عليها جيم مفتوح فهو غير مفاهيم ناس كتير جدا استفدت منه كمدرب طبعا عايز اقول لك ان كل يعني مستر مانويل من الناس اللي انت لو اي حد اتعامل معاها ومركز معاه هيأثر معاه في كل حاجه في تحليل وانت بتحلل خد بالك كل واحد عنده مرجعيه لحاجه يعني وانت بتحلل عندك مرجعيه من حد انت بتثق فيه بتشتغل انت طبعا انت عندك حاجات جواك ولكن انت عندك مرجعيه من ناس من ناس اذا كنت لعيب يبقى عندك مرجعيه لعيب كبير انت شفته اذا كنت مدرب يبقى عندك مرجعيه لحد فمستر مانويل مرجعيه لناس كتير جدا في مصر وخد بالك هيبقى في جيل جديد كل الناس اللي اتمرنت مع مستر مانويل في التدريب اعتقد هيبقى فيها جزء منه. طيب نروح بقى لماتشنا النهارده ونبص على تشكيل النادي الاهلي. هيبقى محمد الشناوي في حراسه المرمى ناحيه اليمين احمد بيكهام ناحيه الشمال ايمن اشرف الاثنين اللي في القلب رامي ربيعه وبدر بنون. خط الوسط الدفاعي مكون من اثنين عمرو السولية واليو ديانج. ثلاثي الوسط الهجومي وراس الحربة هيبقى جونيور اجاييه ناحيه الشمال حسين الشحات ناحيه اليمين وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. نقول مره ثانيه
محمد الشناوي، طرفين احمد بيكهام وايمن اشرف، في القلب رامي ربيعه بدر بنون، قدامهم عمرو السوليه واليو ديانج، وعلى الاطراف خط الوسط الهجومي هيبقى ادايه وحسين الشحات، في القلب في وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. البدلاء هيبقى علي لطفي، وليد سليمان، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، صلاح محسن، سعد سمير. قبل ما نتكلم عن التشكيل تعالوا نروح نشوف مشوار الفرقتين في دور المجموعات. ماشي كابتن علاء، يمكن من قبل المباراة الموضوع محسوم، حتى الترتيب محسوم، سيمبا في المركز الأول، النادي الأهلي في المركز الثاني، ولكن مباراة النهاردة مباراة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي. ومشوار الفريقين معانا هو كابتن على الشاشة. كل فريق لعب 5 مباريات، النادي الأهلي كسب 2، سيمبا كسب 4، الهزيمة مرة واحدة النادي الأهلي، سيمبا ما اتغلبش لحد دلوقتي، ويمكن ده الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش لحد النهارده. ان شاء الله يبقى النهارده اول خساره. تعادل النادي الاهلي 2، سيمبا مره. النادي الاهلي صاحب اقوى خط هجوم في المجموعه، جاب 10 تجوال عليه 9، والنادي الاهلي عليه النادي الاهلي جاب 10، سيمبا جاب 9، النادي الاهلي عليه 5 اهداف، وسيمبا صاحب اقوى خط دفاع عليه هدف واحد. طب قبل ما نخش المباراه بس بسرعه كده، عايز اقول لايمن اشرف كل سنه طيب، كمان عيد ميلاده النهارده. صحيح، انت قلت في المقدمه، وده كمان حاجه من اللعيبه المحترمه جدا وراجل جدا، وتحس ان هو عارف انت بتقول ده فعلا، ده لعيب فعلا متربي في النادي الاهلي. ده على ايمن حاجه محترمه جدا، حتى ما مشي من نادي ايمن راح وشاف تجربه ثانيه وكده ورجع، تحس ان هو راجع قوي جدا. صحيح، في كل مباراه يمكن لعيب الكره الوحيد اللي دايما تلاقيه في مستوى عالي قوي، يا اما تلاقي مستوى المعقول، لكن مش وحش، مش واقع خالص. يعني هو دايما بيأدي ودايما عايز موجود. فكل سنه وانت طيب يا ايمن، النهارده ان شاء الله يبقى يوم النهارده جميل زي ما كنت بتكلم دلوقتي، ويبقى اول هزيمه لسيمبا النهارده باذن الله. يعني من التشكيل واضح ان مستر موسيماني بالتشكيل العادي بتاع النادي الاهلي، اللي هو زي دايما النادي الاهلي كله نجوم ما شاء الله، فاي تشكيل بيبقى موجود فيه كلهم نجوم ولهم قادرين النهارده ينفذوا فكر مستر موسيماني. وان شاء الله النهارده حاجتين النهارده مهمين ايمن، بس هو دي يمكن صعوبه المباراه، ان شاء الله تكسب واداء يبقى حلو، اداء مقنع، هو ده اللي احنا عايزينه النهارده، اداء يبقى اداء قوي. شخص عارف النهارده انت، يعني انا بتخيل كده بدايه المباراه شخصيتك تبقى باينه من اول دقيقه. ايوه، الانياب الهجوميه بتاعتك تبقى باينه، شخصيه النادي الاهلي باينه، الفروق تبقى باينه كويس قوي بين سيمبا او اي فريق بيلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي، ان فروق كبير جدا جدا جدا. ده اللي بتمناه النهارده ان شاء الله، ان شاء الله يبقى مكسب كويس واداء كويس. التشكيل 4-2-3-1 الطريقه الطبيعيه بتاع مستر موسيماني، جونيور وحسين شحات على الاطراف النهارده، حسين بادئ من الاول، بتمنى ان شاء الله كل التوفيق، وزي ما كان محمد مجدي الطريقه العاديه بتاعته رقم 10، ودايما بيبقى راس حربه ثاني مع محمد شريف او تحت محمد شريف، ايمن اشرف ناحيه الشمال، و احمد رمضان ناحيه اليمين، وفضل يريح محمد هاني خالص، لان محمد هاني موجد الفتره اللي فاتت دي كتير جدا، ودي كانت حاجه كويسه مستر موسيماني. عشان كده بقول لك النهارده يمكن رامي ربيع النهارده بقول له الحمد لله استلامه فتره كبيره، لكن ان شاء الله اتمنى له التوفيق النهارده. لكن التشكيل عادي، يعني المجموعه دي لعبت مع بعض قبل كده، المجموعه مش غريبه على بعض. محمد شريف راس حربه وحيد النهارده، وهو بيجيد في المكان ده كويس قوي. محمد شريف في حاجتين حلوين قوي، ما بيلعب على الطرف بيلعب راس حربه، الاثنين بيجيلهم كويس قوي. النهارده ممكن هتلاقي راس حربه ثاني جونيور اجاييه كتير قوي تحت محمد شريف ومحمد مجدي، بس شحات هيبدا دايما شغله مع احمد رمضان. اللي انا بتمناه النهارده بقول لك كايمن، من اول ثانيه، من اول دقيقه تبان شخصيتك، تبان انك انت عايز تخلص المباراه بنتيجه كويسه وشكل كويس، لانك انت الاحق دايما تبقى على راس المجموعه في اي بطوله انت بتدخلها. لكن هي مباراه مش سهله، انك بتلعب فريق منظم قوي عنده عناصر كويسه، لو شفت الاحصائيات بتتكلم عليه خط دفاعهم واضح، خط دفاع كويس محترم جدا، اقل فريق دخل فيه اهداف، فده بيديك يعني عارف ايه
منظر المباراه النهارده انك بتلعب فريق محترم منظم. كويس جدا منظم كويس قوي عنده لعيبه كويسه بيعرفوا يتحكموا في ريتم المباراه لو سبت مساحات ووقت كده ممكن تتعب معاهم وبيعرفوا يجيبوا جول بيعرفوا يجيبوا جول طبعا كويس جدا عشان بيلاقوا هم لعيبه كويسه ايمن لعيب كويس لو سبت له وقت ومساحه هيضايقك عشان هم عشان كده بقول لك لعيبه كويسه قوي صحيح. حتى واخدين المباراه بجديه جامده جدا ايمن يعني هم يمكن اخر تمرين عم بيتمرنوا لا تحس ان الفريق مركز كويس قوي تصريحات حتى رئيس النادي تحس انها تصريحات انا عايز اكسب انا لحق بالبطوله انا عايز افوز بالبطوله رئيس النادي صالح صرح النهارده مش عايز يكسب لا قالك انا هفوز بالبطوله يعني عايز يعدي كل المراحل دي فانت دايما بس اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي اكيد مين يتكلم وحش عن النادي الاهلي الموضوع ده منتهي تماما لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي مفيش حد يقدر يتكلم وحش عن النادي الاهلي غير بقى واحد حد مغيب يعني لكن الحد الطبيعي النادي الاهلي في حته ثانيه خالص لكن النهارده كلام عن المباراه لا المباراه مش سهله فريق اول مجموعه لكن مركزين كويس قوي الرئيس النادي بتاعهم بيتكلم على ان عايز ياخد بطوله وده من حقه طبعا اللعيبه كلها مركزه عشان كده بقول لك النهارده مباراه مش سهله لازم النهارده تركيز لعيبه النادي الاهلي يبقى قوي جدا 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 ورساله كده ان انا تاني للمجموعه لكن انا النادي الاهلي صحيح. والبطوله ان شاء الله تبقى العشرة ان شاء الله السنه دي باذن الله ربنا ان شاء الله كابتن سامع يمكن كابتن علاء قال لك ان المكسب النهارده برضو رساله للفرق الثانيه انت داخل على بعد كده على موقع صعب سواء الترجي او الوداد او سان داونز ولكن كل مدير فني بيبقى ليه اهداف من المباراه اللي بياخدها ايه اهداف مستر موسيماني النهارده بجانب الفوز الفوز هيبقى فيه فوز معنوي طبعا طبعا نمره واحد يرجع الاداء الكويس في مباراه المريخ النادي الاهلي واحده من المباريات السيئه يعني في اداء النادي الاهلي صحيح كل فريق بيجي له وقت الفرقه ما بتبقاش بتادي بشكل كويس لكن في النهايه تعادلنا فنمره واحد هو عايز استعادة الثقة في الأداء، أداء إن الأداء يبقى شكله كويس مع إن شاء الله الفوز يعني بس الأداء يبقى مقنع ويحسس اللعيبة إنه الحالة وبعدين هما كمان كسبونا في تنزانيا فأنت برضو عايز تعمل أداء كويس ومكسب دي طبعا من الأهداف إنه يجرب بعض اللعيبة اللي شايفين مثلا في التشكيل رامي ربيعة بقاله فترة ما بيلعبش النهارده ياسر ابراهيم مش موجود بيكام بقاله فتره هاني مش موجود بس ممكن يكون مجبر على بعض التغييرات دي يا كابتن اسامه بسبب الاصابات والاجهاد لا في وقت مش مجبر لانه في لعيبه ممكن مروان مثلا قاعد بره كان ممكن يبدا بمروان زي ما ابتدى الماتشين الاخرانيين النهارده بيرجع حسين الشحات في الجانب اليمين وبيلعب شريف قدام كان الماتش اللي فات بيلعب بالاثنين وقفشه ناحيه اليمين اللي هو 4-2 تقريبا النهارده رجع حسين الشحات بياخد الجنب اليمين قوي لكن طبعا هيكمل هو جاي تحت شريف بيجرب بعض اللعيبه زي ما قلت لك رامي ربيعه بيكام بيدي فرصه انه اللعيبه تريح حتى اللي هو مش مصاب ممكن ما بقاش مصاب مجهد شويه بريح حد فده برده من اهدافه انه وده برده مش دور مستر موسيماني بس مستر موسيماني ادى الفرصه لرامي لبيكام حسين كان بقاله ماتشين ثلاثه قعدوا لعب هم كمان عليهم دور ان يثبتوا انه يقدروا يحتلوا كل واحد المكانه في ال11 اللي بيبتدوا اللقاء فدي من اهدافه بجانب الاداء الجيد انه يشوف بعض اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش من الاهداف ايضا واعتقد دي برضو هتبقى مع الوقت لو انت كسبت بوضوح ممكن جدا تلاقي ناس كانت بقى لها فتره زي اكرم توفيق مثلا ممكن تلاقي ليه دور النهارده ممكن تلاقي سعد الدين سمير يدي له جزء من اللقاء دي اهداف انه يدخل بعض العناصر لانك ممكن اصابات تحصل في اي وقت بالنسبه للفرقه النهارده وتشكيلها اعتقد مفيش خوف على حاجه النهارده انت كده كده تاني كسبت تاني تعادلت تاني لا قدر الله خسرت تاني فلازم يبقى في جرأه وتحرر من اللعيبه ولذلك اعتقد ان النادي الاهلي النهارده هتلاقي لعيبه منتشيه هتلاقي لعيبه بتحاول تجيب اجوان لانه ما عليهوش ضغوط عصبيه ان الماتش ده محتاجه قوي انه هيوصلوا لحاجه هو احنا بنتكلم على اداء حلو ومكسب
لكن حتى لو ما كسبتش انت مش مضغوط يعني مش مستني انك انت لازم تتعادل عشان توصل ولا انك تكسب عشان توصل، ما لهمش ضغوط. يمكن انت كلمت كابتن اسامه على مستر موسيماني. مستر موسيماني كمان معانا احصائيات للمشوار الافريقي مع النادي الاهلي معانا على الشاشه. يمكن عدد الماتشات 10، كسب 7، تعادل 2، خساره الوحيده كانت امام سيمبا، ودي تعتبر يعني ده يعتبر معدل كويس. ليه 22 جول عليه 7 وشباك نظيفه في 5 مباريات. يعني المعدل جيد طبعا، والدليل على كده انك وصلت للدور الثاني قبل الماتش الاخير. يعني قبل الماتش الاخير انت وسيمبا واصل. فمعدل يعتبر جيد، ولكن احنا قلنا بس في ماتش سيمبا اللي هناك اللي هو اتغلبنا فيه 1-0 وماتش المريخ اللي هو 2-2 الاخير، الاداء ما كانش في ما كناش في احسن حالاتنا. فالجمهور والاداره والنقاد وكلنا وحتى هو مستر موسيماني عايزين نحس النهارده ان النادي الاهلي زي ما حصل على البطوله اللي فاتت، ان النهارده بيدي رساله للفرق كلها ان النادي الاهلي هو نمره واحد في افريقيا، وان هو اداؤه مش معنى انه يهتز مباراه ولا حاجه انه ده مش الطبيعي. الطبيعي انه اداؤه جيد، الطبيعي انه يقدر يكسب. فانا اعتقد انه النهارده فرصه جيده للعيبه ان هم ما لهمش ضغوط، ان شاء الله يحققوا النتيجه والاداء ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي، وهل فوجئت بوجود حد في التشكيل بصراحه؟ لا بص انا هقول لك لا بص انا هقول لك وجهه نظري يعني ماشي. او هقول لك اهميه الماتش الاول وبعدين اقول لك وجهه نظري ماشي. يعني انت دايما كل مباراه بتلعبها بيبقى ليها اهميه بالنسبه لك زي ما انت قلت، والكباتن قالوا حاجه مهمه جدا ان المباراه دي مش فارقه مع النادي الاهلي كتير. تمام، يفرق مع النادي الاهلي ان اللعيبه النهارده تطلع سليمه طبعا. انت عندنا انت النهارده بنعاني مشاكل من الاصابات، علي معلول مش موجود، محمد هاني عنده بعض المشاكل، بتلعب بسنتر باك عملت بتجرب في 1-2-3 بتحط ايمن اشرف ناحيه الشمال عشان عندك مشكله. اللعيبه اللي موجوده بره سواء اذا كان رامي ربيعه او سعد سمير راجعين من الاصابه، فمشكلتك النهارده في المباراه انك لازم تخرج سليم ان شاء الله. يعني اللعيبه لان الماتش اللي جاي قريب، مباراه النوك اوت بتبقى مباراه صعبه جدا، محتاج تبقى كل اللعيبه فت يعني بدرجه كبيره جدا جدا. فاهم حاجه النهارده انا من وجهه نظري ان اللعيبه في الماتش النهارده يخرجوا ان شاء الله سلام، يبقى ما فيش اي مشاكل خالص في من ناحيه الاصابات. الناحيه الثانيه سيمبا فريق كويس، فريق محترم، لكنه بره ملعبه ما لعبش الى الان فرقه كبيره. النهارده اول مباراه بالنسبه لسيمبا هيلاعب فرقه كبيره خارج ملعبه. انت بتتكلم المريخ برده فرقه امكانياتها وقدراتها برده يعني محدوده. مباراتك معاهم هناك انت خلاص رايح وعارف ان لو سيمبا كسب فيتا كلوب الناحيه الثانيه خلاص الامر محسوم، حتى لو انت كنت اتغلبت برده من المريخ. تمام، فانت النهارده سيمبا بره ملعبه ما لعبش فرقه كبيره، اول مباراه بالنسبه له او اول مقياس بالنسبه له في دوري المجموعات هو مباراته مع النادي الاهلي. هو الاول دي حاجه ما نقدرش ان احنا ننكرها، ولكن كونه انه هيلاعب النادي الاهلي في استاد القاهره دي مباراه لها حسابات مختلفه تماما. لعيبه النادي الاهلي داخل استاد القاهره وقت الاحتياج اعتقد بيكونوا موجودين في التوقيت المطلوب وبيكونوا موجودين بالاداء المطلوب. احنا افتقدنا فقط حاجتين مهمين جدا في دوري، هتكلم على الدوري المواد بشكل عام. افتقدنا مع بيتا كلوب التوفيق مش الاداء. انت الاداء كان جيد جدا من وجهه نظري. انت في بيتا كلوب ضيعت تقريبا 8 اهداف محققه بنسبه 99%. 8 اهداف محققه يعني كان ممكن المباراه دي تخرج من 2-2 ل 8-2 او مثلا 7-2 على الاقل. فكنت النهارده هتروح للمباراه وانت بتلعب على اول وتاني مستريح جدا، وفرقه جايه لك على ملعبك، ملعب كبير، انت النادي الاهلي هتبقى قلقانه منك برده. فانت النهارده افتقدت حته التوفيق. الحاجه الثانيه دايما لما بتكون انت حاسس ان الامور محسومه بالنسبه لك حته الروح بتقل شويه، وده اللي حصل في مباراه المريخ هناك. ان انت المباراه انت نازل من المباراه عايز تكسب وكل حاجه وعايز تأدي اداء كويس، بس ساعات طالما انت بتبقى اللعيبه النتائج بالنسبه لها بتبقى الى حد كبير معروفه بتعمل عمليه شويه هبوط في المستوى شويه. فلعيبه النادي الاهلي السبيريت ما كانتش موجوده في مباراه المريخ، عشان كده طلعنا بالنتيجه دي وطلعنا بالاداء ده. ولكن بشخصيه النادي الاهلي قدرت انت تتعادل، ما خرجتش من مباراه مغلوب 3-4. اي فرقه ثانيه مكان النادي الاهلي في الحته دي كان ممكن يبقى في 5 أو 6 اي فرقه ثانيه، وفي فرقه كبيره حصل فيها الكلام ده. لكن كون ان انت بتستعيد شخصيتك في بعض الاوقات الاوقات المهمه من المباراه بتوصلك ان انت بدل ما تخرج مغلوب من المريخ ويبقى شكلك وحش نتيجه واداء، لا خلاص الشكل الاداء وحش ولكن النتيجه بالنسبه لك معقوله الى حد ما.
تشكيل النهارده يعني تشكيل مجبر عليه موسيماني من وجهه نظر الشخصيه، يعني النهارده احمد بيه كان بيلعب، حسين الشحات موجود، مفاجاه طبعا ان رامي ربيعه يكون موجود النهارده في التشكيل بعد غياب كبير جدا جدا جدا. بس يعني لما تيجي تبص من بره مفيش غير سعد سمير، رامي الاقرب من سعد سمير لما تيجي تعمل توازن يعني. هو راجل مجبر على التشكيل ده، بس انا في يعني جزء كبير من اللعيبه لعب، وفي انسجام اعتقد موجود. جونيور اجاي ومجدي قفشه وحسين الشحات لعب المباراه اللي فاتت مع محمد شريف، اعتقد ممكن يعملوا توليفه كويسه النهارده، اعتقد هيبقى في سرعات للنادي الاهلي في الحته اللي قدام. حط مروان محسن على دكه الولايه، والنهارده بيلعب بمحمد شريف لوحده، عايز يعتمد على السرعات. ملعب استاد القاهره كبير، فرصه ان قفشه يشتغل استاد ويوس سوري قصدي الملعب هنا كبير، يعني الملعب هنا مفتوح، مساحه واسعه يقدر يشتغل محمد شريف بشكل كويس جدا. عادل يمكن قال حاجه على المانو جيزي كانت مهمه جدا، حته ان انا ازاي اكيف نفسي على المباراه واداء الفرق اللي قدامي. النهارده كل معظم او كل فرق افريقيه، معظم الفرق الافريقيه عندها مشكله في الحاجات اللي بتتلعب في ظهرها. النهارده عندك سرعات في حسين الشحات، محمد شريف، جونيور اجاي عنده برضه سرعات، يقدر قفشه يستغل السرعات الموجوده في الثلاث لعيبه اللي قدام، نقدر نوصل بسرعه للمرمى. حته ان انت تشتغل لمسه ولعبه وابتدي تشتغل على الاستحواذ ممكن النهارده تبقى صعبه شويه، في ظل ان ممكن فرقه سامبا يشتغلوا بالتكتل الدفاع او يلعبوا زون ديفنس او دفاع من نص ملعب، فتقدر تضربهم في الكرات المرتده السريعه زي ما عملت قبل كده، او زي ما عملت بره ملعبك قبل كده مع فيتا كلوب، وقدرت تستغل السرعات اللي موجوده عند اللعيبه عندك. فانا شايف ان التشكيل بالنسبه لي جيد. ضغط النادي الاهلي على سيمبا ممكن يديهم درس كمان النهارده، ويعرفوا ان النادي الاهلي نادي كبير، وان فعلا دي اول مباراه لسيمبا بره ملعبه بيلعب خصم تقيل، خصم كبير زي النادي الاهلي. الاهلي اعتقد من وجهه نظري ان المباراه ممكن تبقى سهله عليه النهارده باحراز هدف من اول المباراه. مش عايزين فكره ان كل مباراه تتعطل بعدم التوفيق او بسوء استغلال الفرص، لان دي مشكله النادي الاهلي في الماتشات الكبيره اللي فاتت او الكتير قوي اللي فاتت، ان انت بتضيع فرصه الثانيه الثالثه الفرقه اللي قدامك بتكتسب ثقه، فجاه ممكن تلاقي نفسك اتضربت بهدف، تحس ان انت دخلت في موضوع كبير تاني. فانا اتمنى التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده، خاصه في الشق الامامي. لعيبه جيده، امكانيات جيده، لعيبه سجلت اهداف. محمد شريف ما شاء الله ماشي بشكل كويس قوي قوي قوي، يعني اعتقد معنوياته عاليه جدا. الترابط اللي بينه وبين مجدي قفشه موجود، وموجود بشكل كبير. لو استغلوا الحته دي النهارده الاهلي اعتقد في الحته الهجوميه هيقدر يوصل كتير قوي، ويقدر يسجل اهداف باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، في ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده ازاي بيفكر مستر موسيماني؟ يمكن كابتن احمد بلال اتكلم على ان هيبقى في مساحات النهارده في دفاعات سيمبا، والكور الطوليه السريعه مهمه جدا جدا النهارده، لان عندنا سرعات قدام، عندنا حسين الشحات، عندنا محمد شريف، احيانا بيبقى عندنا جونيور اجاي. مين المسؤول عن الكرات السريعه المرتده يعني بصفه اساسيه؟ هل عمرو السوليه واليو ديانج كبدايه، ولا محمد مجدي قفشه بينزل يستلم ويلعب الاثنين دول في المساحات الخاليه؟ طيب هنقسم نشتغل على التشكيل اول. طبعا التشكيل تشكيل جيد جدا، ولكن انا كان وجهه نظري ان كان في ممكن يبقى راح بعض اللعيبه، لان في مباريات متتاليه صعبه الفتره اللي جايه كلها صعبه. خلينا نتفق النهارده ان المباراه في ضغوط، في ضغوط على الفرقه، الناس كلها بتتكلم بعد المباريات اللي فاتت ان الاداء مش كويس، وده بيسبب ضغوط. النهارده اهم حاجه لازم تتعمل مع الفريق ان انا لازم ارفع الضغط عن فرقتي، لازم ارفع الضغط. ان هو على الورق ان المباراه مش نتيجتها مش 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 مهمه قوي، ولكن الاداء مهم النهارده، فبالتالي ده هيعمل ضغط شويه على لعيبه الاهلي. كمدير فني، انا كمدير فني كنت ممكن ارفع الضغط اكتر ان انا ادخل عناصر جديده، وده مهم جدا ان انا اعمل دوافع جديده، لازم اعمل روتيشن مع اللعيبه. وخد بالك دي نقطه من النقط اللي بترفع الضغط على المدير الفني. لما العب فول تيم ولا قدر الله يحصل حاجه بتبقى الامور مختلفه، لان انا لو دخلت عناصر جديده عندي حاجتين، ها عندي دوافع جديده دخلت الفريق، ولاعيبه كويسه، لعيبه مش بعيد. يعني انا كنت اتمنى ان واحد من السوليه وديانج يبقى موجود، يريح، يبقى موجود على دكه البدلاء، ويدخل اكرم مكان حد فيهم. ايمن اشرف مجبر، لان انت المنطقه دي كلها يعني في اصابات كتير فيها، فانت مجبر انك تلعب بايمن اشرف. هاني ريح خلاص. اجايي برضو نفس الشيء، انا كنت شايف برضو ان اجايي اخد كم دقايق كتير جدا الفتره اللي فاتت، كان ممكن يريح، ودي حاجه برضو هتعمل استعاده شفاء اكتر لاجايي. ممكن المباريات الكتير ممكن انا بكون بفكر ان انا ادي لعيبه كتير عشان تفوق نفسها، ولكن بالعكس ممكن يكون لما ابعده اكتر عن المباريات بشكل يعني قليل، يعني ممكن اديله 30 دقيقه، اديله 25 دقيقه، اديله شوط يبقى بعيد وياخد شوط، ممكن كانت تفرق اكتر. كنت انا اتمنى ده النهارده يتعمل النهارده، ولكن طبعا مستر موسيماني هو ادرى طبعا بالفرقه، ودايما المحلل بيبقى كلام حلو وكل حاجه، ولكن هو مش عايش الموقف بشكل جيد.
بالنسبه للجزء الثاني بتاع الكرات الطويله، اعتقد النهارده الكرات الطويله هتبقى شويه فيها صعوبه، لان النهارده فرقه سيمبا ممكن تلعبك زون، والزون هتبقى انت عندك الكره كتير، هيبقى عندك استحواذ كتير. فانا النهارده شايف ومع فرقه سيمبا في الماتشات اللي فاتت كلها، كل فرص الخطره اللي على فرقه سيمبا ما كانتش في ظهرهم بس، كانت الكره العرضيه. فرقه سيمبا ضعاف جدا في الكره العرضيه، حارس المرمى جيد ولكن مش بالطول الفارغ اللي هو ممكن يطلع يخليه ياخد كل كوره. فرقه سيمبا عندها مشاكل في الكره العرضيه اللي في ظهر المدافعين، الكره العرضيه اللي بعيده مش القريبه، البعيده. في المباراه الاولانيه مع الاهلي احنا ضيعنا كتير جدا، مباراه فيتا كلوب ضيعوا فرص كتير جدا، جات لهم فرص كتير جدا. المريخ نفس الشيء، هو ده النهارده ممكن تلاقيه اكتر، لان الفرقه هتلاقيها بتلعب زون من بدري. انت عارف بالمناسبه انت بتقول ضيعوا كتير ووصلوا كتير، انت عارف هم من اكتر الفرق اللي عملت عرضيات، يعني مثلا هم من ناحيه اليمين عاملين 18 تقريبا او 17 عرضيه، والناحيه الثانيه عاملين 8، وعلى فكره من الكام و20 عرضيه دي سواء يمين او شمال ما جابوش منها غير هدف واحد بس النواحي الهجوميه. بس دي تحسب لهم، فريق زي سيمبا خلينا برضو نتفق ان فرقه سيمبا هي مش فرقه كبيره جدا، ولكن عندهم العناصر الاساسيه اللي تنجح اي فرقه تقدر تلعب مباراه كويسه. عندهم مهاره، عندهم سرعات، عندهم المهاره، عندهم بشكل جيد لعيبه نص ملعب، عندهم كرتهم كويسه، مهاجمين كرتهم كويسه، حتى المدافعين بيسلموا كره بشكل كويس مقبول، يعني عندهم اساسيات الكوره، ولكن معظم اهدافهم من القلب، من القلب وسرعات، حاجات كلها بالزبط. في ظهر الديفنس بالزبط. وفي عرضيات، خد بالك العرضيات مش لازم عرضيه بالراس، ولكن لو جيت اتفرجت على مباراه المريخ هتلاقي ان هم سجلوا 3 اهداف من حاجات باك باس. الباك باس ده برده ممكن يتحسب برده، مش لازم يبقى العرضيه فوق. فالنهارده اعتقد المباراه كتير مش الحاجات اللي في ظهر المدافعين اللي فيها سرعات ممكن ما تبقاش كتير النهارده، ان هم ممكن يلعبوا ديب اكتر، ممكن يلعبوا تحت شويه، يلعبوا في ال 30 متر او ال 40 متر الاخيره للنادي في ملعبهم. فاعتقد السرعات هتبقى موجوده لو انت بتلعب هجمه مرتده، ولكن في الهجمات المنظمه او في تحضير او انت بتعمل استحواذ هيبقى الاكتر شغل عرضيات. وانا شايف ان الفرقه دي مهم جدا اشتغل عليها ده كتير، ان هم مش مميزين في العرضيات. نقطه ثانيه في التشكيل كويسه جيده، لو لعبنا بالشكل ده، لو لعبنا 4-2-3-1 طيب مش قفشه بره. طيب انت اتكلمت على العرضيات، عشان كده هو ملعب ايمن اشرف ناحيه الشمال النهارده؟ لا هو مجبر، خلينا نتفق ايمن اشرف مفيش حد، علي مش موجود ووحيد مش موجود، فايمن انت مجبر يعني، بس هيكون ليه دور هجومي اكيد النهارده، اكيد هيكون ليه دور هجومي، ولكن مش زي علي ومش زي ولكن الكوره اللي هيزيد فيها محتاج ان هو يشتغلها بشكل كويس. بيكهام برضو نفس الموضوع، لازم يشتغل بشكل كويس. النقطة الثانية في الأربعة 4-2-3-1 لما تكون الدنيا ملخبطة شوية أو الدنيا مش أحسن حاجة لازم أرجع للأساس، وده لو أتمنى إن هو يكون النهاردة لو 4-2-3 على الورق ما تبقاش زي المباراة اللي فاتت، المباراة اللي فاتت احنا لعبنا 4-4-2 وكانت الدنيا مش أحسن حاجة، كانت الدنيا ملخبطة شوية. فالكويس في الحاجة الجيدة النهاردة مستر موسيماني إن هو رجع للأساس، الأساس إن أنا ألعب بالناس عادية، حسين أجاي أو أي حد ناحية اليمين والشمال، هلعب برقم 10. المباراه الاولانيه برضو احنا كان عندنا مشكله ان احنا ما كناش بنلعب برقم 10، احنا كنا بنلعب 4-3-3، فكان برضو شويه الاستحواذ اخده فرقه سيمبا، لان هم ما كانش عندنا رقم 10، ما كانش في عندنا حلقه وصل بين نص الملعب وراس الحرب. فان شاء الله يعني التشكيل جيد، ولكن نتمنى ان احنا كمان الاداء يبقى حلقه جيد. الوصل انت اتكلمت عنها في الحالات اللي هي الهجوميه اول ما نستلم الكوره، دي مسؤوليه عمرو السوليه وايو ديانج في البدايه الاثنين لازم قفشه، ومش السوليه بس، خد بالك ممكن مدافعين ومن البدر ورامي او الباكات، انك تعمل الباص اللي بين الخطوط، الباص اللي بين الخطوط ده المسؤول عنه رقم 1 اللي بيمرر، والمسؤول عنه رقم 2 اللعيب اللي بيظهر اذا كان قفشه او اذا كان اجايله لما بيدخل لجوه الملعب، او حسين الشحات او حتى لمحمد شريف. فدي نقطه مسؤول منها عنها ناس كتير، بس مش قفشه، لكن احسنهم ان هو بيستلم بظهره وبين الخطوط كويس هو قفشه. طيب هنطلع نشوف تقرير عن المباراه، ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظروا. يلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في 9 مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي ويا السلام، ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها المارد الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المريخ الأخيرة. وقام موسيماني بتحفيظ لاعبيه عددا من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لاعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة. كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الخلف، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، لا سيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس. في المقابل يسعى فريق سيمبا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بدور المجموعات، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، معتمدا على الجماعية التي يتميز بها والروح العالية لدى لاعبيه. وأعد الجهاز الفني لفريق سيمبا لاعبيه لمباراة اليوم بشكل جيد على المستوى الفني والنفسي من خلال الوصول إلى القاهرة قبل 48 ساعة من موعد المباراة والتجهيز للمباراة من أجل تقديم مستوى جيد والتأكيد على أنه فريق قوي ويستحق احترام الجميع. ورسالة لجميع الفرق بأنه ينوي الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وجالنا دلوقتي تشكيل سيمبا. ويمكن على الورق سيمبا واضح أنه بيلعب 4-4-2. تشكيل سيمبا هيبقى إيشي مانويلا حراسة المرمى، طرفين محمد حسين وسالوم كابومبي، 2 اللي في القلب أشينج أونيانجو وواوا باسكال، 4 نص الملعب لويس ميكسويني اللي هو جاب فينا الجول المباراة اللي فاتت، جوناس ماكودي، إدوارد نيوني، كلاتوس ساما، 2 اللي في القلب راسين الحربة بقى اللي قدام ميدي ورالي بواليا. إيه ده بواليا غابنا عندنا بيلعب هناك. مرة تانية هيبقى إيشي مانويلا، محمد حسين وسالوم كابومبي على الأطراف، في القلب شينج أونيانجو وواوا باسكال، قدام لويس، جوناس ماكودي، إدوارد نيوني، كلاتوس شاما، دول رباعي نص الملعب، والاثنين مهاجمين اللي قدام ميدي ورالي بواليا. كابتن علاء، التشكيلة 4-4-2 هل هيلعب بتحفظ ولا هيفاجئ النادي الاهلي ان هو هيضغط عليهم من قدام؟ بص يا ايمن، الظروف المجموعه وطبيعه الكلام عن الماتش نفسها ديك احساس ان هو مش تحفظ، ممكن يفاجئك ان هو يضغط عليك من قدام 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يرجع يلعب مثلا زون زي ما كنا بنتكلم، او يكمل ضغطه عليك. وهو يعني الاقرب ان هو يضغط عليك من الاول، يعني مش يعني هو من بدايه الماتش. هو ممكن المدير الفني دايما بيرسم سيناريو كده، انا هضغط رساله كده، هضغط على النادي الاهلي في الاول. بص يا ايمن، النهارده المباراه فيها ميزه حلوه قوي، مفيش ضغوطات في المباراه، الامور محسومه تماما، هي بس انك النادي الاهلي بيدور على مش يعني نقول رد اعتبار عشان الفريق الوحيد اللي كسبه، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك يعني يرجع الاداء الحلو ويصالح الجمهور ويطمن الجمهور. عشان كده المباراه النهارده لما تيجي تخيلها كده تحس ان هي مباراه تبقى مباراه كره حلوه. أيوة. فريقين طبعا كبار جدا، النادي الاهلي فريق كبير عظيم مش كبير، وسيمبا فريق اول المجموعه، عنده مجموعه لعيبه كويسه، ما فيش اي حاجه خاسره النهارده خالص، عايز برضه يقول لك لا انا ما كسبش النادي الاهلي الصدفه. أيوة. هي ده تفكير كل واحد بيفكر ايمن. وانت بس بتقرا الكلام في الورق، ان هو النهارده ممكن يقول لك انا مش صدفه انا كسبت النادي الاهلي، انا ممكن اكرر النهارده مكسب تاني. وهو وجهه نظره، ودايما اي مدير فني او اي فريق هو ليه حق ان هو يحلم ان هو يكسب، خصوصا لما يكسب النادي الاهلي بالنسبه له بتفضل في تاريخه لما شاء الله يعني. عشان النهارده المباراه اثنين مدربين فنيين، واحد انا متاكد هيضغط عليك من الاول ومش هيكمل، ممكن ما يكملش ضغط بس الشكل العام كده. ولو لعب 4-4-2 زي ما هي مرسومه كده على الورق، احنا دايما بنتكلم على الورق اللي قدامنا زي ما كان عادل بيتكلم على طريقه مستر موسيماني اللي هو 4-2-3-1، هيحاول يقفل الجناب كويس قوي وعارف خطوره الاطراف عندك
اذا كان ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، خصوصا الثلث الهجومي بتاعك ان عندك سرعات كويسه قوي، كان بيتكلم بلال عنها، جونو اجايه وحسين الشحات ومحمد مجدي ومحمد شريف بيعرفوا يعملوا خطوره كويسه. هو اكيد عامل حساب للرباعي الهجومي بتاعك، عشان كده لاعب النهارده بيحاول يقفل نص الملعب، لان الكره دايما انا مش عشان ادافع العب مدافعين كتير، لا المفروض ادافع من اول خط، اول خط دفاع هم الاثنين راس حربه، وتبدا بعد كده نص الملعب الى انت تبقى ترجع للاربعه المدافعين. لكن هو مش خسران حاجه النهارده، هو عايز يلعب مباراه النهارده 90 دقيقه، ما عندوش اي مشاكل، ما فيش ضغوطات، عايز ممكن يهاجم النادي الاهلي النهارده في بدايه المباراه، ويعني لو هاجم النادي الاهلي النهارده هتبقى عنده مشكله. دايما تستغل الفريق بهجمك اسهل من فريق بيدافع عليك بنظام. يعني دايما بقول الفرقه زي سيمبا دي لما يهاجمني الهجمه مرتده او لما اقطع كوره انا العب كويس قوي على المناطق اللي هي عنده مشكله فيها، المناطق اللي دايما في سرحان فيها، ودايما مع احترام كل الفرق الافريقيه هم عندهم مشاكل في دي، غير كمان الكوره العرضيه اللي اتكلم عليها عادل، وما عندهم مشاكل كمان في الاختراق من العمق نفسه. بس عشان تظهر المشكله لازم تعمل ضغط على الفريق ده، هيبان ازاي انا هيبان ازاي انا عندي مشكله وانت ما سببتليش اي ضغط، هيبان ان انا بدافع كويس قوي ما عنديش اي مشاكل. اي فريق بيحاول يطلع كل مشاكل عند الفريق الاخر، وانا اقلل الاخطاء اللي عندي. لو مسكت النادي الاهلي وسيمبا الفروقات كبيره قوي يا ايمن قوي، بس ده على الورق، في الملعب الموضوع مختلف. الموضوع اداء، ازاي تبقى انت خطوتك منظمه، ازاي انت تبدا الهجمه كويس قوي، ازاي اخطاء الفريق الاخر تعرف تظهرها كويس قوي. كلنا عارفين يعني احنا اتكلمنا كده في الاستوديو، عارفين التغطيه العكسيه غلط وعندهم اختراق من القلب ممكن تعمل كويس قوي، طب حلو قوي، بس لازم انا ابقى اولا مستحوذ على الكوره كويس قوي، خطوطه قريبه كويس قوي، وابدا استغل الاجناب. وده دي الحاجه لازم النهارده اعملها مستر موسيماني، لازم استغل النهارده الاطراف كويس قوي، بس مش في القلب، لا بره، حسين الشحات وجونيور اجاييه. ممكن تلاقي تكمله النهارده من ناحيه هتلاقي ايمن اشرف ممكن يكمل مع جونيور اجاييه، ممكن احمد رمضان يستنى شويه، ان مش دايما بيقول عليه مش مكانه، يبقى ممكن يبقى في القلب زي مساك ثالث كمان. بس في حاله تقدم ايمن اشرف يبقى الوضع الطبيعي ان اجاييه هيخش تاني مع محمد شريف. ده اكيد دي هتحصل على طول ايمن، وهتحصل لو الكوره عند حسين الشحات او الهجمه عند احمد رمضان وهو بيكمل، لازم جونيور اجاييه مع راس حربه تاني محمد شريف، وراهم على طول هتلاقي محمد مجدي. عشان لازم الضغط الهجوم بتاعك كويس، اتعمل قبل كده في مباراه تقريبا فيتا كلوب واتعمل هايل. احنا اتكلمنا عليه وقلنا خلال المباراه كلها عملنا 3 اوفرات، لكن انت كل سنه كنت عند الجون، لانك انت بتروح في الاماكن اقصر مكان بس اخطر مكان هو من القلب. دايما يعني الكره الوقت انا مش مهم اروح ازاي، انا المهم اقصر طريق اوصل بيه للجون. اقصر طريق كان مع فيتا كلوب انت كنت دارسه كويس قوي، اتعمل يعني بمهاره حلوه قوي، ان دايما كنت تخش تخترق من العمق. اهداف على طول كتير جدا النهارده، لا النهارده لازم عشان تعمل الخلخله الدفاعيه في فريق زي كده لازم تغير الاطراف كويس قوي، لان دفاعهم مش سيء، لكن لازم يبقى في حاجات عكسيه كتير قوي، لان دايما هم عندهم مشكله، دايما عينهم على الكوره لكن مش عينهم على الحاجه العكسيه. عشان كده بقول لك النهارده مهم قوي عشان تشتري حاجات النهارده جونيور اجاييه وايمن اشرف، ولو كمل كمان احمد رمضان اعتقد يبقى كده هايل، مع التكمله لمحمد مجدي، ولازم محمد مجدي يبقى وراه عمرو السوليه ووراه الو ديانج وورا الناس دي كلها، لازم يبقى عند دايره السنتر بتاعتك انت بدر بنون ورامي ربيع. كابتن اسامه، عايز اتكلم عن حلول مستر موسيماني النهارده لاصلاح الاخطاء الدفاعيه اللي احنا شفناها الماتش اللي فات، سواء في التمركز الجيد، سواء في الاستقبال الكرات الطوليه، سواء في التحرك ورا مع بعض. يعني قبل ما هي مستر موسيماني هي برضو حاله لعيبه، يعني من الماتشات اللي كانت بالنسبه لي قليله جدا لبدر بنون الماتش اللي فات، يعني يمكن أسوأ مباراه لبدر بنون من ساعه ما جه مع النادي الاهلي في ماتش المريخ. تمركزه كان مش مظبوط، في بطء، حتى في ضربه الجزاء عملها بدون داعي، الراجل المهاجم وشه زي ما بيقولوا للمدرج، يعني لبره مش للجون خالص، راح مكعبله. الكره الاولانيه متلعبت من وراه ما لحقش، رغم ان ياسر ابراهيم كان ممكن يغطيها، كان مهزوز. فدي ما تقدرش تقول مدير فني، يعني هو اصلا لما اللعيب بيبقى حالته كويسه في اخطاء هتتغطى لوحديها، يعني مش كل حاجه هتبقى على ان المدير الفني لحق يصلحها في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، هي حاله لعيب برضه. ايوه. الحاجه الثانيه هيساعده حاجه النهارده، احمد بكم ما تقدرش تقول ان هو ظهير ايمن واضح، هو قلب دفاع
بيلعب ظهير ايمن، يعني مش هتلاقي عنده الانطلاقات الهجوميه الكبيره قوي، بالعكس ممكن تلاقيه متمركز كتير قوي بجانب رامي ربيعه وبدر بنون، فتحس ان هم ثلاثه يعني. هو هيهاجم طبعا ولكن مش عنده الانطلاقات اللي زي بتاعت هاني او علي معلول الناحيه الثانيه. وايمن اشرف نفس الشيء، بس ايمن اشرف يمكن بخبره لعبه احيانا في المنتخب كده او بيلعب في النادي الاهلي احيانا، وطبعا قلب دفاع، لكن الاثنين اساسا بيميلوا اكتر للعمق. فانا اعتقد ان ممكن العمق مش هيبقى مفتوح زي ماتش المريخ، لان كانت حاله غريبه على كل الفرقه يعني، من ناحيه هاني، من ناحيه ايمن، من ناحيه العمق، كانت الاربعه مش مظبوطين. فدي هتتظبط لوحدها، حتى طبعا اكيد مستر موسيماني اتكلم فيها وصلح فيها، لكن اساسا كمان بحاله اللعيبه دولت وتمركز بيكم اللي ما بيبقاش بيهاجم كتير وبيقف مغطي شويه. اعتقد دي ممكن هيبقى حل. الحاجه الثانيه النواحي الهجوميه النهارده بالنسبه لحسين الشحات هتبقى في الجناح واضحه عن المباريات اللي فاتت، لانه اخر مباراتين هو بيلعب بمحمد شريف ومروان محسن قدام، ومجدي قفشه هو اللي كان بياخد الجنب اليمين. أيوة. واحنا قلنا مجدي قفشه ما بيجيتش قوي الجنب اليمين، هو بيحب يلعب للعمق اللي هو في مركز 10 ومواجه، لكن كان بيعملها، عملها في ماتش فيتا كلاب كويس وقدر يجيب جون. ماتش فات ما كانش موفق فيها، لكن فيها كانت مشكله شويه يعني، فيها مشكله. النهارده هو رجع لحسين الشحات اللي هو تملي واخد الجنب اليمين. يعني بيلعب كجناح، هو صحيح بيخش للعمق برده بس واخد الطرف، يعني يقدر يلعب على الطرف، يقدر يطلع من بره ويعمل كرات عرضيه سواء في ارتفاع عادي او متوسط او على الارض، فعنده دي. فدي من نقطه من اللي هتلاقيها مختلفه شويه عن الماتش اللي فات، بعكس لما كان بيلعب مروان وشريف وقفشه في الطرف، وقفشه هو اللي كان في الطرف. يعني دول اكتر نقطتين واضحين بالنسبه. انا بس سريعا بفرقه سيمبا، عندهم تقريبا ثبات في التشكيل، يعني هم مغيرين ثلاث لعيبه فقط عن مباراه فيتا كلاب الاخيره وعن مباراه النادي الاهلي. يعني الحارس اللي هو مانولا هو هو. الاربع مدافعين اللي ورا في الثلاث ماتشات هم محمد حسين، وده لعيب جيد الباك ليفت، لعيب اشول ولعيب كويس محمد حسين، وكابومبي اللي هو الباك رايت هو سيرجي واوا واونيانجو سيرديباكين. واونيانجو ده لعيب كويس قوي، نمره 16 قوي ولعيب كويس. لويس ماكسينو اللي هو الطرف اليمين، الطرف الشمال اللي جاب فينا الجون موجود. شاما اللي هو بيلعب ناحيه اليمين موجود. ماكودي موجود، كان بيلعب الماتش اللي فات. هو غير ثلاثة بس، اللي هو مجالو اللي هو الفيرويد اللي هو بتاعه، ممكن يكون عنده انذارين، ممكن هو بيريحه، ممكن اي حاجة. نيوي ولا اسمه نيوي اللي هو رقم 8 بدل لوانجا اللي هو الديفندر. يعني هو ما غيرش كتير برضه، هو برضه محافظ على 8 لعيبة في التشكيل اللي لعب بيه ماتش الاهلي وماتش سيمبا. فهو ده دليل برضه ان هو عايز يكسب اللقاء او يؤدي بصوره كويسه، ما رايحش مثلا 7-8 لعيبه. أيوة. رغم الهزيمه هتخليه اول برضه، فهو برضه عايز يقول انا اول المجموعه، وانا زي ما هو بيقول انا جاي عايز اخد البطوله، انا مش بس الماتش النهارده، انا بنلعب على البطوله. فعشان كده ما غيرش في التشكيل كتير. هم عندهم فرقه جيده ولكن عندهم بعض الاخطاء في الخط الخلفي، لكن الجزء الامامي والباك ليفت لعيبه كويسين وعندهم استحواذ كويس وعندهم سرعه. صحيح. كابتن احمد، يمكن من ضمن عيوب الماتش اللي فات كانت حته التحرك بالكره وبدون كره. انت احيانا بيبقى معاك الاستحواذ، حتى ماتش المريخ كان استحواذ لصالح النادي الاهلي، ولكن التحرك بدون كره شيء مهم جدا وانت معاك الاستحواذ، لدرجه ان انت تقريبا ما بتخلقش فرص. ازاي يمكن مستر موسيماني النهارده عشان كده ملاعب حسين الشحات واجايه بادئ بيهم من بدايه المباراه، يعني مش حاطط قفشه ناحيه الطرف لان هو ما بيجيتش قوي فيها، بس ازاي حسين الشحات واجايه يستغلوا النقطه دي مع محمد شريف؟ بص هقول لك على حاجه، يمكن التشكيل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظر الشخصيه النهارده تشكيل جيد جدا. كويس. او الحاجه اللي ميزتك الرئيسيه او الحاجه اللي كانت بالنسبه لك مهمه جدا في مباراه فيتا كلوب، انك كنت بتتحول بسرعه قوي. كويس. لما بتستلم الكره او لما بتقطع الكره بتعمل عمليه التحول
بشكل سريع جدا وبتستغلتها بشكل كويس. يمكن قفشه اكتر من مره من ناحيه اليمين، حتى هو لم يجيد من ناحيه اليمين، ما كانش يعني احنا عارفين هو ما بيجيدش في اللعبه بالحته دي، ولكن كان بيأدي بشكل كويس وراح مرتين انفراد. محمد شريف قدر يسجل الهدف الاول، كرات كتيره جدا قدرت تستغلها انت كنادي اهلي من التحول السريع، لما بتقطع بسرعه وتتحول بسرعه بتخلق مساحات، فبالتالي بتخلق فرص تقدر تسجل من خلالها من بدايه المباراه. ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. انت برضو لازم تبقى عارف الخصم اللي بتلعب قدامه، الافارقه مختلفين شويه عن الفرق العربيه، يعني الترجي والوداد والفرق العربيه بشكل عام. دول ناس عندها بتعرف تفكر كويس قوي، عندهم تاكتكس، حافظين الملعب بشكل كويس قوي، بيعرفوا يعملوا التغطيات العكسيه، الدفاع بتاعهم منظم. لكن انت قدام الفرق الافريقيه لما بتضغط عليهم من بدايه اللقاء بتفقدهم الثقه بشكل كبير. تمام، هم بيبقوا مميزين قوي لما بتسيب لهم حاجتين، بتديهم مساحه وبتديهم زمن. لما بتديهم مساحه عندهم سرعات بيقدروا يستغلوها، زي ما اديت سامبا مساحات في الماتش الاولاني، قدروا انهم يشتغلوا فبالتالي استغلوا المهارات بتاعتهم. لكن لما ابتديت تضغط عليهم الشوط الثاني كان ممكن تسجل هدف التعادل، كان ليك اكتر من فرصه. لما ضغطت عليهم ابتديت تربك الدفاعات بتاعتهم، ولما نزل ايمن اشرف ابتدى يعمل الكورستات بتاعته. فلما بتضغط على لعيبه الافارقه بتفقدهم الثقه، فبالتالي بتلاقي مساحات، لان هم زي قالوا كابتن اسامه وكابتن علاء عندهم مشكله في حته التمركز وحته الرقابه. بص كابتن، يعني هم دايما اهي، بص يعني مثلا ده الهدف اللي دخل فيهم، يعني لو ده الهدف الوحيد اللي دخل فيهم، خد بالك الوقفه بتاعتهم لو اتبسط كمان جول، يعني انت شايف لو اتبسط جول. مظبوط، فهم عندهم حته، عندهم مشاكل كبيره جدا في التمركز. تمام، فانت لو قدرت انك تعمل حته التحرر في التحرك بالنسبه للثلاثه اللي قدام، حسين الشحات ممكن في وقت من الاوقات يبقى هو راس الحربه، جونر اجاي ممكن يبقى راس الحرب، محمد شريف ممكن يروح ناحيه اليمين، يبقى عندك حته يعني شيء من التحرر. مش بالضروره انك كل واحد يلعب في الحته بتاعته، يعني حسين الشحات ناحيه اليمين، جونر اجاي ناحيه الشمال، محمد شريف في القلب، لا ممكن يبقى في تحرر زي ما كان بيعمل قبل كده، وزي ما كانت اللعيبه بتعمل قبل كده مع فايلر، كان في تحرر، رمضان بيخش ناحيه اليمين وتلاقي جونر اجاي دخل في القلب او العكس، لا مركزيه بالظبط، لا مركزيه. فبالتالي بتخلق لنفسك مساحات كلاعب، فبالتالي ممكن تخلق فرص يقدر النادي الاهلي يستغلها بشكل كويس. الحته الثانيه الاستحواذ، لازم ما تفقدش الكره بشكل يعني بسرعه. تلعب قدام فرقه افريقيه من الممكن ان هم النهارده يجي يلعب دفاع من نص الملعب، فبالتالي عايز يقفل عليك المساحات. فانت النهارده التحرك السريع والاستلام ما بين الميد فيلدرز بتوعهم وما بين السنتر باكس، ودي حته برضه هم عندهم فيها مشاكل زي ما انت شايف كده. تمام، هم بيتجمعوا على الكوره بيتكتلوا في حتت محدده، لو اتحركت بشكل كويس، او لو مجدي قفشه اتحرك بشكل كويس، جونر اجاي اتحرك بشكل كويس، حسين الشحات اتحرك بشكل كويس، اعتقد الاهلي ممكن يخلق فرص، لان انت واحد ضد واحد المهارات اعتقد لصالح لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده التحول السريع، الاستحواذ بشكل كويس، ما تفقدش الكره بشكل بسرعه، يعني لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى في ضغط عليهم بشكل كبير جدا من بدايه المباراه في الحته اللي قدام، هتقدر تخلق نفسك مساحه وهتقدر تحطهم في زون الزون بتاعتهم الحقيقيه، لان هم المباراه اللي فاتت كانت الميزه بتاعتهم يا كابتن ايمن ان انت سايب لهم مساحه، مديهم زمن، بيحضروا بشكل كويس قوي، انت متراجع بشكل كبير جدا، كان عندك مشكله في حته الميد فيلدرز ما بيعملوش التغطيه على الباكين بتوعك، كنت سايب الباكين لوحدهم، فدايما 2 على 1 2 على 1 فدي اللي كانت بتخلق لهم فرص ومساحه. انت قصدك ان الاهلي يضغط من بدايه المباراه من قدام ال 18 زي ما عملنا في اخر ربع ساعه المباراه اللي هناك. كنت ممكن تسجل هدف في اي وقت من الاوقات، كان ليك اكتر فرصه، اكتر من فرصه في اخر ربع ساعه، كان ممكن الاهلي يخرج بنتيجه التعادل حتى ولو كان الاداء كان سيء في الشوط الاولاني. مظبوط كابتن عادل، من خلال تشكيل الفرقتين وطريقه اللعب ازاي يمشي سيناريو الشوط الاول، وكمان عايزك تقول لي دور السوليه وديانج النهارده في حته الربط بين الدفاع والهجوم. هو في البدايه فرقة سيمبا من فريق منظم واللعيبه بتفكر، وده برده نادرا لما بتلاقيه في الفرق الافريقيه ان اللعيبه بتفكر، يعني ممكن تلاقي لعيبه فكرها عالي شويه في الكوره، بيشتغل من غير كوره كويس، ومعاهم مدير فني كويس على فكره، اشتغل في الاسماعيلي دي جوميز جدا. فتحسهم مختلفين، مش هتحسهم فرقه لو انت بتتفرج عليهم تقول الفرقه دي مثلا من جنوب افريقيا شويه من احسن المحترفين، من احسن الفرق اللي في افريقيا اللي جوه القاره بيشتغلوا بشكل كويس جدا. ايوه النادي الاهلي سوليا وديانج هيبقى عندهم اكتر اثنين اعتقد ممكن يبقى عندهم وقت على الكوره كويس، فدي نقطه مهمه جدا ان هم يتصرفوا كويس، ان مباراه المريخ هم ديانج والسوليا كان عندهم وقت كبير جدا على الكوره، ولكن الاحساس الباص كان شويه فيه مشكله، لان كان في وقت فيه هواء ووقت ما كانش فيه هواء، يعني الاحساس ما كانش متظبط شويه. صحيح، دي نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي بقى يشتغل فيها النهارده، ان وانت فرقه سيمبا ممكن تلعبك زون، فمهم جدا اللي يبقى في ناس بتستلم في المنطقه اللي قدام ال 18
المنطقه ال 20 متر اللي قدام ما بين خط ال 18 وحط قدامها 20 متر. لو الكره وصلت للمنطقه دي كتير هتعرف تخلق فرص كويسه جدا لان الفرقه كلها هتتجمع وهتفضي الاطراف. ولو قدرت توصل للمنطقه دي هتقدر تعمل دبل باس كتير في المنطقه دي. والنادي الاهلي مميز في الحاجات دي. معنى كلامك ان ممكن قفشه يبقى ليه دور قبل نص الملعب كمان. ده مهم جدا، مهم جدا دور قفشه، بس الدور الاهم بتاع للسولية وديانج. الباص اللي يقطع خط كامل خط نص الملعب. النهارده انت لو عديت لعيب، لو عديت الكوره في خلف الاثنين الديفندرز بتوع سيمبا هتعمل لهم مشكله، لان المنطقه دي اول حاجه منطقه عمق تقدر توصلك المرمى بسهوله، والمنطقه دي تقدر تشتغل منها على الاطراف بسهوله. خد بالك مش جيد انك تبدا تشغل على الاطراف على طول، لان انت هتفتقد نقطه النهارده الحلول الفرديه على الاطراف مش هتبقى موجوده لا عند ايمن اشرف لان بطبيعته هو مش لعيب هجومي. وبنفس الموضوع عند بيكهام، فان هو ان حد يشتغل حاجه فرديه على الاطراف هتلاقيها صعبه شويه. ولازم دخول جونيور وحسين نص جوه ملعب كتير عشان يستلموا هم في مساحه. ممكن وارد ده مبقاش موجود، وارد ده مبقاش موجود، ولكن يبقى ازاي بقى ان انا اقدر اسلم جونيور وحسين وقفشه في المنطقه دي، وكمان محمد شريف. يعني بلال اتكلم في نقطه بتاعت التحرر وان ما حدش يبقى مقيد بمكان. اكتر اتنين النهارده ممكن يروحوا للمرمى حسين وجونيور. لو هم جوه الملعب، لو بيلعبوا في الزون اللي جوه الملعب، بسقوط شريف او بخروج شريف بره الملعب اكتر، ممكن تلاقي جونيور راس حربه، ممكن تلاقي جونيور هو اللي واخد في ظهر شريف او حسين. والحاجات دي نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي يفكر فيها النهارده، لان طول ما انت بتلعب فرقه هتلعبك زون، وده اللي متوقعه. ممكن سيمبا بتلعب ضغط عالي، او ممكن تلعب من بعد تلتين ملعب، وارد، ولكن اعتقد مع الاستحواذ النادي الاهلي هتلاقي سيمبا متراجع. مهم جدا الاثنين دول لو دخلوا جوه هتلاقي فرص كتير جدا للاهلي. يبقى في فعاليه على المرمى، لازم تستغل مباراه النهارده انك تزود الفعاليه على المرمى، بمعنى ان لازم عندي محاولات كتير. المحاولات الكتير دي من القلب ومن الاطراف، من القلب ومن الاطراف. وبرده شايف ان الاطراف مهمه جدا جدا لفرقه سيمبا، ان هي عندها مشكله في الاطراف، ولكن مش هتعرف توصل الاطراف غير لما توصل للقلب الاول. كويس، بس الزياده العدديه اللي انت بتتكلم عليها بوجود جونيور اجايه ومحمد شريف وحسين الشحات، اكيد لازم للخط اللي ورا كمان يبقى ليه دور في الناحيه الهجوميه. يعني لازم، ممكن يعني لازم مثلا لو ما شفناش بيكهام نشوف ايمن اشرف، لو ما شفناش ايمن اشرف نشوف بيكهام. لازم، ولكن هم فرقه سيمبا في الشكل الدفاعي بتاعهم، في الشيب الدفاعي 4-4-2. كويس. الاثنين راس الحربه على طول بيبقى قدام الاثنين، بيبقوا جنب لعيبه نص الملعب وعاملين مسافه بينهم وبين الاثنين المدافعين. دول المكانين اللي انت تقدر تستلم فيهم كويس. كويس. لو بتلعب، لو الاطراف ما بتنزلش كتير للتلت الاخير تقدر تستغل بيكهام وايمن اشرف، بس هو ده اللي من غير كوره، لكن هو مش هيعرفوا يروحوا بكوره. مش صح يعني الاثنين ما عندهمش، مش علي معلول، هو علي معلول ممكن يروح باختراقات لوحده ويروح يدخل جوه الملعب يبدا يشتغل، لكن انت محتاج اللعيبه ايمن اشرف وبيكهام الكوره اللي هيستلموها، اللي هيستلموها من ديانج والسوليه في تدوير اللعب. في تدوير اللعب هو ده اللي يقدر تشتغل عليه. لكن انك تروح من بدري تقف او تاخد الكره وتروح بيها من بدري هتبقى الامور فيها صعوبه شويه. هي طبيعه لعب ايمن، يعني بمعنى ايه؟ زي ما عادل بيتكلم، ايمن اشرف وبيكهام مهما الراجل يقول لهم اتقدموا بتاع، في طبيعه صفات. لعب في صفات للاعب نفسه. هيطلع بس مش بحجم علي معلول، مش بحجم محمد هاني. صحيح. يعني لكن هيطلع. بس المقصود ان انا هل هفتقد الانطلاقات الهجوميه من ناحيه الترفيه؟ مش انطلاقات، هو هياخد. انا شايف ان في تدوير اللعب اسهل اثنين بيبقى عندهم وقت على الكوره هم، لو الديفندرين عندهم وقت على الكوره اسهل اثنين يشتغلوا هم الباكين، لان لو اجايه وحسين دخلوا جوه بطبيعه الحال الباكين هيدخلوا معاهم، ولو الباكين دخلوا معاهم هيبقى عندك وقت للباكين موجودين، الباكين بتاع حسين بقى دخلوا معاهم، هيبقى عندك وقت لايمن اشرف وبيكهام. فاعتقد ده مهم. وبرده الدور الاساسي هيبقى من السوليه وديانج. السوليه وديانج اكتر اثنين اعتقد هتعدى عليهم الكوره. صحيح. فلو الباص طلع صح ممكن تخلق فرص كتير، وهم دول اللي فرقوا معانا الماتش اللي فات على فكره. طبعا. صحيح. كابتن علاء، بدايه المباراه. بدايه المباراه لو دايما لو معاك الكوره لازم تبقى انت المهاجم، لازم في هجوم بشراسه شويه. لو هم اللي هيبداوا لازم تبقى انت اللي بادئ ضغط. لازم بص يا ايمن، بدايه المباراه دايما تدي، عارف انت، اشاره كده للفريق الاخر انت ناوي على ايه. دايما كده لو هو معاه كوره لازم اعمل ضغط كويس قوي واقطع الكوره دي بسرعه. لو انا اللي بادئ بعمل هجمه مؤثره، حتى لو مش هجمه خطيره قوي، لكن تحس ان ايه، لا من اول يعني بدي انذار كده من الاول ان انا
انا عايز اكسب النهارده وعايز مكسب بسرعه وعايز ادور على الهدف بسرعه كويس. هو ده المهم. ذات مناسبه في توازن كويس قوي، لازم تبان عقليه لعيبتك، لازم تبان الناس الثقيله في الكوره في الملعب لازم تبان. لازم اهم حاجه النهارده استلام وتسلم سهل جدا 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 بدون اي فلسفه خالص. على فكره انك تسلم وتستلم مع اي فريق في افريقيا انت ممكن تعمل المساحات اللي بدور على الكلام عليها عادل دي سهله جدا، بس لازم اللي قدام يتحرك اكيد طبعا يا ايمن. حاجتين مهمه جدا، انا لما بستلم الكوره لازم حركه بكوره وبدون كوره، هو ده اللي بيعمل كل المساحات اللي بتدور عليها. انما لو انا استلمت كوره زي ما كان عادل بيتكلم دلوقتي ومثلا بلان ما اتحركش وسام ما اتحركش انا ماليش اي لازمه، لكن هي دايما حته الحركه من غير كوره هي اللي بتفتح لك انت انك ازاي تعمل الباص المؤثر. طيب كابتن اسامه هنشوف اهداف الشوط الاول. اعتقد المباراه فيها اهداف، يعني مش عايز اقول عدم اهميه المباراه، المباراه مهمه طبعا للنادي الاهلي ومهمه ايضا لسيمبا، بس لا ده عليه ضغوط ولا عليه ضغوط ولا ده عليه ضغوط. فتملي المباريات اللي زي كده بتلاقي فيها مساحات، هتلاقي فيها فرص للتهديف، فانا اتصور ان المباراه هيبقى فيها اهداف. كابتن احمد لو زي ما بيقول الكابتن اسامه في فرص للتهديف، النادي الاهلي هيقدر يترجم الفرص دي في الشوط الاول؟ اعتقد لازم يترجم او ممكن يترجم، يعني اللعيبه اللي موجوده قدام يعني انا بحب بشوف ان في حاله من الانسجام يعني بينهم وبين بعض، افشا محمد شريف جونيور اجاي حسين الشحات، لعيبه كلها عندها امكانيات وعندها قدرات هائله جدا. انا بتمنى بس ما يبقاش في قلق وتوتر في بدايه المباراه، يبقى في جراه. طالما عندك جراه تقدر تسجل يعني. وفي حاجه مهمه جدا يعني برضه الافارقه حراس المرمى بتاعتهم ما بيبقوش يعني على مستوى عالي جدا، التصويب مهم جدا جدا في الماتش ده صحيح. عشان تقدر عشان يبقى برضه يعني لما الفرقه بتلعب زون وانت بتبتدي تشوط وتسدد اكتر من مره ممكن تبقى فرصه بالنسبه لك انك تسجل اهداف، يعني في فرق في ماتشات بتحلها الشوط او التصويبات من بره ال 18. صحيح. كابتن عادل نشوف اهداف مبكره من النادي الاهلي الشوط الاول ان شاء الله؟ لا اعتقد الشوط الاول ده هيخلص 0-0. لا والله يعني المباراه هتبقى صعبه مش سهله والفوز ممكن يتاخر، ولكن الاهم انك تخلق فرص كتير والتوفيق وان شاء الله يبقى مع النادي الاهلي، ولكن عندي احساس ان الفوز في فوز بس اعتقد هيتاخر يعني باذن الله. ان شاء الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم والمباراه القادمه ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. الاهلي يتفوق على سيمبا لاعبا ونتيجه ويفوز عليه 1-0 بهدف لمحمد شريف في الشوط الاول. كابتن علاء شوط متميز للنادي الاهلي وسيطره من بدايه المباراه، ويمكن قدرنا نترجمها بعد فرصه ضايعه لمحمد شريف ولكن قدر يترجم الفرصه الثانيه لهدف. هو شوط مفتوح يعني ما فيش حذر ولا من هنا ومن هنا صحيح زي ما توقعنا في الاستوديو ان المباراه منتهيه تماما، يعني مش هتاثر في حاجه عشان كان فرقتين بيلعبوا لعب مفتوح. لكن النادي الاهلي شكله احسن، انتشاره احسن، لعيبته بيلاقوا بعض كويس قوي، المساحات بيعرفوا يوجدوها كويس. يمكن محمد شريف ضيع فرصه يمكن اسهل من الهدف اللي جابه، الهدف اللي جابه اكروباتي شويه، لكن الفرصه اللي ضيعها سهله جدا، لكن هو بيحاول دايما على الجول بيحاول يزل يعني ينافس فرص وكده. و1-0 نتيجه منطقيه جدا. يمكن سيمبا ضيعت فرصه واحده بس واللي كان برضه اختراق من العمق، لكن الشكل العام النادي الاهلي احسن، استحواذه احسن صحيح. يمكن عجبنا احمد رمضان النهارده هو اللي كان بيتقدم اكتر كمان من ايمن ماشي كويس في 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 في, في, في اداء وظيفته يعني. لكن سيمبا مش الفريق الخطر، يمكن بس بعد الهدف تحس ان سيمبا بيلعب يعني فيش تحرر شويه بدا يعني يعمل عليك ضغط هجومي، لكن لازم النادي الاهلي شوط ان شاء الله شوط ثاني يدور على الهدف الثاني وبسرعه. انت اتكلمت عن بيكهام، اعتقد كمان ان هو محتاج مساعده شويه من حسين الشحات، لكن هو اللي عاجبني في احمد رمضان كمان هو عنده ثقه في نفسه وجرأة. قراراته ما فيش مشكله، شات واحده كويسه قوي النهارده صحيح. لكن مش قلقان من المكان، مش خايف، شخصيته موجوده في الملعب ودي على فكره حاجه كويسه جدا. الجونيور لازم يتحرك اكتر من كده شويه، هو حته الاصابه دي كمان لان واضح ان الجونيور كمان حته اجهاد جامده جدا عليه، يمكن كنا بنفضل بعض اللعيبه يريحوا، كان عادل بيتكلم في الموضوع ده. لكن برضه هي انت عايز تكسب مباراه ايمن وعايز يبقى الشكل كويس، فبتضطر بتلعب اللعيبه اللي هي على طول موجوده في الملعب. بتمنى تبقى اصابه خفيفه، لكن شوط يستحق النادي الاهلي الفوز فيه. كابتن اسامه فوز منطقي ونتيجه طبيعيه اللي حصل الشوط الاول. مظبوط، يعني هو سيمبا ابتدى كويس قوي اول 10 دقائق، النادي الاهلي ما كانش يلاقي نفسه فيهم.
ما كانش ليهم خطورة على الشناوي كبيرة، لكن تحس ان هم كانوا مسيطرين وحيويتهم كانت اكتر. بعد كده بعد العشر دقايق الاولى النادي الاهلي سيطر على الشوط كله، ابتدت الامور تبقى احسن في السيطرة، في تحرر، وبالذات يمكن على اتكلم فيها بيكم عامل شوط كويس والجنب عنده مفتوح وهو منطلق، يعني حسين بيخش كتير جوه للعمق بيسيب الطرف كتير، فواخده بيكم وعمل اكتر من كره خطر، منهم كره عرضيه للشريف وتسديده، ويعني عامل شغل كويس حتى دفاعيا تحس ان هو حيوي، يعني عشان كده الجنب اليمين شغال اكتر شويه من الجنب الشمال. اجايز زي ما اتكلمنا انه في تعب وواضح انه هيتغير، عنده شد تقريبا في الخلفيه. قفشه برده بيتحرك كويس، بينقل كويس، وان كان مش في احسن حالاته، لكن في حركه وفي خطوره في الجزء الامامي. شريف عامل شغل كويس برده، لكن الجنب زي ما قلت لك اليمين هو اللي عجبني اكتر من الناحيه الشمال، يعني جنب اليمين متحرك اكتر بسبب بيكم. يعني الاستحواذ طبعا كان للنادي الاهلي الشوط الاولاني، والسيطره كانت للنادي الاهلي الشوط الاولاني. ايه اللي هيحصل الشوط الثاني ان شاء الله؟ ده اللي هنعرفه مع كابتننا الكبير كابتن احمد بلال، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن احمد، شفنا الاستحواذ وسيطره النادي الاهلي الشوط الاولاني، شفنا ترجمه زي ما قلنا مع الكابتن علاء. ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ بس طبعا الاهلي الشوط الاول ابتدى ضغط بشكل كويس، استغل الفرص، الكرات في دقه النهارده في التمريرات، في دقه في الباص، في الكرات العرضيه فيها دقه. برضه هنقول لولا استغلال، يعني لو في استغلال للفرص بشكل جيد كان ممكن الشوط الاول يخرج بنتيجه 2 او 3-0. في فرصه ضايعه من محمد شريف الكره العرضيه، في فرصه ضايعه من رامي ربيعه برضه الكره العرضيه، في زياده عدديه للنادي الاهلي داخل ال 18، ودي مخليه ليك وجود وليك بصمه وليك خطوره على فريق سامبا. الشوط الثاني لابد من النادي الاهلي يواصل بنفس الشكل، ضغط اكتر، استحواذ بشكل جيد، لازم يبقى فيه برده شويه تحرك من عمرو السوليه في نص ملعب بشكل افضل من كده بكتير، هيفرق مع النادي الاهلي تحرك عمرو السوليه بشكل كبير جدا، لازم يبقى موجود في بعض الاماكن. يعني انت في بعض الوقت بتبقى محتاج ان قفشه يبقى هو راس الحربه الثاني، تمام؟ عمرو السوليه لازم يكمل، لازم يزود في الحته دي، وفي نفس الوقت لازم برده يؤدي الدور الدفاعي بشكل سريع، لان في هجمات تبقى مرتده خطر شويه لفرقه سيمبا بسبب ان ديانج في بعض الاوقات بيبقى لوحده وعمرو السوليه بيبقى لسه مكمل في الحته الاماميه بعيد. فانا بشوف النادي الاهلي لو واصل الضغط على فرقه سامبا الشوط الاول، لو قدر يستغل الكرات العرضيه بشكل جيد، لو قدر يبقى قفشه يشتغل في الحته اللي ما بين السردباكات وما بين لاعبي نص الملعب الميد فيلدرز بتوع سامبا، قدر يشتغل في الحته دي بشكل كويس ويستغل سرعه محمد شريف، الاهلي ممكن يسجل الشوط الثاني هدفين او ثلاثه باذن الله. كابتن عادل، ازاي هيفكر مستر ديدي جوميز الشوط الثاني، وهيقابلوا نفس التفكير ازاي مستر موسيماني عشان يقدر يكمل ويحقق في النهايه الانتصار والفوز؟ هو المباراه مفتوحه، يعني سيمبا بيلعب مباراه مفتوحه من البدايه، بيعمل ضغط عالي، كان ناجح في بعض الفترات انه يقفل، يعني يقفل تحضير النادي الاهلي. النادي الاهلي عندنا مشكله في الاستلام في المنطقه اللي قدام ال 18، في تمرير كتير بس بيطلع على الاطراف، لازم الحاجات اللي في القلب دي لازم نهتم بيها اكتر، لازم حسين يبدا يشتغل من جوه اكتر، لازم لو طاهر نزل لازم يبقى يستلم من جوه اكتر، لان هي دي الاماكن اللي هتعرف تخليك تلعب على الاطراف وتعرف تخليك تلعب في العمق. وحسين، هو حسين، ما انا قلت حسين وطاهر وقفشه. انا شايف ان احنا خسرنا الشوط الاولاني جونيور، رايي ان السوليه لازم يخرج ونزل اكرم توفيق، لان انت ممكن تخسر حد من اثنين لاعبين نص الملعب، لان انت كمان عندك حمدي مش موجود. فانا شايف ان المباراه انت واخد الهدف منها، لازم تبدا تدخل دم جديد عشان ما تخسرش ناس الفتره الجايه، لازم دي نحطها قدام عينينا. هي بعيد خالص عن اللقاء الفنيات، ولكن دي نقطه مهمه جدا. ممكن نسجل اكتر، ولكن لازم نلعب من جوه، لازم نلعب كره جوه الملعب كتير عشان تعرف تخرجها بره الملعب تاني. وهيستمر ضغط النادي الاهلي برده في الشوط الثاني من قدام ولا هينزل؟ خد بالك النادي الاهلي بعد اول ثلث ساعه النادي الاهلي بيلعب زوم، يعني بعد الهدف بعد الدقيقه 32 الاهلي بيلعب زوم من نص الملعب، وده منطقي لان انت بتحافظ على مجهودك وفي نفس الوقت بتسيب مساحات في ظهر سيمبا، وده منطقي جدا. في اخر الشوط الاول في الدقيقه 32 الاهلي بيلعب زون، وده مش عيب، الفرقه بتحضر بشكل كويس جدا. انا ممكن اقدر اقف العب زون واقطع والعب في ظهرهم، بس ده اللي هيكمل عليه مستر موسيماني الشوط الثاني. وارد وانا شايف انه منطقي، لان الفرقه بتحضر كويس، لو انت بتلعب تضغط عليها عالي بيطلعوا بالكره كويس جدا، فانا شايف عادي يلعب زون ويبدا يشتغل على السرعات، في عندك سرعات طاهر، سرعات محمد شريف،
ما تخسرش برضه محمد شريف. ممكن يبقى في بدائل الشوط الثاني غير طاهر؟ لازم اكيد وليد سليمان هيبقى ليه دور. اكيد اكيد اعتقد ممكن برضو صلاح محسن يبقى ليه دور. وانا شايف ان اكرم ممكن. اكرم لازم ينزل مكان سليه لان انت ممكن تخسر حد من الاثنين لعيبه نص الملعب. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني باذن الله، وان شاء الله نبارك لبعض بعد نهايه احداث المباراه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني. ارجوكم انتظرونا. الاهلي يلحق الهزيمه الاولى بسيمبا ويفوز عليه 1-0 بهدف لمحمد شريف. كابتن علاء، الف مبروك النادي الاهلي، فوز منطقي. مبروك طبعا، ورد اعتبار وفوز منطقي جدا. يمكن من اداء بس الاهلي الشوط الاول اختلف الاداء في الشوط الثاني خالص، يعني ممكن يبقى اجهاد، وده الحاجه اللي النهارده واضحه على معظم لعيبه النادي الاهلي. صحيح، في اجهاد جامد جدا، لكن الغرض اللي انت كنت عايزه مباراة حصل، انك كسبت. صحيح. النهارده 1-0 واول هزيمه لسيمبا. مبروك للنادي الاهلي، والتاهل طبعا كانت خلاص حسم من قبل المباراه، لكن اعتقد كان فوز كان مطلوب وكان مهم جدا. ويمكن دايما بتاخد مباراه اللي انت الهدف الاول او الهدف الاكبر انك تفوز مباراه النهارده، فزت بيها النهارده. ممكن في بس اختلاف في الشوط الاول عن الثاني لكن هنتكلم فيه، لكن المهم ايما انك يعني حققت الغرض من المباراه. فالف مبروك لعيبة النادي الاهلي، وان شاء الله القادم هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي برغم ان الاداء الشوط الثاني ما كانش زي الشوط الاول. مظبوط، الحمد لله على المكسب. كان برضو مهم معنويا النادي الاهلي يكسب سيمبا ويلحق بالهزيمه الاولى في المجموعه بالنسبه لسيمبا يعني ليه. والنادي الاهلي رد اعتباره من الهزيمه الاولى وفوز معنوي. الأداء طبعا متباين جدا على مدار الشوطين، الشوط الأول إلى حد ما جيد، الشوط الثاني طبعا أقل كتير. أعتقد النواحي البدنية باينة جدا إنه في تعب غير طبيعي، وباينة بالذات على الناس اللي بتلعب كتير. يعني في ناس بتحاول وبتجري ممكن يكون أداءها قليل مش بدني، يعني زي بيكام مثلا الشوط الثاني قلنا الشوط الأولاني عمله كويس قوي، الشوط الثاني بيحاول لكن مش فايق قوي. زي اكرم توفيق لما بينزل بيجري كتير وبيحاول، لكن يعني ممكن نتكلم عليه فنيا في حته غير البدني. لكن على بدر بنون، على ايمن اشرف، على عمرو السوليه، على افشه، تشعر على فيه جهاد، كل تحس فيه تعب. والتعب بيخليك تخطا كتير. مظبوط، تمرير كتير خاطئ، ده اللي شفناه الشوط الثاني. تمرير كتير خاطئ، تلاقي الخطوط متباعده، المسافه كبيره قوي بين الناس اللي قدام والخط الخلفي اللي فيه بدر ورامي. لكن الحمد لله في النهايه النادي الاهلي كسب وقدر يطلع بثلاث نقط وفوز معنوي، ويعني الحمد لله على النتيجه. الحمد لله. كابتن احمد، الف مبروك للنادي الاهلي، هو زي ما قالوا الكباتن فوز معنوي، ولكن كنا محتاجينه التوقيت ده بطبيعه الحال. يعني اكيد الفوز فوز معنوي بشكل كبير للنادي الاهلي، عشان بس يقول او نثبت صحه كلامنا ان سيمبا اول مره يقابل يلعب بره ملعبه ويلعب فرقه تقيله، هو النادي الاهلي لاعب النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي الشوط الاول كان ممكن يكسب، يعني يسجل هدفين او ثلاثه، هو سجل هدف في الشوط الاول، كان ممكن يسجل هدفين او ثلاثه، وكان ممكن المباراه تبقى مريحه قوي من الشوط الاول. لكن يعني خلاص، هي ده كره القدم، التوفيق وعدم التوفيق، واستغلال الفرص وعدم استغلال الفرص، ودي حاجه لابد ان احنا نعلق عليها دائما. النادي الاهلي لابد المهاجمين النادي الاهلي لما تبقى في فرصه للتسجيل لابد ان انت تسجل عشان تقتل المباراه. اللي عملناه في فيتا كلوب هو ده المفترض ان احنا نعمله في كل المباريات. صح، انك لما تيجي فرصه محققه انك تسجل منها هدف لازم تسجل هدف. ودي الحاجه اللي ميزتنا في ماتش فيتا كلوب، ودي الحاجه اللي سهلت علينا كتير جدا المباراه هناك. الاهلي النهارده جيد، الشوط الاول كان جيد، واضح الاجهاد زي ما قال الكباتن. الشوط الثاني كان في تغييرات كتيره جدا، يعني عشان تحسن الاداء، ولكن خلاص انت كسبان 1-0 وانت مسيطر على المباراه بشكل كبير جدا. ممكن تبقى مباراه فنيا احنا مش راضيين عنها بالشكل الكبير جدا، ولكن كنتيجه احنا راضيين عنها. خلاص انت حققت المطلوب منك من المباراه، الهدف من المباراه انك تكسب، الهدف من المباراه انك تدي سيمبا درس، انك تقول لهم النادي الاهلي على ملعبه نادي كبير، هو بطل البطوله الموسم الماضي، النادي الاهلي قادر بامكانياته وقدراته حتى وان غاب عنه بعض اللعيبه او لعيبه مميزه بالنسبه له، برده على ملعبه قادر ان هو يكسب، ودي طبيعه الفرق الابطال. النهارده وانت وحش بتكسب، ودي ميزه برده. ممكن تبقى
احنا بنتكلم على الشوط الثاني، يعني ممكن يبقى الاداء مش بالشكل اللي احنا عايزينه او مش بالشكل المطلوب بتاع النادي الاهلي، ولكن قررت برضو تكسب. ودي حاجه هتفيد النادي الاهلي في مباراه النوك اوت. مباراه النوك اوت ممكن تبقى انت مش الافضل مش الاحسن، ولكن لازم تعرف تكسب. ودي حاجه بتميز النادي الاهلي. ما كناش احنا الافضل في نهائي افريقيا الموسم الماضي، ولكن قدرت ان انت تكسب بشخصيه النادي الاهلي، برغبتك الكبيره في المكسب. برغبتك الكبيره في المكسب. مبروك للاهلي طبعا المباراه النهارده، خطوه كانت جيده وكانت مطلوبه من لعيبه النادي الاهلي ومن فرقه النادي الاهلي. هنتكلم بعد تغييرات وهنتكلم على الحاجه دي اكيد طبعا. كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي. المهم تم تحقيق الهدف من المباراه وهو في الاصل المكسب، والحمد لله اللعيبه طلعت تقريبا معظمها سليمه ما عدا جونيور اجاي. طبعا مبروك مبروك المكسب، ولكن مش الهدف الاساسي هو المكسب. خلينا نتفق ان احنا في اهداف تانية اسمى من هدف النهارده. هو طبعا المكسب مطلوب، ولكن المباراه برضو لا هتخليك مركز اول ولا هتبعدك عن المركز الثاني. انا كنت شايف ان المباراه كان ممكن استغلها باستغلال افضل من كده، ان انا اشرك عناصر جديده، وده باين النهارده زي ما الكباتن كلهم قالوا ان في جزء من يعني جزء كبير جدا باين على اللعيبه ان في اجهاد كبير، والاجهاد ده غصب عنهم. خلي بالك يعني في نقطه بعيد بقى عن الماتشات المتتاليه، كان في تشبع الفتره اللي فاتت من انك واخد بطوله افريقيا، لعب كاس عالم انديه، بتلعب ماتشات في ليفل اقل، فده شيء طبيعي مستواك بيقل. ده هي دي الكوره، لما بتطلع من مستوى عالي تنزل طبيعي ان مستواك بيقل، مع توالي المباريات كمان غصب عنك هتاخد منك. فبالتالي لازم النهارده اللي اداك مردود كويس الشوط الاول مين؟ بيكهام. مظبوط، بيكهام مو بيأدي في مكان مش مكان، ولكن اداك ال 100% من اللي انت عايزه، اداك ال 100% بتاعته. ممكن انا في لعيبه ثانيه مش هديك ال 100% بتاعتها، لان هي مش قادره تديك ال 100% بتاعتها. انا شايف مباراه النهارده ومباراه النصر في الكاس انهي اهم؟ ايه الاهم؟ انت النصر عشان بطوله طبعا. النصر خلاص انت في بطوله، انت حسمت جزء منها، انت رايح في حته خلاص. فالبطوله الاهم انك المباراه الجايه، انا شايف المباراه اللي جايه اهم من مباراه النهارده. ايوه تحضر لها انت كده. المباراه اللي جايه ممكن تلعب ناس اول مره تلعب، وارد هتلعب ناس اول مره تلعب، ده اكيد في مباراه انت محتاجها. ايوه فبالتالي ايه المشكله لما كنت ادي النهارده وادي له وادي جزء منه المباراه الجايه عشان احضر مباراه الزمالك، عشان هتخرج مباراه الزمالك عندك معترك في شهر رمضان، ماتشات كتير جدا ورا بعض، وهتخرج من المعترك ده في ماتشات تانية في افريقيا فهتلاقي حاجات متتاليه. هقول لك حاجه اللي هيقع منك هياخد 4-5 ماتشات على الاقل. كويس، بس ممكن يكون مستر موسيماني بيفكر باسلوب تاني برضه. طبعا ان انت اللي هو هقول لك البطل ما يخسرش من الفريق مرتين، ما هو ده انت بتقول ممكن يكون عنده مبرر. الهبه خلينا بتاعتك بقى يا كابتن، خلينا متفقين ان احنا عايز يحافظ عليها طبعا. لا هو انا بقول نخسر لا ممكن النادي، لا اقول لحضرتك حاجه، ما انا برضو ممكن اكسب، انا ممكن اعمل دم جديد. ما هو الدم الجديد ده، ما هو لعيبه كويسه النهارده. اول فرصه مين اللي عملها؟ بيكهام. ايوه الفرصه الثانيه اللي على الجول كانت بيكهام الشوطه. صح، هم دول الفرصتين كانوا الشوط الاول. انا قصدي هو انا لما اغير معنى ان انا اخسر، بس لا بس الريسك عندي هيزيد شويه. في نقطه بس عادل، عايز انا متفق معاك بس اللي بره كلهم ما فيش حد ما عندهمش الجاهزيه الكامله ان هم يقدروا ينزلوا يلعبوا مباراه من اولها. انا لازم اجهز يعني برضه، ما انت خد بالك، ما انت برضه بص عليها عادل، لازم بص يعني بص وليد سليمان ما بتلعبش فريق كامل، صلاح يعني طاهر الماتش فات لعب شوط كامل، فاهم قصدي؟ مش طهر. ما انا بقول لك مش كلهم طاهر لعب شوط كامل، التغيير الكبير طاهر لعب شوط كامل مظبوط، وليد سليمان لعب جزء. ايوه لا انا بقول لك في ناس كتير، يعني انت عندك حمدي مش موجود، حمدي فتحي مش موجود، لو لا قدر الله حد من لعيبه نص ملعب هتعمل ايه؟ ايوه هتبقى مضطر تلعب لعيب مش جاهز. هو ممكن عادل، وانت طبعا على فكره متفق معاك، هو ممكن بعض اللعيبه ما كانش لازم يبداوا، هو ده اللي بتكلم فيه بقى، مش كلهم يعني، هو يمكن ايمن مش فرقه كامله، مش فرقه كامله، لا في بعض اللعيبه كان لازم النهارده تبقى موجوده، تقعد معاك موجوده، مش هيحصل حاجه، لكن ما بداش بيها، هدي لعيبه تانية لو احتجت خلاص، ما احتجتش والامور مشيت اكيد هتمشي، لكن انت عامل برضو ضغط على لعيبه مضغوطه تماما بالظبط، النهارده مش قادر تطلع منها حاجه بالظبط، لان كمان يعني النهارده في المباراه من غير ما نقول اسامي اتحسبت على لعيبه مجهد وتعبان، مش حكايه جري الموضوع، اصل عارف لو موضوع جري مفيش حد مفيش مشكله، انما انت بتتعب، انت كمان تفكيرك انتهى مش تماما طبعا. وبعدين كمان وبعدين بس مش لا خلينا مع بعض في الحوار، وبعدين مش اللي هو انا مش محسوب عليا كاداء بس، لا انا مش بتكلم على الاداء خالص،
انا بتكلم على اللي جاي، انا جاي بتكلم على اللي حضر على اللي جاي، ان صحيح. اللي جاي صعب مش سهل. اللي جاي عندك مباراه كاس وفرقه مش صغيره، فرقه النصر دي من فرق الغلسه فرقه كويسه بتلعب، ممكن تلعبك بعيدا ان هي درجه تانية، وفي فرق بتعرف تلعب مباراه واحده وفرق درجه تانية بتعرف تلعب مباراه واحده وانت تحضر. ايه المشكله لما احضر؟ انا شايف اللي قدام، ابص لقدام اكتر. النهارده عايز اكسب، عايز اكسب طبعا، بس في وجود الناس. يعني هو طاهر لو موجود في تشكيلي يبقى انا كده معناه انا مش عايز اكسب؟ لا، طاهر دم جديد، ولد صغير، وهو اصلا كان ماشي كويس، جت فتره كان ماشي كويس وقعد، ما فيهاش مشكله. عندي حمدي نفس الشيء مش موجود، ممكن ادخل اكرم، اديله ادي اكرم ماتشات لاني هحتاجه. ان السولية عندك النهارده عنده انذار، ممكن انذار تاني يتوقف، صح؟ ايوه. ممكن يدخل مباراه الدوري لا قدر الله يتصاب، هتدخل مين في المكان ده؟ ما انت هتضطر ترجع لاكرم. فايه المشكله اما انا ارجع اعمل تدوير بمزاجي؟ ايوه، بمزاجي انا، اللي هو وكمان ارفع الضغوط عن اللعيبه شويه. ان قبل المباراه انك طول ما اللعيبه بتلعب هي في ضغوط عليها. هو النهارده عايز يحسن صورته عن المباراه اللي فاتت، فبالتالي هو مضغوط النهارده. لا، هو يعني حد يقول ان هو الضغوط اقل، ان احنا المباراه مش تحصيل حاصل، لا، بس هو مضغوط ان هو عايز يعمل اداء كويس. طب ما في لعيبه تانية ممكن، يعني انت النهارده خسرت جونيور. أيوة. جونيور ممكن يكون شد خفيف، بس على الاقل ممكن تخسره ماتشين على الاقل. وكمان لما يرجع انت خايف لا قدر الله لو دخل بسرعه، لو يعني رجعته المباراه الفريق بسرعه ممكن يقع منك تاني. ادي لعيب، ولعيب مهم. خلينا برضو نتفق ان جونيور ممكن يكون ناس انتقدته الفتره اللي فاتت شويه، بس جونيور لما من اللعيبه لما بيكون فايق بيفرق مع فرقه جدا. بس لما بيروح الحته اللي فيها الاجهاد لا بيقل. اكتر لعيب بيبان عليه الاجهاد جونيور اجاييه. ان هو اتصاب كتير وجت فتره ورا بعض، اخد كذا اصابه ورا بعض، فبيبان عليه الاجهاد بسرعه. فانت لا، لازم اريح بلعيبه انا هحتاجها. انا اوريدي، هي اوريدي اللعيبه اللي جايه في ملعب. يعني طاهر لاعب الشوط الثاني المباراه اللي فاتت كامله، مظبوط، ولعب قبل كده. ايه المشكله اما انا يبقى ابدا بيه وادي جونيور ربع ساعه، ادي جونيور ثلث ساعه؟ هو احنا مش الموضوع مش انتقاد، ولكن احنا عايزين لقدام. انت نبص للفتره اللي جايه، عشان الفتره الجايه فيها ماتشات كتير جدا. هو ممكن يكون تفكير مستر موسيماني ماتش سيمبا اللي خسرانه، وماتش المريخ اللي فات. ماتش المريخ اللي فات لو النادي الاهلي اعتقد يعني لو كان عمل اداء جيد قوي وكسب مثلا، كان ممكن يبقى تفكيره اللي عادل بيقوله ده، انه هو مش مضغوط من الاداء الماتش اللي فات ولا النتيجه، وكمان خسران من سيمبا، فممكن هو يكون تخوف انه هو غير مثلا رامي ربيعه جديد، بيكام طبعا، والشحات ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت، لعب ربع ساعه تلت ساعه في اخر ماتشين، فممكن يكون هو الماتشين دولت حسسوه انه يحافظ على اكبر عدد من الشكل الاساسي، بس عشان ما يخسرش تاني من سيمبا. خاصه بقول لك ان ماتش المريخ اللي فات كان من الماتشات القليله، العرض قليل وتعادل. فاعتقد هي دي اللي ممكن تكون يعني خليته يحتفظ بنسبه كبيره من التشكيل. وكان في حسابات يا كابتن، في بص خدك المدير الفني بيبقى عنده حسابات برضه. طبعا يعني احنا بنتكلم عن صحه الفرقه، وضع طبيعي. احنا عايزين فلان يريح، وعمرو السوليه النهارده واضح باين عليه الاجهاد من اول مباراه لاخر المباراه. ولكن المدير الفني ساعات بيبقى عنده حسابات. مزبوط. يعني النهارده مثلا ممكن يقول لك انا عندي اثنين بلعبهم النهارده اجباري، يعني بيكام النهارده بيلعب عشان اصابه عادل، ورامي ربيع بيلعب عشان اصابه، لو غير اثنين ثلاث لعيبه كمان فانت بتتكلم في نص فرقه تقريبا، نص مزبوط. فرقه وانت بتلعب الفرقه الترتيب رقم واحد الاول، وفرقه كويسه على فكره، وكسبانك المباراه اللي فاتت على ملعبهم، فرقه عندها لعيبه كويسه ومميزه، بتلعب كره على الارض وبتلعب بشكل كويس، وعندهم سرعات وعندهم امكانيات وقدرات يعني. فالنهارده حسابات المدير الفني، لا انا مش عايز اخسر منها تاني، اختلف. او مش عايز احط نفسي في موقف صح يخليني اخسر من الفرقه دي تاني. فيتقال ان النادي الاهلي البطل خسر من سيمبا رايح جاي على ملعبه، بالاضافه خد بالك ودي كمان يا كابتن اللي هي بتاعت تقللك المريخ. طبعا مباراه المريخ بس ده استكمال، فده خد بالك يقللك قدام الفرقه اللي انت رايح تلعبها. وخلي بالك كمان هيفرق معاك معنويا جامد جدا، ما انا بقول لك هيهبط الفريق معنويا. خد بالك ايه الريسك الاعلى في ايه؟ انه هبطك معنويا وانك تخسر لعيبه، هتفرق معايا معنويا الفتره الجايه عادي. انا موافقك جدا يا كابتن، هيفرق معاك. معلش ايه، وعايز اسالك سؤال، هو للدرجه دي انت عامل حساب لسيمبا اول ممكن تخسر منها؟ بس فدي قصه ثانيه في يا جماعه عادي. لا طبعا سيبك الكوره فيها العجب، انا معاك الكوره فيها العجب وكل حاجه والكلام ده، بس انا وانا بفكر بالاحساس ده وبالتفكير ده
ما ينفعش. انا عندي لعيبه ممكن عايز اكسب يا كابتن ايمن. انا اللعيبه اللي انت هتشركها انت النادي ممكن تلعب بيها فاينل افريقيا. انت النادي الاهلي يا ايمن انت النادي الاهلي اي يعني النادي الاهلي قدام الكلب فوق كل الفريده كلهم نجوم. صحيح يا كابتن. لكن معلاء. انا لو انا بفكر بس لو بفكر انا كده ان انا خايف اخسر من سيمبا على ارضي عشان كده بلعب يعني يعني النهارده ثاني واحد النهارده لو ياسر سليم هلعب ياسر ابراهيم اه لو ياسر لو ياسر سليم هلعب ياسر ممكن ولو هاني العب بهاني يعني العب بالفول تيم النهارده عشان انا قلقان اخسر من سيمبا مش حاجات معلش يعني مع احترامي الكامل لسيمبا انت عايز تكسب بس يا كابتن. ايوه بالظبط انت عايز تكسب مش عايز تكسب انت بتكسب بتكسب لكن ما اجي اكسب يا بلال بشوف المكسب بس انا مش عايز قدامه خسائر ثانيه يعني خسائر اعلى خسائر اعلى يعني انا النهارده من وجهه نظري مكسب الحق انت قلت كلمه بس انا قلت في بدايه الاستوديو كلمه حلوه قوي قلت يا رب النهارده نطلع بمباراه بدون اصابات صح النهارده خسرت جونيور وجونيور انا متفق معاه تماما من اهم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي في الفتره دي عامه كمان يا ايمن عامه هو لعيب بيصنع فرق هايل هايل يعني عنده حلول كتير قوي لكل يمكن مشكلات الخط الامامي لكن انا بفكر احنا بنفترض ان مستر موسيماني بيفكر ان هو الان يخسر من سيمبا لا معلش مع احترامي الكامل لفريق سيمبا فريق سيمبا فريق ما يخوفش تماما النادي الاهلي هو بس عشان اول مره يقابل يطلع بره ارضه ويقابل النادي الاهلي هو خسر النهارده كان مخسر الشوط الاول 2 او 3 لكن مش هو الفريق المرعب يا بلال انا اعمل له حساب ان انا لازم ده لا طبعا. انا معاك كابتن بس في نقطه هقول لك عليها برضه ممكن يكون برضه فكره موسيماني ان انا بلعب النهارده مثلا شبه فول تيم والنصر هريح بعض اللعيبه بحيث ان انا اقدر اكسب النهارده عادي طب اقول لك انا محتاج ايه اخد بالك انا عايز اقول لك حاجه انا مالك يا بلال انت مش قلقان انت مش بتتكلم بص المدير الفني ساعات ما بيبصش لاحتياجات قوي انا ببص ان انا النهارده انا بلاعب البطل او بلاعب رقم واحد لازم اكسبه زي ما كسبني مين البطل سيمبا رقم واحد في المجموعه متصدر الاول لا ده وضع طبيعي خد بالك لا تفكير غلط يعني لا مش غلط ولا حاجه انا بفكر في سيمبا وعندي رقم واحد في المجموعه وعندي وانا صاعد كده كده تاني خلاص وعندي النصر الماتش اللي جاي في الكاس انهي اهم المفترض ان الفرق قليله مش هنتكلم في الاهميه بس خد بالك عادي الاهم بالنسبه لي كمدير فني لا ان انا اكسب سيمبا مدير فني انا بالنسبه لي لا انا مش معترض خلينا نتفق كابتن ايمن ان المحلل دايما بيشوف من اتجاه غير اللي بيشوفه المدرب فني خلينا نتفق على ده او احسن اقل مدربين في الدنيا ممكن يشتغل محلل يفطس اي مدير فني صح هنتكلم في المستقبل نتكلم في حاجه من وجهه نظرنا في المستقبل انت النهارده عندك مباراه في افريقيا وعندك مباراه في كاس بطوله كاس ايه الاهم لا بس يعني خد بالك عادي النص لا. يعني انت برضو بتقيم الفرق اللي قدامك يعني انت ساعات المدير الفني بيريح لعيبه اثناء الدوري العام لمجرد انه بيشوف ان الفرقه اللي بيلعب قدامها يعني ما عندهاش القوه اللي تخوفك وتقلق طبعا هقول لك حاجه لو انا طبيب الماتش الجاي ماتش النصر اعتقد ان نص الفرقه دي مش هتبقى موجوده وده صح ده صح ماتش النصر لا مش انا معترض ضمنه يعني انا معترض شكات ضمنه يا كابتن علاء شكات ضمنه يا كابتن معلش ما انت بتحكي انا ماتش النهارده قالك بس معلش انا معترض على ماتش النهارده حاجه مضمونه في الكوره صح بس في حاجه في واقعيه برضه عشان علاء واقعيه لو انا واقعي النهارده لا لما لعبش سيمبا بالناس دي لا دي عقلانيه لا جزء زياده عن الجزء في النهارده جزء يا جماعه بس في جزء النهارده كان لازم ما يلعبش المباراه دي انت تماما انت متاهل لو انا معلش النظره ما ببص انا ببص انا ببص بعد كده ببص لقدام انا الراجل بلعب مش بلعب عشان ماتش انا بلعب على عايز على النهائي انا بلعب على بطوله احضر لما اوصل النهائي نفسه النهارده مباراه ولا تفرق معايا بحاجه خالص باي نتيجه من النتائج مش مشكله لكن النهارده كنت ممكن اكسب ايه 2 3 لعيبه كنت ابدا بيهم ادخلهم فورم مباريات بقالهم كتير ما بيلعبوش مش هيحصل خلل خالص في الاداء خالص بس لكن انت هتلعب انا طبعا بقول الفروقات ما فيش نسبه تماما مع احترامي الكامل لهذا النصر بالنادي الاهلي باي مجموعه موجوده طبعا. لكن انا بقول دايما مفيش مباراه بالظبط مفيش مباراه انت ضامنها وبعدين مكسب وخساره دي حاجه عادل مباراه الكؤوس كارثه في انديه درجه رابعه وخمسه وثالثه بتطلع انديه واخدين دوري عشان دي مباراه كاس دايما بتبقى قلقان من حته ان مفاجاه الكاس لكن خلاص يا استاذ لا كمل اتفضل لا هي بس انا بقول لك انا متفق معاك في جزء كبير من الكلام انت وعادل بس هي الفكره انا بقول لو هو مستر موسيماني كان كسب ماتش المريخ او الاداء عالي جدا والناس والوضع راضي قوي عن ماتش المريخ ما كانش هتفرق معاه الماتش النهارده التعادل الاخير ده خلاه عايز يحافظ على شكل النادي الاهلي برضه وهيبه النادي الاهلي ان خسران من سيمبا قبل كده ومتعادل الماتش اللي فات مع المريخ والاداء مش حلو ممكن ده يكون هو ده التفكير هو دلوقتي رقم واحد ورقم اثنين الفروق بينهم عاليه
هو ده بس السؤال بقى. بس مش هيغير بقى هل لا مش بك... لا انا ما بقولش 6 7 وما بقولش ان احنا نغير خالص. احنا بنتكلم على افراد ثلاث لعيبه بالظبط. هل هل الفروق بين رقم 1 ورقم 2 دلوقتي فروق عاليه جدا؟ لا لا بس انا هقول لك حاجه. هو الجاهزيه بس عاد الجاهزيه بالظبط الجاهزيه بس الجاهزيه في الفتره دي ما هو دلوقتي انت بتدخل الجاهزيه انت داخل في الاجهاد مش في الجاهزيه. انت رايح للاجهاد أي. في فرق بين انك تكون في التوب فورم بتاعتك فين انت رايح للاجهاد. احنا بنتكلمش ان في فرق طبعا بين الاثنين ولكن في الجاهزيه أي. ولكن دلوقتي انت رايح للاجهاد هتخسر الاثنين. هتخسر اللي موجود عندك الجاهز وهيروح للاجهاد وهتخسر اللي موجود عندك ما بيلعبش. هو دي وجهه نظري عشان بس مش عايزين نروح الموضوع كتير عشان ما يبقاش. طيب نخش بقى كابتن علاء على رؤيتك الفنيه لاداء النادي الاهلي الشوط الاول. خلينا الشوط الثاني ده هنتكلم فيه بعد كده بس الشوط الاول. الشوط الاول اتكلمنا عليه بين الشوطين كان شوط بس احنا اتكلمنا سريع. كان شوط مقنع جدا من ابن الاهلي استحواذ كامل الشوط الاول هدف وكان ممكن يبقى هدف اثنين وثلاثة كمان وكان دان كنت اتمنى بقى ده كمان إيه انا بقى. كنت اتمنى الشوط الاول ايمن وبلا قال كلمه كويسه ان دايما الفرصه ما تيجي واحنا دايما بنتكلم في الاستوديو هنا الفرصه لما بتيجي حتى لو انت غالب الفرصه دي لا دي ده الجول ده الهدف بتاع المباراه لانك انت يعني بص يتخيل منظر مختلف شويه. لو خرجت الشوط الاول مثلا اثنين او ثلاثه وده كان على فكره ممكن يحصل كان الشوط الثاني ممكن يحصل ايه؟ هتعمل كل التغييرات هيعمل التغييرات اللي انت بتقول عليها اللي احنا بنتكلم عليه كويس بالظبط ماشي انا بتفق معاك كويس عشان كده بقول لك دايما النتيجه بتحكم. الشوط الاول معقول مش طبعا مش الاعلى حاجه للنادي الاهلي لكن شكلك كان احسن مستحوذ كويس فرص كتير او ضايعه هدف 1-0 ما كانش فيه خطوره اتفضل بس هقول لك حاجه يا كابتن علاء سيمبا غير يعني شكل سيمبا مغاير اللي احنا نعرفه عن سيمبا قبل كده كويس فريق منظم فريق تحس ان هو جاي عايز يعمل حاجه مش عايز يخسر قبل كده السنين اللي فاتت لكن سيمبا الموسم ده في البطوله لا مختلف طبعا ما انا بقول لك مش السنين اللي فاتت السنه دي لا سيمبا مختلف منظم جدا عنده طموحات كل الكلام ده عنده دوافع كبيره جدا ماشي انا معاك يا ايمن لكن ما هو سيمبا الشوط الاول هو سيمبا الشوط الثاني صح سيمبا الشوط الاول ان كان ممكن تطلع 2 و3 خلاص حصل بس هو ما كانش وحش برضه انا ما قلتش وحش على فكره بس ما هددكش بحاجه يعني لو جبت ملخص كده للمباراه كلها هتلاقي في فرصه في الشوط الاول وطلع الشناوي بامتياز والراجل ما عملش منها حاجه خالص وفي فرصه الشوط الثاني اللي جت في العارضه صح بس ده سيمبا خلال 5-94 دقيقه وكره ثانيه حصل فيها دربكه في ال 18 يعني مش ما تعتبرش انا بتكلم على فرص ايمن اللي ممكن تهددك كويس ادي ملخص سيمبا في 94 دقيقة أو 95 دقيقة فرصتين كويس؟ أنت كنادي أهلي في حوالي 46 دقيقة بس كنت المفروض تطلع 3-0 أيوة. فأنا دايما بتخيل إيه لو خرجت 3-0 أنت كل الضغوط اللي أنا بتفق على فكرة مع أسامة وبلال على مستر موسيماني وعايز يكسب ورد اعتباره كده أنا موافق وكل حاجة بس دايما في أولوية الأولوية بتاعتك إيه يا أيمن؟ أنت دايما النادي الأهلي ما بفكرش ولا في أول مجموعة ولا تاني مجموعة النادي الاهلي دايما بيخش اي بطوله او اي مسابقه هو بيفكر اوصل النهائي بس اوصل النهائي بمعظم لعيبتي في حاله بدنيه كويسه وحاله فنيه عاليه جدا وده لازم بياخد وقت أي. كويس هو ممكن يعني دايما المدير الفني حساباته خاصه جدا على فكره بعيد كل البعد احنا مجرد يعني احنا مجرد محللين بنتكلم بنتفرج بنقول نقاط ممكن نتفق ممكن نختلف لكن في الاخر ما فيش مشكله خالص واحسن حاجه على فكره لما بنتكلم كده بس الاختلاف ده حاجه صحيه جدا طبعًا. انها مش كله موافق كله موافق دي حاجه مش حلوه في كره القدم صحيح الشوط الاول انت نهيه كويس كلنا توقعنا الشوط الثاني ايه انك هتكمل الضغطه بتاعتك وشكلك يبقى اجريسيف اكتر وعايز هدف ثاني على اساس بقى كل التفكير اللي كان بيتكلم فيه عادل ممكن وانت منتهى الراحه تعمل التفكير ده ما عندكش مشكله وبعدين في نقطه ايمن كانت في صالحك في الشوط الاول او خرجت بيها الشوط الاول ان سيمبا مش عامل عليك ضغط هجومي صحيح. تماما أي. فانت مش مضغوط يعني انت مش مضغوط يعني انا معاك لو مثلا في مباراه المريخ انت مضغوط وخسران وكده فانت بتفكر في التفكير مليون مره انما انت النهارده خارج شوط اول شكلك كويس سيمبا مديك كده ايحاء ان هو اولا مش هغير طريقته في اللعب ثانيا مش عامل عليك اي ضغط هجومي خالص بالعكس كانت في ارتياحيه النهارده لدرجه ان يعني رامي النهارده بقاله فتره كبيره ما بيلعبش بس رامي النهارده من يعني من الايجابيات ماتشاتك مكسب فعلا انت النهارده يعني كنت ممكن يبقى عندك في المباراه دي مكاسب كتير قوي مكسب انك كسبت سيمبا
مكسب ان انت يبقى عندك اثنين او ثلاث لعيبه بالكثير عشان الناس ما تفهمش غلط موجودين وممكن اعتمد عليهم كويس او ما عنديش فيهم مشكله. كويس يعني لو سالتني هقول لك مثلا انا من وجهه نظري ممكن ابقى صح او غلط كنت لازم ابدا باكرم. اكرم و تبدا بيه فين؟ سوليه يقعد اكرم وديانج ومحمد مجدي مش هيحصل خلل في حاجه خالص بالعكس انت كسبت حاجتين اديت اكرم مباراه من بدايه هياخد بدايه المباراه والشده وكده واكرم اكيد هيأدي ان هو عايز يلعب وعايز يأدي لان كله عايز يلعب ايمن كويس خد من اكرم اكتر وقت ممكن لو تعب يبقى ممكن عمرو السولية ممكن ده تفكير انا ممكن مستر مسلم يفكر تاني خالص وكل احترام والتقدير لي ده كان احنا بنفكر وبندردش مع بعض دايما ايمن انت بتبص على الفريق المنافس تبدا تشكل فرقتك تغييراتك بتبقى محضرها الممكن المباراه توصل لايه فخلاص انا سيمبا الشوط الاول ما بس انا هقول لك حاجه يا كابتن علاء انا كمدير فني او اي واحد كمدير فني بيفكر برضو يمكن زي ما قال بلال واسامه ان انت خسران من الفرقه دي الماتش الاولاني ماشي كويس انا ماتش النهارده لو عملت تغييرات كتير وفي عدم جاهزيه لا 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 انا ما قلتش تغييرات كتير انا النهارده بقول بالكتير قوي ثلاث لعيبه في الملعب طب هو عمل اثنين صحيح ثلاث لعيبه في الملعب النهارده تبدا بيهم يعني ما اعتقدش الشكل كان هيتغير بالعكس انت كنت هتاخد ممكن اداء قوي جدا في الشوط الاول ما كنتش هتخسر حاجه كنت هتكسب لكن هي مش انا مش بنقد انا بس أي. بقول ان هو النهارده كنت ممكن تطلع بمباراه بدون طبعا النهارده ممكن ما بداش بأغيه خالص ممكن الا يعني حسين الشحات كان بقاله فتره اسامه بيتكلم وبدا طب ليه ما بداتش بطاهر وقعد اجيبر مش هيحصل خلل في حاجه ايمن خالص خالص بالعكس اتنين صغارين واتنين سرعة واتنين اقوياء جدا وهيقدم المطلوب يبقى جنب فيه احمد رمضان وطاهر او طاهر مع ايمن ورمضان وحسين الشحات جنبين كويسين جدا ورمضان زي ما بيقول عادل من المكاسب مباراه النهارده كويس اتفضل لا كنت عايز لا كمل كلامك انا هتكلم مع فانا هي دي اللي انا بتناقش فيها لكن كويس. حته ان انا قلقان نخسر من سيمبا يعني انا ما اعرفش انا ما هو لازم احطها في الاعتبار برضه وانا بفكر في المباراه بفكر في المباراه السيناريوهات وممكن ايه النتائج اللي ممكن تحصل ده وارد يا كابتن علاء ماشي وارد انا عارف كل حاجه بس انت كمان انت النادي الاهلي بلعبتك ما شاء الله يعني لو تشكيل غير ده وهتلعب سيمبا هتكسب سيمبا سيمبا يعني مش الفريق المهول اللي يقلقك خالص مهما يعني مهما كان منظم وكويس وكل حاجه على فكره منظم في نص الملعب دفاعيا منظم شويه لكن على الجانب الاخر في الجانب الهجومي ما فيش اي تشكيل خطوره خالص يعني بس انت عارف مش اتفضل كابتن علاء انا يعني انا اتفق معاك جدا يعني بس يعني ارجع برضو لكلمه كابتن اسامه اداء الاهلي مع المريخ يقلق المدير الفني صح انا عارف تاخد بالك يعني يقلقك يعني انت فول تيم الماتش اللي فات برضو بتلعب بكل العناصر الاساسيه بالنسبه لك ومع ذلك الاداء برضو ما كانش بالنسبه لك مقنع فالنهارده اداء غير مقنع قدام المريخ فرقه اقل في الامكانيات اقل في القدرات اقل في الامكانيات وبعدين تيجي تلعب قدام سيمبا وانت كمدير فني يعني حامل اللقب بتدور على لقب العاشر بالنسبه لك برضو ممكن تبقى قلقان هل اداء غير مقنع والنهارده ممكن يعني لا قدر الله كان ممكن تروح برضو نفس الاداء لو انت عملت تغييرات كتير خلي بالك يعني كمان انت عايز انا مش انا خد بالك انا اتفق انا اتفق مع اللي انت هتلعب انا اتفق مع كابتن علاء ان ممكن السوليه كان يبقى النهارده يقعد وينزل اكرم توفيق مكانه من بدايه الخط على فكره اقول لك جدا وممكن اكرم لما يبدا ما بقاش يعني اللي هو عامل اداء كويس بس انا بعمل دايما يا بلال بعمل الصح صحيح لصالح اولا لفرقتي وصالح انا كمان وصالح لعيبتي صحيح انت في الاخر دايما بتدور اي مدير فني ايمن بيبقى هي بتبقى مشكله بس في الاخر في صالحه بيبقى نفسه في كل اللعيبه بتاعته تبقى جاهزه صحيح. وسليمه ومين هدفك يا تعالى بس نقطه يعني اللي حضرتك بتتكلم في ده الهدف بتاعه ايه ان انا اريح اللعيبه المهمه اللي عندي بالظبط اللعيبه المهمه اللي عندي بس هو مش في نقطه مهمه جدا طب انا النهارده انا ممكن يكون المدير الفني يا جماعه ما هو لعيب لازم برضو يبقى له دور انا لو انا جون اجي انا مجهد يا كابتن علاء طب ما لازم اروح المدير الفني اكلمه لا لا والله لا انا عندي لا حلم لا ما يقدرش يقول له كده يا كابتن ليه يا كابتن علاء لا 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 بيحصل كتير اصل خد بالك يعني انا النهارده لو انا حاسس ان انا مش فت 100% تمام مش قادر او عندي اجهاد ما انا لازم برضو اروح اقول للمدير الفني في الاخر انت لعيب كوره كل نفس عايز تلعب انت اللي بتدير يا بلال بالظبط فالمدير الفني يقول لك انت اللي بتدير بالظبط المدير الفني انا كمدير فني اللي بتدير صح انت اللي بتدير
ولكن انا يمكن الكابتن اسامه ميال برضو الراي شويه او ميال برضو هو راي صح في حسابات كل حاجه في كابتن ايمن كل حاجه في الكوره صح عشان بس كل واحد ليه وجهه نظر هو شايف الاتجاه ده هو احنا مش هو مش مين عكس مين ومين اللي احسن من مين ومين الاهم مظبوط وجهه نظر هي وجهات نظر تحترم بس في الاول وفي الاخر احنا بنفكر في مصلحه عامه فاهم كل وبتخاف من فاكرين تحليل ماتش افريقيا لسه كابتن اسامه لا فاكرين تحليل البنانا اشتغل بعد ما رجعنا من ازمه الكورونا وخدنا الماتشات الوديه وكان الماتشات في الاول دون المستوى فاكر يا كابتن علاء كنا اول حاجه بنقولها ايه اهم حاجه نوصل لمباراه الوداد من غير اصابه مظبوط كانت قبلها بقد ايه بحوالي 10 ماتشات او 9 ماتشات خدنا 10 ماتشات او 9 ماتشات بالماتشين والدين كان اعتقد الجونه وفي مباراه ثانيه صح كده مظبوط قعدنا شهر وشويه بنتكلم كل حاجه بنتكلم فيها مزبوط. تحضير للمباراه لان انت الدوري كان شبه محسوم ما كنتش لسه حسمت رسمي صح. بس كان شبه محسوم صح. فانت عندك هدف اسمى من الهدف اللي انت ممكن تمشي في اتجاهين صح. في اتجاه همشي فيه خلاص اوريدي الامور ماشيه فيه بشكل جيد يعني. يبقى قرب يبقى بص على الهدف الثاني الهدف الثاني ده اللي هو ايه مهما كان حتى لو بطوله صغيره اوكي مفيش مشكله عندي مباراه بعد كده مباراه مهمه مع مباراه الزمالك هتبقى محضر لها ازاي الناس اللي معاك دي هتبقى معاك ازاي لو لا قدر الله جيت المباراه اللي جايه لو لا قدر الله يعني تأزمت في حاجه هتضطر تستخدم اللعيبه لو انت عايز تريح ناس هتضطر تستخدم اللعيبه الاساسيه قبل مباراه الزمالك صح. فانت ليه يعني انا يعني هو كله صح وخلي بالك برده تاني احنا جزء احنا كده احنا الخمسه طبعاً. جزء من محلل الاداء اللي مزبوط. مع الفريق مزبوط. الفريق محل ليه محلل الاداء واحنا جزء تاني من محلل الاداء احنا عمرنا احنا مش مدربين مش مديرين فنيين دلوقتي فاحنا ممكن انت ما تاخد معلومه انا لو مدرب ممكن اخد معلومه من حد مش عيب على فكره هي الكوره كلها دلوقتي علم ورق وقلم طبعاً. ومعلومات وان انا اجمع معلومات عن فرقتي وعن فرقه الخصم فاحنا شايف انا شايف ان احنا نبص اللي قدام عشان ما تجيش تخسر لعيب انت النهارده خسران اهم لعيبه عندك في الفرقه علي معلول صح هل انت بقى في حمل انك تخسر لعيبه تانية؟ ما انا برده لازم اكون مركز في دي ولازم اشوف برده اللعيبه عندي انا عندي 2 لعيبه هخسر واحد من يعني 2 لعيبه مضطر ان العبهم اخسر اللي بيصنع لي فرق ولا اخسر اللعيب اللي هو مؤدي هيأدي لك وخلاص اخسر المؤدي لان المؤدي فيه شبهه لكن اللي بيصنع الفرق مفيش شبهه يعني هو ده فلازم احافظ على الادوات اللي تصنع لي الفرق ايه يا كابتن اسامه اتفضل هو لا 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 هو اوريدي انت مالك صعب تتكلم هو اوريدي مغير 3 ايوه يعني 2 في خط الظهر رامي ربيعه وبيكام دول بقالهم كتير جدا ما بيلعبوش ماشي دول تغيير الشحات بقاله ماتشين 3 ما بيلعبش يعني بيلعب ربع ساعه تلت ساعه دول اوريدي 3 متغيرين هو انا وجهه نظري بس في حاجه واحده انه كان التغييرات تبقى بدري شويه معنى ايه اكرم توفيق وصلاح محسن نازلين في الدقيقه 73 يعني تقريبا اخر ربع ساعه 12 دقيقه كان ممكن جدا ياخدوا مثلا 40 دقيقه 45 دقيقه يعني بص هو عمون هنتكلم عليها دي بس انا بتكلم على جايزه بدايه المباراه طب ما انا بقول لك في 3 متغيرين انا ما انا متفق انا بقول لك ايوه طب انا بقول لك انا متفق انا بقول لك متفق لو هو مش خسران من سيمبا الماتش الاولاني ومتعادل مع المريخ الماتش الاخير والاداء ما كانش مرضي للجماهير وللناس وليه هو نفسيا وهو نفسه كان ممكن تغييراته تبقى اكتر من كده لكن هو عمل 3 تغييرات اوريدي وفي كمان 3 نزلوا اكرم وصلاح محسن وليد بس هي المشكله ان دولت كان ممكن ياخدوا ازمنه اكتر من كده فكانت هتروح للحته اللي الجزئيه اللي علاء بيقولها وعادي يعني هيبقى في 3 ابتدوا من الاول و في 3 نزلوا خدوا وقت اطول صح شويه صح لكن هما بس يمكن اكرم وصلاح لعبوا ربع ساعه ووليد نزل في الدقيقه 81 نزل 9 دقائق كان ممكن وليد ياخد مثلا نص ساعه اكرم دي يعني يمكن كانت تحل المشكله اللي احنا صحيح مختلفين فيها صحيح دي طيب عموما هنكمل النقاش الساخن مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن اسامه ايه اللي حصل الشوط الثاني يعني هل الإجهاد هو لوحده هو السبب في الأداء الشوط الثاني إن الأداء قل شوية إن المجهود البدني قل شوية إن إحنا ما شفناش خطورة على فرقة سيمبا الإجهاد جزء من الموضوع كويس. يعني جزء مش قليل وأنا قلت لك بالذات واضحة على الناس اللي بتلعب عدد كبير من المباريات أو بتلعب بشكل تقريبا يعني كل المباريات زي أيمن أشرف زي بدر بنون زي السلية
زي قفشه، يعني دول اكتر اربعه بيلعبوا كتير. يعني شريف كان قاعد فتره ما يعتبرش مجهد، يعني الشحات نفس الشيء لما نزل قبله ماتشين قاعد. أيوة. جاي برضو شوية باين، خاصة ان هو كان جاي من اصابة طويلة وابتدى يخش في ماتشات متتالية. لما كويس. بترجع من اصابة طويلة وتيجي تلعب اول ماتش ماتشين الاجهاد ما يبانش عليك، لكن لما تكرر الماتشات ودي كان تملي مستر مانويل جوزيه قال لنا انه ممكن واحد يكون مصاب بقاله فترة طويلة ما بيلعبش ويجي يلعب مرة بتاع يبقى في احسن قمه اللياقه البدنيه بتاع، يعني بيبقى لانه مشتاق وعايز يلعب، مخزون مخزون عنده عالي، فلما يجي يكمل لازم هيتعب شويه قبل ما يرجع لللياقه بتاعته تاني اللي هي الطبيعيه، مخزون بيقل غصب عنه. ايوه مزبوط. فدي يمكن كانت واضحه عليهم موضوع الاجهاد، وباينه جدا الاجهاد في تمرير كتير خاطئ مزبوط. من لعيبه في ما هو انا لما انا اكون ما قداميش حد ولا خصم ضاغط عليا ولا اي حد، بعدين اجي اباصي لحد قدامي 7 متر 8 متر واباصيها غلط كذا مره، ده مش ممكن، يبقى استحاله انت هتكون بامكانيات لعيب بتلعب في النادي الاهلي او دوري ممتاز وهتعمل كده، لازم يكون عليك ضغط قوي وبتاع عشان اغلط في التمرير. فالتمرير الخاطئ السهل ده بيبقى غالبا الاجهاد البدني ياثر على العصبيه. مزبوط. فعصبيا يعني معناها تاخد قرارات غلط، تفكيرك في القرار، فدي واضحه ان في اجهاد. لكن كتير قوي برضو، ودي بقى خبره لعيبه وخبره تراكم ماتشات كتيره لعبتها وخبرات في ماتشات و احيانا كتيره ممكن جدا كفرقه تبقى مجهد وبتاع، بس تنظيميا ووقفات والوقفه واللعب السهل والكلام ده يخلي الناس ما تحسش قوي ان انت تعبان بالخبره بقى. ده قرار لعيب وخبره في الملعب. لا مش قرار، خبره لعيبه. هو معلش يا استاذ، هي دايما بتبقى دي اسمها ده ذكاء اللعيب. انا ممكن ابقى تعبان ومش قادر، بس انا بطريقه حركتي وطريقه تمرير الكوره بحس ان انا هايل. مظبوط. في واحد بيعمل عكس يا اسامه، بيبقى تعبان قوي وعايز يجري بالكور بالظبط، بس مش قادر يتحكم في نفسه. هي دي المشكله يا عادل، هو الاجهاد جزء منه ما بتبقاش عارف يتحكم في نفسه. معلش الاجهاد، بس اللعيب الذكي اللي يعرف اصلا ماشي الكوره، مفيش لعيب في العالم يا عادل ما مرش مرحله ان هو بيتعب او في اجهاد، لكن هي بتبقى ذكاء لاعب. يعني انا ممكن ما يبانش عليا، في واحد زي ما كان بيتكلم اسامه يبان عليه جدا كما يا استاذ فضل. فيعني دي فيها جزء واضح انه في جزء ناس تعبانين واضحه. ولذلك تعال انت للناس اللي لعبت بقى لها فتره ما كانتش بتلعب، بيكم مطلع مخزون جامد جدا جدا جدا، وخاصه الشوط الاولاني، يعني الشوط الثاني العكس معاه عشان ما بيلعبش ماتشات كتيره ابتدى يهمت يعني يقل شويه. نفس الشيء رامي ربيعه مطلع مخزون عالي وبيحاول وبتاع لانه مشتاق للعب وعايز يلعب لكن هي المشكله كمان التغييرات لما حصلت هي للاسف ما غيرتش في بالزبط. البتاع بالعكس وقعت. يعني مع احترامي الكامل اكرم نزل ناحيه اليمين قدام بيكام، ايوه مكان الشحات، مكان حسين الشحات، وصلاح محسن نزل مكان محمد شريف. احنا وقفشه كمان بعد كده بس اخر 10 دقايق، وطاهر نازل شويه عصبي شويه مش مركز قوي، اخطاء كتيره في التمرير ما كانش واضح يعني. فتحس ان هم خدوا نص الملعب مننا، عندهم دافع انه عايزين يتعادلوا. واضح ان هم بدنيا الشوط الثاني بيحاولوا اكتر واستحوذوا على الكوره كتير قوي، هم ما عملوش خطوره كبيره على فكره. يعني هي كره خطا يا فاول الولد دخل فيها مع الشناوي ووقعت والتاني حطها في العارضه، وفي كره فاول من اليمين اتلعبت عدت والولد بس بيحط المهاجم بتاعهم بيحطها عدت من قدام رجله، دي كانت جول. هم دول الكورتين تقريبا الخطرين، لكن هم استحواذا وكميه الحركه والجري والحيويه الشوط الثاني كان عندهم اعلى. انت ما عرفتش تستحوذ وانت تعبان، يعني هي دي النقطه اللي انت كنت تمريرك كان كتير خاطئ، ما عرفتش تستحوذ على وسط الملعب، دي فرقت معانا الشوط الثاني. طيب انت لما تكون تعبان يا كابتن احمد، المفروض كابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن علي قال لك ان في خبرات لعيبه في الملعب، المفروض وانت تعبان تلعب الكور العاليه الطوليه البعيده قوي ديت في المساحات الفاضيه وانت مش قادر تجري ومجهد، ولا تلعب الكره في نص ملعبك وبعدين نبتدي نتحرك مع بعض؟
لا طبعا يعني وانت تعبان لازم يبقى في تدوير كتير للكوره كويس، ولازم تخرج وانت بتهاجم لازم تخرج برضو كوحده واحده، يعني بتتحرك في عدد امتار مثلا في 45 متر كل الفرقه بتتحرك فيها كويس. تمام، والفرقه كلها بتطلع مع بعض حتى في الرجوع برضو بترجع مع بعض عشان ما تديش لنفسك فرصه او مساحه انك تشتغل في 30 40 متر او 50 متر مثلا يعني تعمل سبرنتات مثلا من نص ملعب داخل الملعب كويس. هتبقى صعب عليك مظبوط. دور الكره بشكل كويس، الاستحواذ اعمله بشكل كويس، اخرج بالكره ما تخليكش ما تشتغلش انت بدني، ما تجهدش نفسك انت بدني، ما تشتغلش على نفسك انت فردي مزبوط. شغل فردي، ما تطلبش دايما الكره في مساحه وانت تعبان. ما دي ده الذكاء اللي بيتكلم عليه كابتن علاء وكابتن اسامه، ان انت دايما انا وانا تعبان ما ينفعش اطلب الكره دايما في مساحه، هيبقى صعب جدا عليا ان انا اشتغل، هيبقى معرض للاصابه مزبوط. معرض يجي لي شد عضلي، هيبقى اداي وحش لان انت مره سبرنت في الثاني في الثالث هتلاقي نفسك وقعت بدنيا، فبالتالي مش هتقدر تكمل تمام. فالنهارده الشغل اللي بتشتغله وانت لعيب بذكائك ممكن يغطي لك حاجات كتيره جدا جدا في الملعب. يعني انا هقول لك ادي مثال، يعني كان بركات من اللعيبه الذكيه جدا يا كابتن علاء، لعيب ذكي جدا. كان يوم مثلا يعمل سبرنت وبعدين يبتدي يتحرك مع اللعيبه في نص ملعب، يبقى له دور في الاداء الجماعي. خد بالك انت ممكن يبقى ليك دور بارز في الاداء الجماعي بخلاف دورك اللي بتشتغله في الاداء الفردي، الواحد ضد واحد، السرعات اللي بتشتغل، المساحات اللي بتتحرك فيها، لازم يبقى ليك دور برضه في الاداء الجماعي. بس النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني اللي كان بيفتقده انك تدور الكره كتير، خلاص انت كسبان 1-0 ومضيع فرصتين ثلاثه وانت الافضل الشوط الاول وبتشتغل بشكل كويس، الطبيعي الشوط الثاني عشان حاله الايجاد دي تتغلب عليها انك تدور الكوره، تخلي فرقه سيمبا هي اللي تدور على الكوره، هو اللي يبتدي يجري، هو اللي يبتدي يضغط. في اللحظه دي هيبقى عندك مساحات كتيره تشتغل فيها، هتدي فرصه للناس اللي نازله، خد بالك هتدي فرصه للناس اللي نازله فريش تمام، طاهر مثلا او اكرم او اي حد، هتديهم فرصه ان هم يشتغلوا في المساحات لانك انت هتبتدي تجري فرقه سيمبا عليك عشان يضغطوا، فبالتالي هيسيب مساحات عنده، هتدي فرصه للناس تشتغل فيها. انا كان من وجهه نظري ان الشوط الثاني كنت تلعب، عارف انت زمان كنا بنتمرن على حاجه اسمها الاستحواذ السلبي، مش عارف الاستحواذ السلبي من باص من رجل لرجل لرجل لرجل، هتبتدي تلقائي انك هتلاقي مساحات بعد كده، هتتفتح المساحات عند فريق سيم. دي اللي كنت بتمنى. هم كانوا بيلعبوا ضغط عالي من المباراه كلها، خد بالك بص حتى الشوط الاول. أيوه الشوط الاول انت بتستلم وعايز تشتغل على طول، يعني هم ما بتحضرش كتير، هم بيضغطوا كويس على فكره. بيضغطوا كويس، هم بدنيا كويسين، المباراه دي بدنيا كويسين، المباراه دي ممكن تقيسها بمباراه الليفل العالي اللي هتلاعبهم زيها زي فرق كبيره، لان هم بيلعبوا بيأدوا كويس. مزبوط. هم بيلعبوا جماعيا كويس، ولكن الفروق الفرديه طبعا مش اعلى حاجه، ولكن جماعيا كويس اشتغلوا. اللي بيتكلم فيه بلال ده ان هو طول الوقت هو بيلعبوا ضغط عليه عليك كويس. هم بيتمركزوا كويس ماشي. فمش مدين لك فرصه انك تحضر كتير طول الوقت، الكور في كور طويله بس احنا ما استغلناش الكور طويله صح. بس خد بالك التريحه شويه والاجات شويه اللي في عمرو السوليه النهارده، انا بتكلم مع عمرو تحديدا يعني لان هو كان باين عليه اجات بشكل كبير النهارده. وانت بتشتغل وانت بتحضر لازم يبقى في دور مهم، او لازم يبقى في دور مهم جدا للتيم بتوع نص ملعب. ديانج والسوليه احنا شفنا دور ديانج النهارده في الملعب، بيشتغل ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بينزل تحت بيستلم من الاثنين السنتر باكس، بيروح ناحيه اليمين عند الباك رايت والباك ليفت بيشتغل. السوليه ممكن يكون مجهد شويه لو في حالته كويس وعنده وفي الجاهزيه البدنيه وفايق، اعتقد لا كان هيبقى الماتش مختلف تماما، لان هو لعيب عنده كوره كويسه قوي صحيح. وبيعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم بشكل كويس مزبوط. وبيخلي قفشه في حاله هجوم دايما، يعني عمرو السوليه عنده الميزه دي، يعني هو لعيب 8 اكتر من لعيب 6 عكس مثلا دياج وعكس حمدي كامل وشوت وسعدي كامل وبيشوط، فلو عنده حاله من الفوقان كويسه النهارده كنت هتلاقي يعني الجيم مختلف شويه، حتى كمان استحواذك وطريقه لعبك هتبقى مختلفه شويه. لما اللعيبه بتاعت نص ملعب تحديدا بتبقى فايقه، لا الفرقه كلها بتفوق. فانا يعني كنت بشوف ان لو النهارده الاثنين بتوع نص ملعب ديانج والسوليه الاثنين فايقين مش واحد بس، الاهلي كان الشوط الثاني والشوط الاول كان عمل مباراه مختلفه تماما. كويس، وصلنا بقى للشوط الثاني يا كابتن عادل. والشوط الثاني بالرغم التغييرات اللي حصلت، يعني احنا بنتكلم عن طاهر واكرم وصلاح محسن ووليد سليمان، ادي اربعه، ومعانا بيكهام وربيعه بقينا ستة. طب ليه ما تغيرش الأداء الشوط الثاني؟ ده بالعكس اتغير الأداء الشوط الثاني للأقل بدنيا كمان قلينا بالرغم من وجود ست لعيبة أو دم جديد في الفريق. أقول لحياتك حاجة، ترتيب التغييرات برضو يعني ما كانش أحسن حاجة. ليه؟ لأن أنت لما استغنيت عن الشحات نزلت لعيب مدافع ممكن يكون للمحافظة على الهدف، حسيت ان الفرقه وقعت
الفرقه مش هقول لك الدوافع قلت، ولكن المجهود البدني اللي بوظ الشوط الاولاني وحاله الاجهاد اللي فيها اللعيبه، انا كمدير فني عايز احافظ على المكسب ده. تمام. فعملت التغييرات دي بالاسلوب ده في التوقيت ده. يعني هو تغيير دفاعي طبعا مش هجومي. طبعا المحافظه على المكسب. طيب انا تغيير دفاعي تركت الاستحواذ خلاص، مش عايز استحواذ صح كده، عايز العب زون والعب باربعه اربعه، وكان قفشه قدامهم وصلاح محسن. كويس مظبوط. مباراه المريخ الاهلي يبقى ليه شكل امتى، او الاهلي هيسجل اهداف امتى؟ لما يكتر لعيبه الكره المهاريه جوه الملعب. لحظه احنا بنتكلم عن ظروف مباراه، نتيجه مباراه. ما هي ظروف المباراه برضه. النتيجه برضو. النتيجه ما كانتش في صالحنا في الوقت ده، هو كان مضطر يعمل كده، وهي ظروف المباراه بتقول كده. انا فقدت الاستحواذ، يبقى نزل لعيبه اللي تعمل لي استحواذ. كويس. بلال اتكلم في النقطه بتاعت الاستحواذ السلبي، او ان الكره تدور في رجلي كتير. طول ما انت تعبان والكره في رجلك انت بتحسش بتعب، ومجهودك بيقل، مجهود البدني بتاعك بيقل، لان انت ما بتجريش ورا الكوره، عكس ان انت لما تكون الفريق التاني مستحوذ انت بتجري ورا الكوره كتير. مظبوط. ايوه. عدم وجود برضو تغيير وليد سليمان، كنت عايز ابقى بدري شويه، نزل، عايز اعمل تغييره هجوميه، نزل وليد سليمان مع حد، هتلاقي برضو الامور مختلفه شويه. عندك كمان في الاماكن المهمه في الملعب فيها اجهاد، يعني نتكلم في السوليه، مكان مؤثر، مكان مؤثر، بيقوم بضغطه، بيقوم باستخلاص الكوره، وبيقوم برضو في التحضير، فانت برضو فائد ده. خلينا نتكلم ان موضوع الاجهاد مش من النهارده، ومش مباراه المريخ، ومش المباراه اللي قبلها. موجود موضوع الاجهاد. ما تيجي نتكلم من بعد ما بدانا نشتغل بعد الكورونا، انت اشتغلت قد ايه من شهر كام؟ من شهر 8 اللي فات. ايوه. انت من شهر 8 اللي فات المباريات متلاحمه. مزبوط. كل حاجه. انت اقصى توقف للدوري كان قد ايه؟ اقصى توقف للدوري ما كانش فيه حاجه، 10 ايام مثلا، ولاعيبه الاهلي بتروح منتخب، بيروحوا منتخب، واللعيبه المحترفين بيروحوا منتخب. أيه. فانت الموضوع مش من دلوقتي، الموضوع يعني الموضوع لازم ابص له بفتره، يعني فتره طويله. الشوط الثاني الاهلي ما كانش كويس، خلينا نتفق ان هو الموضوع من بدري مش من دلوقتي. الاهلي اداؤه مش احسن حاجه من بدري، لان الناس خلاص راحت لمرحله الاجهاد. كويس. لازم حتى لما اجي اعمل تغييرات النهارده الشوط الثاني في التغييرات، لازم مواليد موجود من بدري. متفق جدا مع كابتن اسامه في التغييرات اللي كانت على توقيتات التغيير. طبعا. انت خلاص وليد منزله امتى؟ وانت بتلعب زون وبتدافع اخر 80، وانت بتلعب زون، وانت بتلعب زون بعد ما اتفقت انك هتلعب زون، واكرم نزل يدافع في الحته دي وبتدافع. انا ممكن اخرج السوليه وانزل اكرم العب باثنين، وانزل وليد او صلاح محسن، واخلي الشريف في الملعب. ايوه. واكتر لعيبه الكوره، اعمل واجبات هجوميه اكتر، اعمل استحواذ اكتر. لكن انا قررت ان انا هعمل زون والعب زون بوليد. انت حتى ما عرفش تطلع بوليد، لان خلاص اللعيبه كانت تعبت. ايوه. فانت هتطلع انت في الدقيقه 80 ما لحقتش. انت وليد دخل ال 18 بكوره، في كوره وحيده دخل بيها ال 18، وكانت مجهود منه، مجهود فردي منه. هو راح ضغط على الراجل واخد الكوره وراح مرجعها لتحت. صحيح. فان هي توقيتات التغييرات وترتيباتها برضو مهمه. انا شايف ان طول ما انا مجهد لازم اكتر لعيبه عندها استحواذ كتير. أيه. اقلل الجري، اقلل كم الجري. فده مهم. واللي جاي انا شايف ان اللي فات ده النهارده مش مشكله، وماتش المريخ برده بالنسبه لي خلاص عدى، ارتب للي جاي، ابدا ارتب للي جاي. مش هيبقى عندنا شغل شاغل زي ما اتكلمنا قبل كده، البطوله قبل البطوله اللي فاتت ما عندناش شغل شاغل غير اللي جاي، ان اللي جاي ده فيه هتلعب سيمي فاينل. صح. وهتلعب فاينل، وعندك منتخب، وعندك بطوله الكاس. فلازم عندك تحضر. دوري بقى عايز تلحق. عندك دوري عايز تلحق لسه في المنافسه. الدوري مش منتهي. لا اكيد عادي. وبعدين ماتشات مؤجله كلها، انت عايز تكسب، انت عايز تبقى في قمه الدوري كالعاده. فانت برضو خد بالك يا عادل، الفتره اللي جايه فتره مش سهله. صحيح. كلها حاجات مهمه جدا. يعني مباراه كاس داخل على دوري مهم جدا، ما تفقدش نقطه. صح. بعدين بتحضر لبطوله افريقيا. فالفتره الجايه دي فتره مش سهله بالمره، من اصعب الفترات اللي هتمر على النادي الاهلي. دي حقيقه يا ايمن والله، فتره صعبه جدا. صحيح. على كل الناس. واحنا دورنا ان احنا نقول. بالظبط. يعني بالظبط. نستاذنكم نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي، والكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ونشوف قالوا ايه بعد المباراه.
من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سيمبا بهدف مقابل شيء، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، كان مهم جدا اننا ننهي مرحله المجموعات بفوز واوصل للنقطه رقم 11، نقطه السر او السعاده بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه نقدر نقول ما كانش ذات اهميه، ولكن كان مهم جدا اننا نختمها فوز على فريق سيمبا. الحمد لله، طبعا كويس انت تختم الدور المجموعات او دور المجموعات بفوز، ما كانتش هتاثر في الترتيب زي ما احنا عارفين من قبلها، لكن كان مهم لها اهداف ثانيه، يعني مشاركه بعض اللعيبه، يعني برضو ان انت تختم بفوز. دور المجموعات او دور المجموعات بيبقى زي الدوري كده شويه، تجميع نقاط، بيبقى له هدف اساسي اللي هو الصعود، وبعد كده بقى بنستنى القرعه. يعني ان شاء الله الرحمن يبقى اللي جاي افضل بكتير، بعد ما هيرجع لنا مجموعه من اللعيبه في الادوار اللي جايه ان شاء الله. احنا متاثرين طبعا في عدد كبير من اللعيبه مش موجود في معانا في الفتره الحاليه، اخرهم طبعا يعني يمكن محمد هاني امبارح كمان وخروجه من المعسكر، وياسر ابراهيم، وقبلهم مجموعه من اللعيبه يعني، لكن ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل باذن الله. النهارده اجاي حس بحاجه، بنعمل اشاعه دلوقتي، وان شاء الله الرحمن تبقى الدنيا كويسه باذن الله. سيد، الفترة اللي جاية في ثلاث ماتشات، عندنا مباراة النصر في كأس مصر، عندنا مباراة الزمالك، وعندنا غيابات، شايف الأمر ده إزاي؟ أنا مش فاهمها الصراحة برضو، يعني لحد دلوقتي يعني ضغطة المباراة، أنا يعني ما أعرفش هل إحنا مش متابعين بشكل كويس قوي ولا حاجة للدوريات اللي في العالم كله. اللي أعرفه إن أنت ممكن تلعب أربع أيام وبعدين تلعب بعد على رأس اليوم الرابع وبعدين تلعب على رأس اليوم الثالث، هكذا يعني تلعب رابع يوم وبعدين الماتش اللي بعده يبقى ثالث يوم مثلا، وبعدين رابع يوم وبعدين ثالث يوم. لك أن تتخيل إن أنا هلعب يوم 14 وبعد كده 18 مع الزمالك، 14 مع النصر، وبعدين 18 مع الزمالك، وبعدين 21 مع سموحه، وبعدين 24 مع إنبي، وبعدين 27 مع الجونه، وبعدين 30 مع المصري، وبعدين 3 مع او المصري 27، وبعدين الجونه 30، وبعدين 3 مع المحله، وبعدين 6 مع الاتحاد. مش ممكن، يعني مش ممكن، ما شفتهاش في العالم ابدا ان في فرقه تلعب على راس اليوم الثالث سبع مباريات، ما حصلتش يعني. ما اعرفش يمكن في انجلترا كانوا عاملينها مره ولا حاجه، ولا بيعملوها للفرق كلها، لكن فرقه واحده مهما كان المؤجلات بتاعتها ما شفتهاش في حياتي خالص، ان انا العب ست سبع مباريات 48 ساعه والعب اليوم الثالث 48 ساعه. في فرق شاسع ما بين الدوري والبطولات المجمعه، البطولات المجمعه نفسها ممكن يعني يلعب لك ماتشين ولا حاجه في 72 ساعه، لكن في الدوري العب ست سبع مباريات على راس اليوم الثالث ما اعتقدش ان في العالم كله اللي شافها ولا اللي حصلت معاه قبل كده يقول لنا عدد المباريات دي. ممكن تلعب مباراتين في الثالثه، تمام، يعني تلعب مباراتين وبعدين يديك اربع ايام تلعب المباراه الثالثه بعد اربع ايام، وبعدين تلعب مباراتين كل ثلاث ايام، وبعدين المباراه السادسه مثلا تلعبها بعد اربع ايام، لكن الست مباريات تلعب 18 وبعدين 21 24 27 30 3 6 7 مباريات، اعتقد ان ده امر صعب جدا جدا يعني. كابتن سيد، نقطة مهمة جدا، عارف ان هي سابقة لأوانها شوية، ولكن يعني خلاص الاتحاد الافريقي اعلن على الموقع الرسمي خريطة البطولة القادمة تنطلق يوم 10/9، واحنا عندنا الدورة ينتهي 30/9، أزمة كبيرة جدا بالنسبة للصفقات للتدعيمات بالنسبة للعيبة اللي عودها تنتهي، شايف الأمر ده ازاي؟ يعني ما اعرفش هل هتتحل زي ما كانت بتتحل قبل كده، ان انت يدي لك يفتح لك القيد، بس هيفتح لك القيد والموسم شغال ازاي؟ يعني لازم الموسم ينتهي على بيوم واحد حتى على الأقل يعني. ما اعرفش، انا لسه ما جاتليش المباراه الختاميه عشان ادي بس صوره واضحه وصريحه وعلى معلومه، يعني لسه ما جاتليش ختام الدوري امتى، لكن لو حضرتك بتقوله ده اللي هو 10/9 البطوله الافريقيه، ده هيستدعي ان انت يا اما تكمل بنفس القايمه يا اما هيبقى فيها حل اكيد بالتاكيد على نهايه الدوري يعني. اشكرك يا كابتن سيد وبالتوفيق اللي جاي. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، هينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. شوط اول عملتوا فيه كل حاجه، يعني بنتيجه هدف في الشوط الاول اللي هي اقل بكتير جدا من اداء النادي الاهلي في الشوط الاول، ضغط ارتداد سريع من اللاعبين. النهارده بدفع ببيكهام في مركز الظهير الايمن، عمل مباراه كبيره، ورامي ربيعه في ظل يعني التدعيمات والغيابات دي، لكن عملنا شوط اول كويس جدا. طبعا تحياتي كابتن ايمن طبعا وضيوفه. زي ما انت قلت شوت مميز، اعتقد الحمد لله عملنا اداء كويس، استحواذ كويس وضغط عكس كويس، وكان عندنا فرص ممكن كنا قدرنا نحسم المباراه في الشوط الاولاني بهدف او هدفين، لكن برضو انت زي ما قلت في لعيبه كتيره النهارده بتشارك لاول مره، وعندنا ظروف غيابات اصابات، والنهارده بنفتقد مثلا لعيبه كتيره مميزه جدا، يعني علي معلول مثلا، حمدي فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، افتقدنا جونيور برضو
في الشوط الاولاني، فاعتقد الحمد لله برضو يعني اثرت علينا شويه، لكن الحمد لله برضو يحسب للاعيبه اللي هي تعبت واجتهدت وعلى قد ما قدرت عملت اداء كويس في الشوط الاولاني. وانت مهم جدا ان انت كنت تكسب، مكسب مهم جدا معنويا لينا، وان انت برضو تكسب الفرقه اللي كسبتك، فاعتقد الحمد لله كان رد كويس من اللعيبه. وان شاء الله نفكر بقى في الادوار الثانيه، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق ان شاء الله. سامي، الفتره اللي جايه فتره يعني مزدحمه، في مباريات كتير في وقت قليل جدا، في ظل غيابات في ظل اصابات، شايف الامر ده ازاي؟ خاصه انك تحافظ على بطوله الدوري، تحافظ على بطوله الكاس، تحافظ على بطوله كاس افريقيا او بطوله افريقيا، امر صعب جدا. ما هي دي التحديات اللي انت بتقابلها، يعني خصوصا ان انت بتلعب بكميه ضغط مباريات كبيره جدا، مطالب ان انت تكسب في كل المباريات، مطالب ان انت تعمل اداء كويس في كل مباراه، تلعب على كل البطولات اللي انت بتشارك فيها يعني. لكن هو ده عاده وقدر لعيبه النادي الاهلي يعني. اعتقد ان شاء الله بس الحاجه الوحيده اللي احنا نتمناها يعني الاصابات اللي هي تقل شويه، لان يعني دخلنا في طبعا صعوبات كتيره بنقابلها الفتره ديت يعني، من ثلاث اصابات في يوم بالظبط كده، فاعتقد صعب يعني. اتمنى النهارده او جاي، وامبارح كان محمد هاني وياسر ابراهيم قبل المباراه يعني، وممكن برضو حصلت الارتباك كده جدا في التشكيل وشكل الفرقه اللي انت غيرت. دفعت برامي ربيع برضو ادى اداء مميز النهارده، بيكهام نفس القصه ادى اداء مميز النهارده جدا، رغم بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش يعني. ففي اجابات من الفرقه الحمد لله، محمد شريف بيواصل برضو اللي هو سلسله الاهداف ماشي كويس النهارده، فاعتقد الحمد لله برضو في حاجات كتيره نقدر نبني عليها ان شاء الله، نركز في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه اللي تبقى بعيده عن المشاركه زي رامي ربيعة زي احمد رمضان بيكهام، انا عارف ان دورك ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ معاهم مهم جدا في التجهيز، ما تحسهمش بعيد عن الملعب النهارده. مباراه كبيره من رامي ربيعة، مباراه كبيره ايضا من احمد رمضان بيكهام. بص، مش دورنا الوحيد، مش دورنا انا او سيد لوحدنا يعني، لكن برضه الراجل نفس القصه، الراجل بيتكلم معاهم كويس، بيديهم دوافع كويسه، بيثق فيهم، ممكن دايما بيقول انا ما يعني ما بيبقاش قلقان لانه عنده ثقه في كل اللعيبه، وده اللي بيحصل. قبل كده برضه محمود وحيد شارك وكان بقى له فتره بعيده، لعيبه كتير اكرم وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون ناصر يخش معانا بقى بالفرقه بعد الفترة الإصابة الكبيرة اللي هو كان بيعاني منها، فأعتقد الحمد لله برضو نكمل بس الفرقة تكتمل، وأعتقد يبقى الشكل أفضل إن شاء الله. كابتن سامي، القرعة يوم 30، من وجهة نظرك شايف مين؟ في الترجي، في الوداد، في صن داونز، شايف إحنا الاتجاه رايح لفين؟ وأنت أمنيتك الشخصية إيه؟ بص يعني دايما اختيار ربنا، دايما الواحد بيقول اختيار ربنا دايما احسن يعني. يمكن السنه اللي فاتت احنا كنا اتحطينا في موقف صعب مع صن داونز، خصوصا بعد السنه اللي قبلها اللي كنا حصل برضو خساره فيها كبيره، لكن اعتقد الحمد لله كان عندنا رد اعتبار كبير، فاعتقد ان دايما اختيار ربنا بقى افضل، واحنا ان شاء الله واثقين في اللعيبه، واثقين ان شاء الله ربنا يجيب لنا الافضل ان شاء الله. شهر رمضان على الابواب، كل سنه وانت طيب والفريق طيب، وفي هيبقى مجموعه كبيره جدا من المباريات، ناخد التهنئه منك لكل جماهير النادي الاهلي وكل الامه الاسلاميه. طبعا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله ربنا يعودوا علينا وعليكم بكل الخير يعني. صعب بالنسبه لنا، شهر صعب بالنسبه لنا جدا، في كميات مباريات كبيره، تحدي كبير جدا، اعتقد ان شاء الله اللعيبه تكون على قده، وان شاء الله نوصل ان شاء الله اللي احنا نتمناه والجمهور الاهلي يتمناه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، وصعود الاهلي وسيمبا الى دور الثمانيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، كابتن سيد اثار نقطه مهمه جدا، اولا النقطه الاولى حته ان كل 3 ايام مباراه صعبه جدا طبعا. يعني هو ايه ده في ايام، يومين الثالث مباراه، يومين الثالث مباراه. تاني حاجه اللي عايز اقولها لك كمان، ان انت طبعا نتيجه الماتشات الافريقيا، ماتشات بطوله افريقيا اللي انت لعبتها متاجل لك ماتشات كتير، بالتالي انت اللي هتكون عليك ضغوطات يعني، كل 3 ايام ماتش، انما المنافس او الفرق الثانيه هتبقى مريحه مش زي دي. اول حاجه. تاني حاجة، حتة انتهاء الموسم 30/9 والبطولة الأفريقية الجديدة هتبدأ 10/9 وفترة القيد. لا، دي آخر نقطة، دي مشكلة كبيرة جدا، لازم يمدوا لك أنت فترة، أكيد لازم، مش هيحصل اللي ملهاش حل، ولا صفقاتك ولا عقودك ولا حاجة خالص تنفع طبعا. فلازم يبقى حتة إنك يمدد لك دي، ممكن دي هتحصل أكيد يا أيمن. زي السنة اللي فاتت بالظبط، ما كنت لسه بقول لك حصل السنة اللي فاتت بالظبط، إن برضه كان في ميعاد لكن يعني سمحوا لك بوقت بعد كده، فدي أعتقد امرها سهل. هو الامر الصعب الفتره القادمه اللي هي المباراه المتتاليه اللي انت فيها. ايوه يعني احنا دلوقتي بنتكلم الاستوديو كله على كم الاجهاد على لعيبه النادي الاهلي بالظبط كويس،
فانت متخيل انك هتلعب يعني ثلاث ايام مباراه، ثلاث ايام مباراه، ممكن فيهم اربع ايام مباراه، مباراه كلها زي ما كنا بنتكلم يعني لازم تحسمها. ده انت داخل على البطوله الافريقيه دور الثمانيه والحسم من ماتشين. انا فاهم دي حاجه ايمن، انا بتكلم كمان على مباراه الدوري المؤجله ليك. انت مطالب انك تكسبها، تفوز بيها كلها، لانك برضو في بطوله مهمه جدا انت بتلعب على البطوله دي ومحببه ليك، واكيد عايز يبقى انت اول الدوري، فبرضو عليك اجهاد وعليك ضغط جامد جدا. الى جانب مباراه افريقيا طبعا ده الهم الاكبر او الهدف الاكبر. طب انت داخل على مرحله صعبه جدا جدا جدا، مش على لعيبه بس، انت من المدير الفني للجهاز الطبي للعيبه، لازم كل ده، لازم كل مع بعض، مش واحد لوحده. ما ينفعش في كل واحد شغل لوحده خالص. لا دي منظومه، لان منظومه، لا ومنظومه محتاجه كلها تبقى يعني عارف يا ايمن خريطه كده، كله ماشي على الخريطه دي صح. مزبوط. انك ما ينفعش حد يعني يطلع بره الصف نفسه. مظبوط. وملهاش حل على فكره، احنا كنا بنتكلم في الفصل دلوقتي ما فيش حل. انا عادي بقول لك ما فيش وقت تاجل. أي. يعني هي مشكله انك انت، طب لو هتحاول تاجل انت ما عندكش وقت تاجل. فهو قدر النادي الاهلي كده وقدر لعيبه النادي الاهلي كده، يعني معلش انت عشان لعيب النادي الاهلي هو ده قدرك، فهي محتاجه تضحيات جامده جدا وتركيز كويس قوي في انك انت عايش بس للمباريات والنادي الاهلي وكره القدم بس، ما فيش حاجه ثانيه. وعلى فكره دي ضريبه بيدفعها لعيبه النادي الاهلي، ان مش كل الفرقه كده خلاص، احنا متفقين. أي. ان مباريات مؤجله لعيبه النادي الاهلي هيبقى عليها ضغوطات بالمدير الفني، بالاداره، بكل بالنادي الاهلي ككل. أي. فهي دي بس المشكله هتقابل النادي الاهلي دلوقتي، مش كل الانديه، لان انت كل المؤجلات عندك انت. أي. فبس هي ايمن لما تبص ما فيش وقت تاجل، يعني انا كنت بتكلم عادل قال لي يا كابتن، ما هو ما فيش وقت. أي. انك تاجل مباريات. أي. لو حاولت مش هتلاقي وقت. فانت بالظبط كل 3 ايام مباراه، ده في مشكله جايه مش عايز اثيرها من دلوقتي، يعني بلاش دلوقتي. بلاش. طيب مشكله المنتخب لما يجي يلعب في التصفيات اللي هي هتوصلك لكاس العالم. طيب كويس، كابتن حسام البدري اكيد هيطلب لعيبه الاهلي، لا غير انه هيطلب معسكرات وديه، معسكرات وديه، وهيطلب وقت قبل الماتش اكيد، معسكر هيتكلم على الاقل مثلا 3 اسابيع اكيد، او معسكر مثلا اكيد يعني. معسكر ايمن أكيد. واكيد مباراه وديه، وده من حق كابتن حسام، فانت كمان داخل في مشكله ثانيه كبيره طبعا. والمشكله ان لعيبه النادي الاهلي على طول موجوده في المنتخبات، فهي دي بالزبط. لا هي طبعا فتره صعبه جدا، ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني، وبتمنى تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله تعدي على خير. كابتن حسام تعليقك على كلام الكابتن سيد والنقطتين دول. ما خلاص، ما هو التأجيل خلينا بعيد عن انتهاء فترة القيد. طبعا المباريات المتتالية دي هي اللي دي الصعوبة. هو بس ممكن يعني هو زي ما علاء قال انه الوقت ممكن يكون ضيق، لكن هو برضو 7 أو 8 ماتشات في كل 3 ايام. هو لو ماتش واحد اتأجل ممكن الثلاث اربع ايام بتوعه يتوزعوا، يبقى بدل 3 ايام 4 ايام. أيوه. يعني أيوه. بدل ما تلعب 18 21 24 يعني 3 ايام. النية مش موجودة يا أيوه. اسامة. إيه؟ النية مش موجودة حتى تأجيل، دي المشكلة. ما هي دي نقطة. لكن لو ما فيش غير كده طبعا النادي الأهلي لازم يحاول فيها، لكن لو ما فيش غير كده زي ما علاء قال إنه هو قدرك، ولازم تقدر بقى تدور اللعيبة كلها اللي عندك، بالاضافه كمان لبعض المباريات في مجموعه ناشئين ممكن يلعبوا، تدفع بيهم. فده هو ده الحلول عشان ما يوصلش انك اللعيبه تتصاب منك وتبقى المشكله تتفاقم اكتر يعني. صحيح. طيب كابتن احمد، الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، وزي ما احنا قايلين او زي ما احنا شفنا كل 3 ايام مباراه. صح. ايه المطلوب من الجهاز الفني الفتره اللي جايه واللاعبين، وهل المسؤوليه هتكون اكبر على الجهاز الفني ولا على اللعيبه اكتر ولا على الاثنين زي بعض؟ فترة صعبة طبعا يعني، ودي اقدار الفرقة الكبيرة على فكرة كلها يعني، فوق كل السنوات اقدار قدر النادي الاهلي دايما عشان بيلعب في بطولات افريقيا وسفر وكل سيزون، فبيتأجل له ماتشات فبيضطر ان هو يلعب، والسنة اللي فاتت حصل الكلام ده واللي قبليها، وكل سنة بيحصل الكلام مع الفرقة الكبيرة بشكل عام والنادي الاهلي بشكل خاص هنا في مصر. محتاج الموضوع ذكاء شديد جدا من مدير الفني، ازاي يتعامل مع اللعيبة، ازاي يتعامل مع الماتشات، ازاي يحافظ على كيان الفرقة، ازاي يغير كل ماتش اللعيبه ما تاثرش بشكل كبير على طريقه اللعب ولا عدل ولا على مستوى الفريق. يعني دي هيبقى مطلوب من موسيماني يركز تركيز كبير جدا. مطلوب من اللعيبه تاني حاجه ان هي تساعد المدير الفني تبقى جاهزين بشكل كبير، ال 30 لعيب او ال 35 لعيب ايا كان العدد اللي موجود كله يبقى جاهز وبشكل كبير جدا،
ودي فرصه خد بالك للعيبه، يعني انا هاخدها من الشق الثاني. النهارده في لعيبه ممكن ما بتاخدش فرص كتير يا كابتن اثناء الموسم، لفوقان لعيبه هو ممكن يكون لعيب مصنف ثاني بالنسبه للمدير الفني، امكانياته قل، جاي عنده اصابه ابعدته فتره كبيره. الماتشات اللي زي دي بتبقى فرص كبيره بالنسبه للعيبه، في لعيبه بتركب في الفرص اللي زي دي، في لعيبه لما بيجي ناشئين طبعا بتظهر في الحاجات اللي زي دي، بتتالق في الماتشات اللي زي دي، لان غصب عن المدير الفني تمام، لان كل 3 ايام ماتش غصب عنك لازم تدور طبعًا. لازم كل مباراه يبقى فيها 2 3 لعيبه مختلفين طبعا، يعني مش هيغير الفرقه كلها، لا 2 3 لعيبه تلعب ماتش 3 ماتشات بلعيبه محدده صحيح. وبعدين تبتدي تغير 2 3 تغير 2 3 تانيين في قلب الدفاع او وسط الملعب او نص ملعب او الحته اللي خلي بالك مع ضغط المباريات دي، لا قدر الله ممكن يحصل لك كمان اصابات في النص. ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. فبالتالي اللعيب لازم يكون جاهز محضر، حاضر بدني وذهني. المدير الفني لازم يشتغل كويس قوي 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 على لعيبته، يعرف هيستفيد من مين، يعرف اللعيبه، لان في برضه بتبقى في فروقات بدنيه ما بين اللعيبه وبعضها. في لعيب بيتحمل ان هو يلعب 3 4 مباريات ورا بعض، وفي لعيب ما يتحملش. هي دي قدرات بدنيه عند اللعيبه، فلازم المدير الفني كمان يبقى قاري الحته دي. الراجل بتاع الاحمال لازم يبقى عارف بشكل كبير جدا، وده عارف اللعيبه وعارف قدراته وامكانيات اللعيبه، ويبقى لازم ده. ممكن يعني كلكم اشتغلتوا مدربين وعارفين الراجل بتاع الاحمال، الراجل بتاع التحليل بيبقى عارف اللعيبه وامكانياتها وقدراتها، مين يقدر يكمل معاه 3 4 ماتشات، مين لا ممكن يقع منه وهو ماشي في الطريق، فبالتالي لازم يقعد طبعا الاستشفاء بشكل كبير. فيبقى في دور كبير جدا على المدير الفني بتاع النادي الاهلي. ليه بتاع النادي الاهلي؟ تمام، ما في فرق كتير هتلعب ماتشات برده ورا بعضها، لان انت مطالب انك تاخد دوري صح، مش بس يعني انت مش بتلعب عشان تقعد في الدوري العام فبالتالي ماتش كويس وماتش وحش، لا كده. انت مطالب انك تاخد دوري، عشان تاخد دوري لازم تبقى فنيا عالي جدا، بدنيا جاهز جدا، وذهنيا كمان، وذهنيا طبعا وضع طبيعي. عشان كده دي صعوبه الفتره اللي جايه، بتلعب على دوري عام، فالمدير الفني مطلوب منه يعني دي مش مباراه بقى نوك اوت، ده انت مباراه مستمره، فادائك الفني لازم يبقى عالي كل ماتش. ممكن يقع منك ماتش صحيح. بس تقدر تكسب، لازم تكسبه وانت حتى صح. وحش صح. تمام، ولازم اللعيبه هتبقى عارفه كده الكلام ده كويس، والمدير الفني عارف الكلام ده كويس، انك ممكن 3 ماتشات كويس قوي بتكسب فيهم وماتش ادائك وحش بس برضه بتقدر تكسب فيه صحيح. فمطلوب من مستر موسيماني طبعا ان هو يركز تركيز كبير جدا الفتره اللي جايه، يستخدم ذكائه بشكل كبير جدا مع اللعيبه، يقدر يدور على طريقه يقدر يدور بيها اللعيبه او يعمل الروتيشن بشكل كويس اول الفتره اللي جايه. في نقطه كمان ايمن سريعا بس بالاضافه لبلال، اتفضل. اعلاميا كمان لازم النادي الاهلي يخاطب الجماهير، ولازم الجماهير تبقى فاهمه انه في وقت معين ممكن تستخدم مستر موسيماني ناشئين مثلا من فرقه ال 20 او فرقه فمش شرط انك انت لازم هتكسب كل المباريات، لازم هتريح ناس في بعض الوقت. ماشي. يعني انت في اوقات كان مستر بتلعب على بطوله ماشي ما انا بقول لك، ما لازم عشان كده بقول لك لازم اعلاميا كمان ناس تهيئ. بمعنى ايه؟ انه احيانا كان مستر مانويل جوزيه واحنا شغالين كان ياخد الدوري يقول لك انا مش هلعب في الكاس مثلا كان بيقول كده او ممكن العب بمجموعه الناشئين زي ما بيحصل في اوروبا احيانا بيلعبوا على الدوري وعين يجي في الكاس يروح ملاعب الناس ما بتلعبش خالص. فانا اقصد برضو اعلاميا مع الكلام ده كله والكلام اللي قاله بلال واللي قاله علاء واللي هيقوله عادل برضو لازم الناس الجماهير النادي الاهلي تبقى فاهمه ان ممكن في وقت معين الناس طب كابتن عادل اخيرا قبل ما نطلع بقى نستقبل بعد كده الكابتن ناصر، هل قدر مستر موسيماني النهارده انه يعالج اخطاء ماتش المريخ السوداني اللي فات؟ والفتره اللي جايه مع ضغط المباريات وهيبقى في ضغط عصبي وضغط بدني وضغط ذهني، ايه المطلوب؟ اول حاجه الاخطاء ليها اسباب، خلينا نتفق الاخطاء اللي حصلت كلها من لعيبه هي مديك مردود عالي جدا. لما نيجي نتكلم المباراه اللي فاتت مباراه المريخ عندك اخطاء مثلا من بدر بنون بدر بنون انا شايف ان بدر بنون لعيب كبير فارق جدا مع فريق النادي الاهلي، كان الشكل مختلف ما كانش موجود الفتره فاتت كلها، ما دخلش حد بالنوعيه دي، النوعيات مختلفه تماما. يعني من بعد عماد النحاس اعتقد الامور ما كانش عندك لعيب بنفس المواصفات وده فتره طويله، دي فتره طويله جدا يعني فمواصفات مختلفه ولعيب كبير ولعيب مستوى عالي، بس بدنيا هو هيستهلك ان هو كان ماتشات كتير. فالاخطاء سببها الاول والاخير هو انك تبقى مجهد انك تبقى مجهد والاخطاء فرديه، اخطاء مش كلها
مش كلها ليها علاقه بان انا بتمركز غلط فعشان انا فايق يعني واقف على رجلي وبتمركز غلط. لا، واللعيبه ذهنيا حاضر، ذهنيا حاضره، بتقف على رجليها كويس وبتعرف تتمركز بشكل كويس. وقت الاجهاد غصب عنك الاخطاء بتظهر، ان الجهاز العصبي عندك بيبقى مش في كامل لياقته الذهنيه، فبالتالي الاخطاء بتزيد. انا هو ده بقى اللي انا ممكن اقدر اخبي ده ازاي، اقدر اخبي ده امتى؟ مش طول الوقت العب ضغط عالي، العب زوم في وقت من الاوقات، اخلي الكره في رجلي كتير، مهم جدا، مهم جدا اخلي الكره في رجلي كتير. كويس. في سيزون 2005 السيزون التاريخي النادي الاهلي، اكتر ثلاثه مسكوا الكوره في النادي الاهلي، اعتقد كابتن علاء كنت موجود في الفتره دي، اكتر ثلاثه اللي مسكوا الكوره في النادي الاهلي عماد النحاس ووائل جمعه وشادي محمد. كانوا بيعرفوا يعملوا استشفى جوه الملعب بطريقه غير مباشره. أيوة. بمعنى ان الكوره معاهم وممكن تلاقي ثلاثه ضاغطين عليهم والكوره معاهم. وبيحضروا اللعيبه، لعيبه نص الملعب واللعيبه المهاجمين بياخدوا وقتهم بيريحوا، بياخدوا وقتهم بيريحوا. أيوة. انت دلوقتي عندك مشكله في ان اللعب مباشر على طول، لعب على طول النهارده مباشر، فرقه بتضغط عليك فانت بتلعب لعب مباشر، فانت حتى وانت مجهد، خد بالك وانت مجهد ممكن تطلع صوره جيده، ولكن انت لو انت عندك وقت على الكوره، انت النهارده ده الذكاء، ما عندكش النهارده وقت على الكوره، ما عندكش وقت لان الفرقه بتضغط عليك. أيوة. وده برده ذكاء مدرب برده، ما نقدرش نخفض دور المدرب بسيمبا، لا ذكاء منه ان هو عارف ان النادي الاهلي مش في احسن حالته البدنيه فبيضغط عليه. فده مهم جدا ان انا هنفضل برده نقول الاخطاء وهنروح نجيب حاجات ومواقف دفاعيه سببها الاساسي ان اللعيبه يا اما لعيب بقاله كتير ما بيلعبش، دي لا اخطاء سببها يعني، او ان مجهد دخل في مرحله الاجهاد. احنا عايزين بس، هو احنا كل كلامنا راح كلنا جبنا سيره الاجهاد كتير وكابتن سيد طلع اتكلم في الجدول، فكل الكلام رايح للاجهاد، كل الكلام رايح لتنظيم. احنا النهارده مش هينفع، النهارده مش هاجي اقيم بدر بنون، بس بدر بنون مش كويس. طب مش كويس ازاي؟ بدر بنون لعيب كبير. النهارده ايمن اشرف مش متمركز صح، هل هو الناس دي بدنيا واقفين على رجليهم ولا لا؟ ولا هو بيغلط عشان هو في حاجات مش مركز؟ مظبوط. لا، هو خلينا كلنا رحنا لموضوع الاجهاد. الفتره الجايه محتاجه ان انا اعمل فرقتين للنادي الاهلي. انا بقى يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان انا من فتره عملت مباراه لفرقه الناشئين مع 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 مجموعه كانت ما كانتش في المنتخب. ايوه. استغل ده، ايه المشكله ما استغل ده؟ اجهز ناس، اجهز ناصر ماهر واجهز صلاح محسن واجهز وليد واجهز سمير وسعد ورامي. تتكلم فرقه تانية، خلي بالك انت. أيوة. انت قلت فرقه تانية. ايوه. ايه المشكله ما اجهز الناس دي لما احتاجها الاقيها؟ مظبوط. لان انا كده كده هحتاجها اجباري، مش بمزاج، غصب عني، روتيشن اجباري في الاصابات وفي الايقافات، لان انت ايقافات برضو طول ما انت ذهنيا مش احسن حاجه. صحيح. هتلاقيك بتعمل تاكلينج في مش مناسب وقت مش مناسب المباريات. فهو خد بالك اللي جاي لا فني ولا يعني. اللي جاي ده ما فيهوش اي حاجه فنيه. انا وجهه نظري اللي جاي ده ليه علاقه بالتدوير بين اللعيبه، وان انا اوصل للمباريات المهمه باحسن حاجه، لان انت لعيب النادي الاهلي او اللعيب اللي في مستوى عالي المعلومات اللي بتديها له مش كتيره، بتدي له معلومه او معلومتين بيشتغل عليهم، لان هو اوريدي عنده اليه في الشغل. انا النهارده محتاج اجيب جول، النهارده الفرقه عرضيات، جبنا جول عرضيه، انا مركز في نقطه، انا عندي اختراق من العمق، هشتغل على اختراق من العمق. فشايف اللي جاي مش اللي هو حتى علاج الاخطاء هتلاقيه بالفيديو، هتلاقيه بوقف على السبوره انت بتحركه على البورد مع الـ مع الـ مع المدرب، مخطط محلل اداء بيديك الحاجات بتاعتك بتشتغل عليها بس، لكن مش جوه الملعب. صحيح. لكن هو انك تدور الفرقه بشكل كويس. طيب سريعا اخر حاجه كابتن علاء، رجل مباراه اليوم. رجل مباراه اليوم سريعا. سريعا مش هقول لك بيكهام، مش على الشاشه. لا انا شايف ان كله زي بعض النهارده. طيب كابتن اسام. انا هديها لبيكهام عشان بالذات تفوق الشوط الاولاني قوي. الشوط الثاني صحيح قل شويه، لكن في مجمل الماتش يعني ادى اللي عليه. كابتن احمد. بص انا بشوف ديانج النهارده يعني واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في في لعيبه النادي الاهلي النهارده، فرقه النادي الاهلي. كابتن عادل. انا ديانج وبيكهام. ديانج وبيكهام. لو الواحد لو واحد هديها لبيكهام، لان بيكهام بقاله فتره بعيد وادى مردود كويس. طيب نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال، وكابتن عادل.
نروح لطاقم التحكيم الاول، بس هنتكلم على الحكم مصطفى غربال كابتن ايمن. طبعا النهارده كان طاقم تحكيم جزائري بالكامل، كان معاه مكران المساعد رقم واحد، وكان معاه عباس اكرم المساعد رقم اثنين، ونبيل بوحلفه اللي كان الحكم الرابع. قبل ما نروح للحاله التحكيميه هنتكلم على مصطفى غربال، بس نذكر مين هو الحكم وسنه قد ايه، وهل عنده امكانيه يروح كاس عالم اللي جايه ولا ما عندوش. مصطفى غربال من افضل الحكام اللي موجودين يا كابتن ايمن على مستوى القاره، ويمكن هو 36 سنه، لعب كل البطولات في الاتحاد الافريقي، لعب كل البطولات في الاتحاد الدولي باستثناء كاس العالم اللي جاي 22 قطر، وهو طبعا مرشح بقوه ان هو هيكون موجود في كاس العالم اللي جاي. طبعا هو ادار طبعا النهائي الافريقي النسخه السابقه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، وكان ادار مباراه بشكل جيد جدا جدا. مصطفى غربال النهارده بنقول الاتحاد الافريقي بيعول عليه كابتن اسامه، حكم من افضل الحكام الموجودين في القاره، اداله كل حاجه، كاس عالم انديه لعب بطوله كاس عالم الناشئين، لعب افريقيا اللي هي 2019 هنا في مصر، لعب اربع مباريات، يعني عنده الفرصه في ان هو كمان يروح كاس عالم الجاي، مش بس مره، لا ممكن مره واثنين وثلاثه. طيب نروح للمباراه النهارده كابتن ايمن، بنتكلم في اربع عناصر مهمه جدا جدا. نمره واحد، عنصر اللياقه البدنيه النهارده، وهو النهارده كل التحكيم النهارده بقى اشتغل على اللياقه البدنيه كابتن ايمن. مش بس انك انت عندك لياقه بدنيه، بس انك انت تجري طول الشوطين، لا، ان عندك لياقه بدنيه لابد انك انت تستخدمها باسلوب يتناسب مع المباراه. يعني ايه؟ انك انت تتوقع اسلوب وطريقه لعب الفريقين. هو النهارده مصطفى غربال عنده ايه؟ عنده تنويع في اسلوب الجري، عنده رشاقه ومرونه، تحمل عام وتحمل سرعه، والسرعه الانفجاريه عند اللزوم اللي هو بيبقى موجود داخل الصندوق. يعني هو بيقدر كمان يبقى عنده القدره ان هو يستخدم ويعمل تنويع في اسلوب الجري كابتن ايمن، ودي كانت ميزه مصطفى غربال في وبدنيا على مستوى عالي جدا جدا جدا. وهو يمكن بدايته كمان التحكيميه يمكن هو اشتهر بيه الناحيه البدنيه، ونهارده الاتحاد الدولي بيعول على الناحيه البدنيه، لانك انت بتبقى من خلالها تقدر انك انت تتواجد في الحدث المضبوط. هروح لمفهوم او تطبيق مفهوم اتاحه الفرصه. كل حكم يعني ليه فلسفه في الاتاحه كابتن اسامه. في حكم عنده امتى يدي وامتى ما يديش. هروح لدقيقه 62 النهارده بالحاله اللي هي اللي انا قلت ان هو ده حكم كبير. الدقيقه 62 في هناك مخالفه تم ارتكابها ضد طاهر محمد طاهر. الكره ارتدت راحت لقفشه كابتن عادل، كان هيسدد، هو كان ممكن ان هو يصفر على حدود المنطقه ويدي المخالفه، هو سمح باستمرار اللعب، راحت لقفشه اللي يمكن اتلعبت وكان ممكن ان هو يسجل منها هدف. وهنا بنقول قدره الحكم على ان هو ايه؟ يدي امتى يدي وامتى ما امتى ما يديش. نقول كمان للجمهور يعني ايه مبدا تحت فرصه كابتن ايمن، وانت بتدي الافضليه للاعب، هل تدي له المخالفه ولا تدي له الفرصه؟ انت بتشوف هنا ايه الافضل. بعض الحكام النهارده ممكن يدي المخالفه على حدود منطقه الجزاء، لان في هناك بعض اللعيبه عندهم المهاره الكبيره ان هو بيسدد، ولكن انا بقول ايه؟ هو ايه؟ سمح لان كان قفشه في حاله تسديد، وبالتالي هنا بشيد بيه في الدقيقه 62. هروح للحاجه الثالثه وهي احتساب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه، وده شيء مهم جدا جدا للحكم. هو النهارده طول شوطي اللقاء كابتن احمد 10 على 10، المخالفات كلها بيحتسبها بشكل كبير، حتى العقوبات الانضباطيه بشكل كبير، باستثناء الدقيقه 87. وهنا بنقول للحكم، وانا بقول له مصطفى النهارده انت عملت مباراه كبيره، بس كان النهارده في دقيقه 87 كان ممكن يبقى فيه خطا كابتن علاء النهارده، خطا يؤدي الى تسجيل هدف غير شرعي اللي هي مخالفه محمد الشناوي. طبعا انا لابد انا كحكم خلال اخر 5 دقائق 10 دقائق كابتن ايمن لازم أن اكون مركز كويس قوي قوي قوي، وما امنش غدر المباراه. يعني انا ممكن النهارده دقيقه 87 مخالفه واضحه ضد الشناوي وانت تخلي اللعب يتواصل، هو النهارده ربنا كرمه في ان هي خرجت طبعا طبعا، لان النهارده المخالفه واضحه واستخدام الكوع كان موجود مع محمد الشناوي. صحيح. وهو كمان للاسف ما فيش فار، يعني النهارده لو كان في فار كنا ممكن نرجع ولكن بقول لمصطفى النهارده انت عملت مباراه كبيره، ولكن لحد دقيقه 90 كان يجب عليك انك انت تتواجد في الحدث هنا اولا. دي يمكن الحاله الوحيده اللي هو اخطا فيها وما حسبش المخالفه. اداره المباراه هو كمان يعني عنده درجه جيده جدا كابتن ايمن، وما صعبش الامور على نفسه، يمكن هو سهل المباراه لنفسه، وبالتالي النهارده بشكل عام بقول ان هم اداروا مباراه بشكل جيد، هو وطاقم التحكيم اللي كانوا موجودين معاه، على الرغم النهارده كان في تحدي كبير ان ما كانش الفار موجود يا كابتن عادل، ودي ميزه الحكم.
انك انت بتلعب والفار مش موجود، فبالتالي بيبقى المجهود اكبر بكتير جدا. طيب التعاون النهارده مع حاملي الرايه حاجه جميله جدا جدا. هو على فكره طاقم التحكيم ده بيلعب معاه على طول كابتن ايمن، على طول على طول، باستثناء يمكن الحكم المساعد رقم 2 دي يمكن اول او ثاني مره بيلعب معاه. هو كان معاه مكران، وهو دولت الاتحاد الافريقي دايما بيبقى حاطط اطقم مع بعض، يعني كابتن ايمن مع كابتن علاء مع كابتن بلال او انا حكم رابع، يبقى احنا دايما مع بعض في كل ماتشات اللي بيلعبها كويس. احنا اربعه بنلعب. ليه بيعمل الكلام ده؟ لان هنا بيبقى في تفاهم وتجانس في احتساب المخالفات، سواء كان الحكم مساعد او اللغه كمان، والتفاهم ما بين الحكم والحكام المساعدين، وحتى كنت حكم تاني بنقول. فمهم جدا انك انت الطاقم التحكيم اللي معاك بيبقى على درايه من انت عندك ايه او انت عاوز ايه. طيب من دور الثمانيه ان شاء الله هل هيتم تطبيق الفار؟ بالظبط كده، هو هنا الفار بيطبق من دور الثمانيه، لان انت عارف المباراه دي اللي بيتغلب بيخرج، وبالتالي هنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا جدا كابتن، ان الفار بيطبق لان كمان بيبقى فارض على الانديه اللي هي وسط دور الثمانيه ان هم عندهم الفار، او بيستدعي الاتحاد الافريقي للتكنولوجيا بتاعه الفار في دور الثمانيه. بنقول مبروك النادي الاهلي ادى مباراه بشكل كبير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله في الادوار اللي جايه ان النادي الاهلي يوصل، وبنقول طبعا الاهلي والزمالك هم كره القدم في مصر، وكله بيعود على المنتخب القومي باذن الله. متشكرين جدا، الف شكر كابتن ناصر، امتعتنا كعادتك دائما. شكرا كابتن عادل، وبشكر ضيوفك كلهم. لا كابتن ايمن، يا كابتن ايمن مفيش مشكله. طيب حكم دولي برضه، حكم دولي برضه. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم في ختام دوري المجموعات لابطال افريقيا للانديه بين النادي الاهلي وسيمبا التنزاني، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0. الف مبروك للنادي الاهلي، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباريات القادمه. حابب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر كابتن نورتنا. شكرا ايمن، ومبروك للنادي الاهلي، والفتره القادمه صعبه وكل حاجه، لكن ان شاء الله كل التوفيق لهم باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال نورتنا وشرفتنا. الدور على كابتن وسيم. لا واخدينها كده، واخدينها كده. ربنا يخليك، انا بشكرك جدا وسعيد ان انا موجود معاكم، ومبروك للنادي الاهلي طبعا وجمهوره، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله، وتبقى العشره النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي شرفتنا كابتن اسامه كالعاده. شكرا لك ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي، وكل سنه وانتم طيبين جميعا والشعب المصري كله، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله. كابتن عادل مصطفى نورتنا شرفتنا، شكرا. شكرا ليك كابتن، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي، وكل عام وانتم بخير.